مساء الخير عليكم، مرحبا بكم متابعينا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمبادرة دستور هنا في هذه الحلقة الجديدة من الحوارات اللي نفتحها كل سبت مع نشطاء وفاعلين في الساحة السياسية. موضوعنا اليوم راح يكون حول التغيير، أي مسار وأي آليات، مع ضيوف الحاضرين معنا. يكون حاضر معنا كل من الأستاذ محفوظ بدروني نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد الغير معتمدة. أهلا بك أستاذ بدروني. الميكرو تاعك أستاذ، الميكرو تاعك. أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. معنا ايضا المحامي عبد الرؤوف ارسلان، ناشط حقوقي وعضو مؤسس في مبادره الدستور. اهلا بك استاذ. اهلا بك شوقي، شكرا على الاستضافه واهلا بالجميع. معنا ايضا الاستاذ فخر الدين سال، عضو في المنتدى الوطني للحراك الشعبي. مرحبا بك استاذ. شكرا على الاستضافه اخ شوقي. شكرا للبيت الدعوه وراك حاضر معنا. معنا ايضا الاستاذ رابح الونيسي، مرحبا بك استاذ. ما زال عندنا مشكل تاع الصوت سي رابح، ماهوش يوصلنا الصوت تاعك. دوك نشوفوا مع الاستاذ عثمان بن زاغ اللي راه في العارضه التقنيه كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل هذايا باش تقدر تسالي معنا النقاش والحوار. راح يتصل بك الاستاذ عثمان ونحاولوا نحلوا هذا المشكل هذا تاع الصوت، لانه انا نشوفوك في الفيديو راك حاضر معنا ولكن الصوت ماهوش يوصل. قبل ما نستهلوا نحكيو في موضوعنا، برك مع الأستاذ فخر الدين سال نحب نأكدوا معلومة مدى محاضر معنا. وباختصار المنتدى الوطني للحراك الشعبي مازال موجود بطبيعة الحال. أولا شكرا لك لأنك أتحت لي الفرصة باش نوضح قضية المنتدى اللي أثارت لغط في الأيام الماضية. أولا المنتدى الوطني للحراك الشعبي اللي ما يعرفوش هو هيكل أسسه مجموعة من الشباب من مختلف أرجاء الوطن، شباب من الحراك الجزائري آمنوا بفكرة التغيير من أول يوم للحراك في 22 فبراير 2019، ولهذه الساعة مازال حلمهم أنهم يشاهدوا التغيير في الجزائر. يعمل المنتدى منذ تأسيسه على دعم الحراك والحركيين. كما تعرفون ربما في الأونة الأخيرة شاهد البعض أنه قد تم حل المنتدى، إلى أنه في واقع الأمر انعقدت آخر جمعية للمنتدى يوم 11 أكتوبر 2020، تم اتخاذ قرار جماعي بإنهاء عضوية أحد الأعضاء والذي هو محامي، وذلك لأسباب انضباطية تمثلت أساساً في أن هذا الشخص نشر فيديو على صفحة المنتدى، فيديو لا يتعلق لا من قريب ولا من بعيد بقضية سياسية، بل هو فيديو وضعه دفاعاً عن أحد موكليه في قضية اتهم من خلالها بالإساءة للمعلوم من الدين. هذا المتهم لم يشارك يوما في الحراك، لا ينتمي إلى الحراك، قضيته إيديولوجية، نحن لا نخوض في الصراعات الإيديولوجية. جعلنا من المنتدى منبر ونافذة سياسية تطل على كل المجتمع الجزائري من أجل نشر الوعي وصولا إلى الفعل والممارسة السياسية. وبالتالي أمام إصرار هذا المحامي على هذه الإساءة للمنتدى ولأعضاء الجمعية العامة، كما قلت تم إنهاء عضويته ليعلن هذا الشخص مباشرة وبشكل فردي عن حل المنتدى بعد أن استولى على الصفحة الرئيسية للمنتدى على الفيسبوك، الصفحة التي ربما كان فيها تقريبا حوالي 100 ألف متابع باعتباره هو كان الأضمن، هو الكرياتور نتاع لا باج. استولى على الصفحة وأعلن حل المنتدى بطريقة غريبة جدا، في عمل أقل ما يقال عنه أنه عمل أطفال صغار وكان عمل لا أخلاقي لم نكن نتوقعه تماما، خصوصا من شخص يعتبر محامي. ولنتفاجأ كجل الحركيين بعد يومين من أن هذا الشخص لبى دعوة اسمها مبادرة المسار الجديد، وتواجده لثلاث ليالي في فندق سان جورج وتزكيته للدستور. في الأخير تبين أن الهدف من كل هذه الزوبعة في فنجان كان محاولة لحل المنتدى وتفريق الإخوة داخله، وكان افتعال الأعذار وتمهيد للذهاب مباشرة إلى حضن النظام. ونعلم من هذا المنبر أن المنتدى ما زال متواصل وفي الهدف نتاعه من أجل تغيير في الجزائر، من أجل التغيير وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ومن أجل رؤية الجزائر الجديدة التي نحلم بها كلنا. ان شاء الله ان شاء الله استاذ، شكرا على هذا التوضيح هذا. نعاود نذكروا بلي على الصفحات الرسميه للمنتدى كاين جميع هذه التوضيحات، وهذا كان هناك يعني اتصال مباشر مع
مع المتابعين على الصفحة اللي بينتوا فيها هذه الإشكاليات. حبينا وحاليا برك اللايف نزيدوا راهو نوضحوا، يبث على صفحة المنتدى اللي حبينا احنا كلينا نبينوا هشكل. بلي واضح، حبينا نبينوا بلي مازال المنتدى موجود، على بها اليوم راك حاضر معنا كعضو من المنتدى الوطني للحراك الشعبي في هذا شكرا. الحوار هذا. الأستاذ رابح لونيسي، إن شاء الله يكون تم حل المشكل. أستاذ رانا نشوفوك في الصورة، إن شاء الله يلحقنا الصوت برك. ما زال ما عندناش الصوت أستاذ، ما زال ما عندناش الصوت، ما زال ما عندناش الصوت أستاذ. أستاذ رابح اليونيسي ما زال ما عندناش الصوت هكذا. فوالا نورمالمون هكذا يمشي. هكذا أستاذ رابح اليونيسي حاضر معنا؟ كيف ما راش نسمعوا فيك استاذ. مشكل هذا تاع الصوت هذايا، رغم انه في الحصه التحضيريه كنا من المهمين مجموعين، اليوم راهو يدنا هذا المشكل هذا. تقول سكارا السي رابح راهو ما يحبكش التليفون تاعك، لازم تشري تليفون واحد اخر السي رابح. باقي لازم تبدل تليفون. اذا نعود نرجع للموضوع تاعنا في انتظار انه نحلوا هذا المشكل هذا مع الاستاذ رابح اليونيسي بمساعده الاستاذ رابح بن زاغو اللي راهو في العارضه التقنيه. نعود نذكروا انه عنواننا اليوم هو التغيير، اي مسار واي اليات. كما على بالكم منذ 22 فبراير 2019 وخروج الشعب الجزائري للشارع للمطالبه بتغيير وتغيير وانتقال ديمقراطي، وهذا عبر عدة شعارات تم رفعها في الشارع، منها دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة القانون، الحريات الفردية والجماعية، حرية الصحافة، عدالة مستقلة. هذه مطالب كانت رفعت في الشارع الجزائري لأكثر من سنة، دامت المسيرات لأكثر من سنة، وتم يعني تعليق المسيرات من طرف مجموعة من الأطباء اللي ناشطين في الحراك، وهذا اللي أعراض صحية معروفة بسبب ظهور جائحة كورونا وجائحة كوفيد 19. هذا يعني فسح المجال أمام السلطة لكي تفرض لوحدها مسارها ونظرتها في هذا التغيير وهذا الانتقال هذا من جهة واحدة، بدون ما يكون هناك أي اجتماع لصوت آخر من غير صوت السلطة. وهذا منذ أن تم يعني تمرير انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر الماضي، واليوم رانا على أبواب استفتاء شعبي لدستور يتم طرحه على الشعب غدا أول نوفمبر. هذا الدستور نعود نذكره أنه تمت صياغته من طرف لجنة أخصائية، ثم إعادة صياغته من جديد بمشاركة مجموعة من التيار السياسي والتيار الجمعيات الجزائرية اللي قامت بإعطاء رأيها في الصيغة الأولى اللي قامت بها مجموعة الأخصائيين، ثم تم تمريره بدون مناقشة عبر برلمان لتذكير البرلمان اللي تم انتخابه في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واللي يعني تم رفضه من طرف الشارع ورفض السلطة تاعه من طرف الشارع. هذا اليوم يخلينا نطرحوا عدة أسئلة، خاصة مع واش رانا نلاحظوا ونشاهدوا في الساحة السياسية اليوم، خاصة حول هذا السؤال الجوهري اللي هو الانتقال الديمقراطي والتغيير، أي مسار وأي آلية. اليوم حسب رأيكم هل نحن في طريق المستقيم لهذا التغيير المنشود؟ أستاذ فخر الدين السالم. السلام عليكم. أولا أظن أنه الانتقال الديمقراطي هو ليس هناك كتالوج أو مسار واضح من أجل الانتقال الديمقراطي ومن أجل صناعة التغيير، وإلا لكان الأمر سهل على جميع الشعوب. وهنا تأتي عبقرية النخب السياسية من أجل ابتكار شكلها الخاص للانتقال الديمقراطي السلمي، حتى أنه ربما في آخر 30 سنة ظهر علم جديد في العلوم السياسية اسمه ترانزيتولوجي، والذي هو أصبح فرع من علم السياسة المقارن،
يعني نظرا لكثره عمليات التغيير اللي شفناها في اوروبا، في امريكا اللاتينيه، حتى في منطقه الشرق الاوسط. شوف، الاكيد ان عمليات التغيير هي عمليات وطنيه خالصه، لا يمكن استيرادها ولا يمكن تصديرها، وما نقدروش نقارن النموذج اللي في الجزائر باي نموذج اخر. اذا شفنا مثلا بعض الامثله، مثلا في اسبانيا بعد وفاه فرانكو تم تنصيب الملك خوان كارلوس امام البرلمان، تم تعيين حكومه جديده، هذه الحكومه قامت باطلاق حوار وطني شامل، وتم انشاء نظام ديمقراطي في اسبانيا. في فرنسا ربما التغيير كان تغيير دموي بعد الثوره الفرنسيه في 1798. كذلك ربما نحكيوا على الارجنتين، مثلا كان انتقال بعد حرب الفوكلاند في 1982. في تركيا قد انتقال ديمقراطي حزب، وحزب العداله والتنميه. في تونس كان انتقال ديمقراطي عبر مجلس تاسيسي بعد حراك شعبي في تونس. يعني هناك العديد من الامثله. اظن انه لكل انتقال ديمقراطي هنالك بوصله. البوصله تاع الانتقال الديمقراطي في الجزائر هي الحراك الشعبي. إذا شفت الحراك الشعبي في الجزائر يتم تخوينه، تفكيكه، تسفيهه أو محاربته، فعرف أنه ما كانش هناك نية في التغيير، وما كانش جزائر جديدة مثل ما يتم الترويج له. شوف، نجاح الانتقال الديمقراطي مرتبط أساساً في التاريخ بشرطين أساسيين. أول شرط هو العامل البشري، أو كما نسميهم بالنخب السياسية، هي تكون قادرة عادة على التوصل إلى تسويات واتفاقات حول القواعد الإجرائية للديمقراطية، وحيث تعد التحولات الناجحة هي نتيجة للالتزام الديمقراطي عادة من طرف النخب السياسية. الشرط الثاني لنجاح الانتقال الديمقراطي هو أن يكون في بلد يعتبر فيه أساس توافق على وحدة البلد، ووجوديته أمر غير قابل للنقاش. دوك نشرح، ربما يعني وجود هوية وطنية متماسكة ووحدة إقليمية ثابتة. كيكونوا الشرطين هذو متوفرين، عملية الانتقال الديمقراطي تكون سهلة، لأنه إذا أحد الشرطين هذو كانوا ما كانش، تقدر تتحول عملية الانتقال الديمقراطي إلى حرب أهلية أو إلى عملية تقسيم دولة. لذلك شفنا كلنا في المرحلة السابقة ربما في العام الماضي أنه لما أريد ضرب عملية الانتقال الديمقراطي ولما أريد ضرب الحراك الجزائري، تم مباشرة مهاجمة هوية الجزائريين، وتم تفريق الجزائريين على أساس الهوية، لأنه الانتقال الديمقراطي هو عامل مشترك بين النخبة والحراك. وشواهد الانتقال الديمقراطي أثبتت يا أخ شوقي أنه لا يتم دون ضغوط من قبل القوى الاجتماعية، ولازم يكون كلها هدفها واحد هو التغيير، ما عندهاش أهداف أخرى، مثلا كالاتحاد العام للعمال في تونس أو المنظمات الفلاحين في أمريكا الجنوبية أو غيرها. هذه هي الكتل الشعبية اللي ضغطت مع نخب سياسية، تمكننا من أن نصل إلى انتقال ديمقراطي في تلك الدول. ربما في الجزائر الأمر كان صعب ربما نوعا ما، لأنه نتيجة 20 سنة من التمييع السياسي، من استقالة الجزائريين من السياسة، من تحطيم الحياة السياسية، من تفكيك الأحزاب السياسية. شفنا أنه في الجزائر كانت صعبة أنه الجزائريين كلهم يلتفوا حول فكرة واحدة، والنظام قال المجال مفتوح أمامه من أجل إعادة رسكلة واجهته المدنية. وبالتالي النتيجة اليوم رأي أمامنا، أظن أنه الانتقال الديمقراطي في الجزائر مازال أمامه خطوات كبيرة يمشي فيها، وأظن أنه ما وصلناش إلى النضع للجزائر في السكة الصحيحة من أجل الانتقال الديمقراطي حقيقي. شكرا سي فخر الدين. محفوظ دروني، هل اليوم نحن في طريق للتغيير والانتقال الديمقراطي؟ اذا كان نظرنا من وجهه السلطه، يعني فهناك انسداد، يعني هذا السياسه العرجاء، السياسه العنجهيه والتسلط والديكتاتوريه راح تؤدي الى يعني الى 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 فقدان اي امل في التغيير، يعني بهذه السياسة الأحادية، فرض الأمر الواقع، يعني فرض خيارات مرفوضة شعبيا، وتنظيم استفتاء حول الدستور مرفوض ضد إرادة الشعب وضد سيرورة التاريخ. هذه يعني ما يؤديش إلى أي انفراج في الحياة السياسية، ما يؤديش إلى أي طمأنة للمجتمع والشعب الجزائري في تغيير
وفي حياه سياسيه نظيفه، وفي افق جديده، وفي بناء يعني نهضه اقتصاديه واجتماعيه وغير ذلك. وبالتالي احنا اذا كان نظرنا من جهه السلطه فيها انسداد تام، فيه يعني رفض تام لاي مسار تغييري للحياه السياسيه والمنظومه الحكم واداره الدوله. بينما اذا كان نظرنا من جهه المجتمع، يعني المجتمع ما زال في حركيته وديناميكيته للمطالبه بالتغيير، احداث التغيير الجذري الحقيقي الذي يحقق مطالب الحراك التي خرج من اجلها الشعب الجزائري بقوه، وما زالت الديناميكيه هذه والحركيه موجوده في الشارع، موجوده في منصات التواصل الاجتماعي، موجوده في النقاشات العامه التي يجريها يعني افراد وتنظيمات في مختلف الأصعدة. هذه الديناميكية ستتواصل وسوف تستأنف عملية يعني إبراز هذه المطالب في التغيير الجذري وإحداث نقلة نوعية في 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 في, في منظومة الحكم وإدارة الدولة من خلال يعني كل وسائل الاحتجاج التي ستتاح للشعب الجزائري. ربما الشعب الجزائري توقف مؤقتاً عن الخروج إلى الشارع للمطالبة بالتغيير ومطالبة بذهاب منظومة الفساد والاستبداد، يعني نظرا للظرف الصحي الذي تعيشه الجزائر وبقية الدول العالم، ولكن سوف يعود الشعب الجزائري وبأكثر قوة إلى الشارع ويستعمل كل وسائل الضغط، كل وسائل الاحتجاج، كل وسائل التعبير عن مطالبه من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات وربما الإضرابات لجبر وإرغام هذه السلطة إلى مربع التفاوض، مربع يعني خضوع إلى مطالب الشعب الجزائري. لا 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 فيه لا شك في ذلك، لأنها كل المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج. يعني مثل 60 وهذا النظام يستعمل نفس المقاربة، يستعمل نفس الطرق، نفس المنهجية للتعامل مع مطالب الشعب. يعني هو ينتهج سياسة يعني النعامة والهروب إلى الأمام، كأنه لا يوجد هناك يعني إشكالية في الجزائر، لا يوجد يعني أزمة في الجزائر. وإذا لم نحل جذريا إشكالية والأصل المشكل في الجزائر، أصل الأزمة في الجزائر، ما نقدرش نتقدم ولا خطوة في جميع المسارات الأخرى. أصل المشكل وأصل الأزمة هو شرعية النظام السياسي. النظام السياسي في الجزائر، السلطة السياسية لا تملك أدنى شرط من شروط الشرعية الشعبية، فهي هذه سلطة غير شرعية جاءت عن طريق الانقلابات وعن طريق يعني ممارسة القوة الغاشمة والفساد وتزوير الانتخابات منذ 62 إلى يوم الناس هذا. وبالتالي فهي فيه انفصام، فيه انقطاع تام بين هذه السلطة المتعجرفة المتكبرة المتسلطة وبين بقية الشعب الجزائري الذي يعيش تقريبا في نفس الحالة التي كان يعيش فيها في عهد الاستعمار. يعني فقط تغيرت الأسماء وتغيرت ربما المسميات. وبالتالي فيه هنا لابد من حل هذه الإشكالية، إشكالية السلطة، بالرجوع إلى الإرادة الشعبية، بالرجوع إلى السيادة الشعبية، لأن الشعب هو الذي له الحق في وضع نظامه السياسي واختيار حكامه. شكرا. شكرا أستاذ محفوظ. أستاذ رابح اليونسي، هل اليوم نحن دخلنا في مسار التغيير والانتقال الديمقراطي ولا ما زال؟ الصوت، اسمح لي سي رابح، ما زال عندنا مشكل مع الصوت، ما نش نسمعوه فيك. ما زال عندنا مشكل هذا تاع الصوت، هذا راهو هبلنا، راهو هبلنا اليوم من ردنا. استاذ رابح حاول صح هكذاك، اقطع الميكرو تاعك، عاودوا نحاولوا من جديد. استاذ رابح اليونسي كنا خرج من اللايف ويعاود يرجع اللايف من جديد باش نحاولوا. هذا إذا كان مشكل في
الكونيكسيون ولا مشكل في الهاتف. C'est Lunici, est-ce que vous pouvez débrancher et rebrancher votre micro, s'il vous plaît? Débrancher le casque, votre micro et rebranchez-le. Ça devrait aller. Voilà, débranchez votre micro et rebranchez-le, s'il vous plaît. Voilà. ويتصل مع الأستاذ رابح لونيسي في محاولة من. Est-ce que vous pouvez activer le son par internet? Activer par internet. Mais pas par téléphone, activer par internet. Parce que ça a marché jeudi, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Bon, on poursuit et puis on verra. On verra si on peut avoir M. Lounissi. C'est là-bas. C'est là-bas. Non, je ne sais pas. Nahil le micro de téléphone. Il faut débrancher le micro. Il faut débrancher le micro et le rebrancher. Il faut débrancher le micro et le rebrancher, mais pas sur l'option du physiquement. Physiquement, il faut enlever la fiche et la remettre. Fin tidar anno yqdri ltaḥq bina l'oustad Rabih Lounissi ou yhel had le mouchkil hada ta sawt oustad Raouf Arslan اليوم هل نحن في طريق صحيح للتغيير المنشود والانتقال الديمقراطي ولا مازال ما دخلناش في السكة؟ والله سي شوقي لو كان هي على حساب وجهة نظر، ماشي وجهة نظر، على حساب الزاوية والرؤية والجهة اللي راهي تشوف. إذا خذينا الزاوية تاع النظام يقول لك رانا في قمة الانتقال الديمقراطي، ما كانش ما أفضل منا وماشيين بالشرعية وبالشعب وبالاستفتاء وبالشفافية والوضوح، قدمنا التنازلات اللي لازمها ووفرنا كل مطالب الناس وبقات امور بسيطه ونكملوها. دخلوا استفتاء على الدستور ثم بعدها نديروا انتخابات تشريعيه وتحط الدوله سيغ لي راي وتمشي هذا رؤيه النظام. على مشكل جهه اخرى لما نشوفوا على مستوى الحراك يقول بلي انا ما زلنا في المراحل الاولى لانه اهم هدف اساسي اللي يسعوا ليه هو التغيير تاع النظام لم يتم بعد. فما نقدرش ان نجوز الانتقال الديمقراطي قبل ما يكون في تغيير النظام. وهذا الواقع اللي راهو يقول هذا. النظام يقول باللي تم تغييره وفي الحقيقه ما فهمتش واش تغير فيه. او حتى الناس زمان يقول لك او قلب الفيستا او حتى الفيستا ما تقلبتش. ما فهمناش واش تقلب. في الحراك فعلا كاين شويه معاناه راجعه كما كان يحكي سي محفوظ راجعه للموضوع تاع كورونا والانقطاع وكذا والقمع والاختئوز للسجون يعني سويت. ولكن الحراك خرج بمبدا وثابت عليه ومواصل حتى لو في صراعات حاليا حتى لو في تنحرات او في انصدامات او في مشاكل صايره ولكن في النهايه انا اشوف فيه بلي راهو في الطريق الصحيح لسبب واحد وبسيط لانه على حق والحق طال الزمن او قصر سينتصر وشكرا. شكرا استاذ رؤوف ارسلان. هل الاستاذ رابح لونيسي عاود اتصل بنا ولا مازال ما عاودش التحق بنا؟ ما هي في رايكم استاذ فخر الدين العناصر اللي رايحه تمد ايجابيه حول هذا التغيير المنشود؟ وش هي العناصر ولا الملاحظات اللي نقدروا نشوفوها في الساحه السياسيه اللي تقول باللي رانا فعلا دخلنا في طريق التغيير؟ الميكرو تاعك برك استاذ فخر الدين. يعني حقيقة من الصعب اليوم أنه نبحثوا عن أمور إيجابية في ظل الغلق الإعلامي في ظل اعتقال المعتقلين الرأي في ظل يعني اليوم لو أردنا أن نشوفوا أمور تشجع وتقول باللي رانا في إطار انتقال ديمقراطي يعني نلقوها صغيرة جداً
يعني كما قلت من قبل، التغيير الديمقراطي هو مرتبط أساسا بالتزام جميع الأطراف الفاعلة ونتيجة للعديد من الظروف الداخلية والخارجية أيضا. يعني إحنا إذا اليوم هزينا كإجراءات تسمى بإجراءات دفع اليقين في مسار الانتقال الديمقراطي في العلوم السياسية هكذا اسمها، يعني لما نروح نشوفوها تلقوا شيء هذه الإجراءات، إطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك ورفع القيد والتضييق على الحراك السلمي، أظن أنه هذا الأمر ما كانش، حماية الحريات الفردية والجماعية وطمأنة الشباب من أجل الانخراط في مسار التحول الديمقراطي أيضا ما كانش. نقطة ثالثة، تحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه والتكريس، مبدأ حرية الرأي في ظل احترام الأفراد والمؤسسات ثاني ما كانش. نقطة رابعة، كضمان الحرية التامة للعدالة يعني ما كانش. أن يكون هنالك حوار، يعني حوار عنده عنوان واضح وهو إصلاح العملية الانتخابية إلى غير ذلك، وتعيين لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات. يعني لما هذه كل هذه الإجراءات اللي تدل على أننا في مسار انتقال ديمقراطي حقيقي، كل هذه الإجراءات ما كانش في الساحة اليوم. إضافة إلى هذا، يعني نشوف أنه كاين قمع للحراك، كاين محاولات لتفكيك الحراك، كاين محاولات لأنه الحراك يصبح أكثر إيديولوجي من أنه حراك سياسي يطالب بالتغيير. يعني اليوم في ظل كل هذه الظروف لا أظن أنه هناك مؤشرات إيجابية. ربما المؤشر الإيجابي الوحيد على أننا رايحين نمشي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي هو إرادة الشعب الجزائري في تغيير الواقع اللي راه يعيش فيه من سنة 1962. أظن أنه هذا هو الأمر المشجع الوحيد والأمل الوحيد من أجل إصلاح ما تم تهديمه في 20 سنة الماضية، بل ما تم تهديمه منذ سنة 1962. الميكرو أخ ما نسمعوش فيك، أخ شوقي الميكرو ميكروفون. زعما انا اللي واش نقول لكم على الميكرو، يعني طحت فيها انا الاول. واش اللي يخليك استاذ فخر الدين تقول باللي اليوم الشعب الجزائري مازالوا شاد في هذا الاراده تاع التغيير؟ لا هو كنشوفوا باللي المسيرات ما كانش، كنشوفوا باللي ما كانش تنظيمات جديده خرجت، ما كانش نخبه جديده ظهرت من خلال الحراك، المسيرات اليوم غير موجوده، يعني بسبب القمع من جهه، بسبب الكوفيد من جهه واحده اخرى، وما نكذبوش على روحنا، بسبب كون الجزائريين ما مشي خرجوا. يعني واش اللي يخليك نتايا تقول باللي الشعب الجزائري مازالوا متثبت في فكره التغيير؟ شوف الكثير من الناس اخلطوا بين انه الحراك هو فكره من اجل التغيير، وبين انه الحراك هو مجرد مسيرات أسبوعية يخرج من خلالها الشعب الجزائري لطرح أفكار للتنديد ربما بأمور شفافة من خلال أسبوع. الحراك هو فكرة. أظن أنه النخب اللي راك الناس اليوم تقول الحراك ما طرحش نخب، بالعكس اليوم الحراك طرح نخب، ربما ما هيش تظهر بسبب الغلق الإعلامي اللي راه متواجد في القنوات التلفزيونية، إلى أنه راكم مشكورين مثلا في حصة دستورنا راكم تسمحوا كل أسبوع لعشرات من النخب السياسية الجديدة أنها تظهر، أنها تقدم أفكارها، وربما ما هيش الفكرة اللي تنقص في الجزائر. الجزائر هو بلد في شباب مثقف واعي مهتم بالحياة السياسية. أظن أنه كذلك الشعب الجزائري ربما من بين أهم المؤشرات اللي تدل على أنه حاب التغيير، أظن أنه اهتمامه بالحياة السياسية. اليوم كنا فيما مضى كنت لما توضع فيديو أنت على الشأن السياسي ربما ما تلقاش أكثر من 100 ولا 200 مشاهد، اليوم أي فيديو يخص الشأن السياسي تحطه في مواقع التواصل الاجتماعي تلقى ربما حتى ملايين الليفي، ربما كذلك تجد عشرات صفحات المهتمة بالشأن السياسي. أنت قلت لي ما فيش أحزاب جديدة وما فيش هياكل جديدة، لا فيها هياكل جديدة. أنا نعطيك مثل المنتدى الوطني للحراك الشعبي، فيه أحزاب قيد التأسيس، ربما البيروقراطية في تقبل الملفات إلى غير ذلك. أنا شخصيا ورفقت الكثير من النخب عبر التراب الوطني مشينا في مشروع سياسي، ربما انت راك على بالك به، اسمه التيار الوطني الجديد بالفرنسي
بالفرنسيه لو نوفو كورون باتريوتيك، رانا في اطار اعداد بعض البرامج السياسيه الاقتصاديه التعليميه الى غير ذلك. نحن ايضا في اطار جمع ملفات للاشخاص من اجل طرح ملف من اجل الحصول على الاعتماد للهيكل السياسي. اظن ان الشعب الجزائري اليوم مهتم كثيرا بالحياه السياسيه بغض النظر عن المسيرات اللي توقفت لسبب او لاخر. اظن انه الشعب الجزائري عاقل، ونظرا للظروف الصحيه اللي عاشتها البلاد وعاشها العالم ككل منذ فبراير الماضي، اظن انه الشعب الجزائري فضل انه يبقى في المنازل، الى انه فكره التغيير ستظل في عقول وقلوب الجزائريين حتى يتحقق هذا الامر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعاود يتصل بنا الاستاذ رابح المنيسي، ان شاء الله هذه المره يكون عندنا الصوره والصوت. الصوره عندنا والصوت كيفاش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. الحمد لله. اهلا اهلا وسهلا. الحمد لله. الله غير كانت جو صامته وكان ما جيتش انت معنا اليوم. اكزاكتومون. أستاذ رابح المنيسي مرحبا بك. مرحبا بكم. شكرا شكرا على الصبر تاعك وعلى اللي حاولت تكرار ومرارا رغم الإشكال التقني أنك تقعد معنا وتكون معنا في هذه الحصة هذه. إذا ألو ألو، نطرح عليك السؤال اللي طرحته على اللي راه معنا، واللي هو هل اليوم في رأيك رانا في السكة الصحيحة للتغيير والانتقال الديمقراطي؟ نعم. قبل أن أجيب لابد أن أعود إلى بداية الحصة، إلى بداية الحصة كي أثبت بأن لازال الطريق طويلا للمجتمع الجزائري وللشعب الجزائري لسبب واحد، ولك كلامي أوجهه لخونا فخر الدين مباشرة. قلنا في المرة الأخيرة أن عندما لا نجد الطرف الآخر، هو تكلم عن منتدى الحراك الوطني، لكن لا يوجد طرف آخر كي يجيب عليه أخلاقيا، قلنا غير مسموح، أخلاقيا، لأن الطرف الآخر غير موجود، ولهذا مدام سمعته يتكلم عن منتدى الحراك الوطني، أنا أقول له أن أنا لا أتكلم باسمهم، ولست طرفا على الإطلاق، لكن أخلاقيا يثبت مرة أخرى أن هناك تيارات إيديولوجية، ليست يعني نيتها ليست صافية من أجل التوافق، والدليل هو هذا منتدى الحراك ذاته، هذا ألو؟ نعم ألو؟ نعم استرابع. أيوه منتدى الحراك. نعم، هذا منتدى الحراك عندما بني في البداية يتجاوز الإيديولوجيات، يتجاوز كل شيء، وجمع كل التيارات، لكن في الأخير ماذا وقع؟ هو أنه حزب أراد أن يستولي عليه، ولهذا السبب حزب في قيد التأسيس أراد أن يستولي على حراك يتحدث باسمه ويروج لأفكاره داخل هذا المنتدى الذي وصل فعلا 100,000. لكن من غير المعقول، واليوم ماذا لاحظنا؟ اتفق الجميع على حل هذا المنتدى بسبب توظيفه حزبيا، وكان حتى في داخله كان إقصاء، كبير من تيار ايديولوجي لتيار آخر، كان إقصاء فادح من شورات لطمور وغيرها. ماذا يفعل هذا الحزب؟ للأسف الشديد مع كل احتراماتي، ينشئ منتدى آخر يسميه منتدى الحراك الوطني لترويج لأفكاره الحزبية، وهذا غير معقول. هذا يسمونه استيلاء على الثورة، يعني كما استولت الناس على الثورة 54 واحتكروها ولو يتكلموا عليها يتكلموا باسمها وغيره، هذا ما وقع بالضبط. هذا دليل قاطع أنه مستحيل أن نصل إلى التوافق، لأنه هذا هو الذي جعلنا نشك في بعض التيارات أن هدفها ليس بناء ديمقراطي، بل هو استيلاء على أجهزة الدولة، والدليل استيلاء محاولة استيلاء
على منتدى محاولة استيلاء على منتدى اللي كان جمع كل الحراكيين، الكثير من الحراكيين كانوا في هذا المنتدى بتوجهاتهم المختلفة، لكن تم محاولة الاستيلاء عليه، واليوم فتحوا، وبالتالي أي واحد يعني أي واحد يريد أن يفتح منتدى يسميه منتدى الحراك الشعبي ويروج أفكاره الحزبي، يعني أصبحت فوضى، الجميع يتكلم، هذا غير مقبول. اسمحوا لي من المفروض لا أتكلم، كان المفروض من البداية نقول لكم لا نتكلم في هذا الموضوع، لأن في البداية أنا في المرة اللي فاتت كنت أعتقد أن السيد يعني سيف خير الدين، أخونا سيف خير الدين، لا أشك في صدقه، لا أشك في أخلاقه وغيره، كنت أظنه سيوضح المسألة كملاحظ، لكن فيما بعد وجدته عضو قيادي في حزب قيد التأسيس، معناها أراد أن يوظف من المفروض في هذه الحالة أن نسمع بالطرف الآخر يتكلم، لكن ما دام هذا الطرف الآخر غير موجود أنا لست محامي له، لكن فقط كي أوضح لماذا الناس الشعب أصبح يشك الآن، وهذه أحد أسباب ضعف الحراك هي هذه الممارسات المرفوضة تماماً. معليش راك خديت الكلمة وجاوبت سي فخر الدين. نولي الآن الموضوع تاعنا، نولي للموضوع تاعنا باش ما نفتحوش حول حوارات هيكلية واش موجود في الساحة اليوم السياسية من هياكل، ماشي هذا هو الموضوع تاعنا. الموضوع تاعنا اليوم هو تغيير أي مسار وأي آليات. إذن اليوم بالنسبة لك أستاذ، هل نحن في السكة الصحيحة للتغيير والانتقال الديمقراطي؟ شوف نقول لك، أنا يلزم نوضح، يعني حسيت بالذنب على بالك، اسمح لي، حسيت بالذنب يعني أخلاقيا، يعني أنا لا أشك في أخلاق حتى واحد، لكن كي يستخدم هذا المنبر لضرب أناس هما غير حاضرين حسيت بالذنب، يعني حسيت بالذنب، وبهذا هذا هو السبب أني أوضح لأنه عبد. الأناس اللي تحكي عليهم هم يعني احنا نعرفوهم وكانوا حاضرين، كنتوا تجيبوهم اذا كان يتكلم على موضوع نديروا حصه، معليش نقدروا نديروا حصه خاصه بالمنتدى، نديروا حصه خاصه بالمنتدى، ماشي مشكل، يكون معروضه جميع الاطراف تكون معروضه، من برا مفتوح، ماشي مشكل. نعم. هذا الشيء هدايا. نعم. من فضلكم برك باش نعاودوا نرجعوا للموضوع تاعنا اللي هو المسار. نعم. المسار واي اليات. إذا السؤال تاعنا اللي طرحته على جميع الحاضرين من الأول، واللي هو هل نحن اليوم في السكة الصحيحة للتغيير والانتقال الديمقراطي؟ في رأيك أستاذ رابح المنيسي، وما هي المؤشرات اللي تخليك تقول باللي رانا فيه ولا ما راناش فيه؟ شوف، السياسة هو فن الممكن، هو فن الممكن، لابد أن نكون واقعيين، عندما بدأ الحراك نعرف الحراك كيف بدأ. الحراك بدأ قويا في البداية، لماذا؟ لأن الجميع متذمرين من رئيس بوتفليقة والعهدة الخامسة، لكن دي انسحاب رئيس بوتفليقة انسحب الكثير من الحراك، انسحب البعض من الحراك، ثم تواصل الحراك بسبب ممكن بسياسات معينة مرفوضة وغيرها، لكن عندما انتخب رئيس تبون فكشف عن يعني كشف عن الأجندة نتاعو، أصبح الحراك اليوم نقدر نقول أصبح ضعيف جدا. اليوم السياسة هو فن الممكن، مستحيل ينجح مسار بدون السلطة، impossible بدون السلطة. لماذا؟ وأي انتقال ديمقراطي في مجتمعاتنا، أثبت لك أمر خطير جدا، أي انتقال ديمقراطي في مجتمعاتنا سيبوء بالفشل لعدة أسباب، والسبب الأول أننا مجتمع عصبيات، نحن مجتمع عصبيات قبلية جهوية طائفية لسانية وغيرها. انت لاحظ جيدا، هناك ثلاث مناطق في العالم، يقول هنيكتون أنه وقعت الموجات الديمقراطية، نعرف الموجات الديمقراطية آخرها اللي في أمريكا اللاتينية وغيرها، تعرفه كامل، هذه أوروبا الشرقية وغيرها. ثلاث مناطق من الصعب جدا فيها أن يتم انتقال ديمقراطي، هي العالم العربي وجزء كبير من العالم الإسلامي، إفريقيا، القارة الإفريقية، وجزء ثالث هي آسيا الوسطى. هذه المناطق لسبب وحيد،
أنها مناطق لازالت تعيش في عصبياتها القبلية والدينية واللسانية والجهوية وغيرها يعني. وبالتالي أي محاولة بناء ديمقراطي تظهر كل هذه العصبيات فتتحول إلى حروب. والدليل ما وقع في الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي، عندما ظهرت كل هذه يعني كل ما ضعفت الدولة تظهر هذه العصبيات بقوة، تحولها إلى حروب أهلية، تحولها إلى خريف دموي. وبالتالي مسار يأتي من الشعب هو سيؤدي إلى الدمار. وبالتالي لابد أن المسار أن يأتي من السلطة، من السلطة بالتدريج بالتدريج، وهو ما تقوم به الآن. وأعتقد بعد فشل كل المحاولات التي كانت من قبل، الحراك لم يتوصلوا إلى توافق، وأعتقد أنه يستحيل عليهم الوصول إلى توافق، يستحيل. قل لي لماذا؟ الدليل ما هو؟ الدليل أنه رئيس تبون اقترح دستورا. عندما هذا الدستور يعتبره أحد بعض التيارات الأيديولوجية تعتبره دستور لائكي، نحن نعرف واش قالوا، قالك دستور لائكي، بالله عليك يعني مقري وجبلة وغيرهم وإسلاميين في الحراك وغيره، بالله عليكم إذا كان هذا الدستور لائكي، ما هو الدستور التوافقي الذي ستقترحونه علينا؟ معناها دستور إقصائي، والدليل ظهرت. وبالتالي من الصعب جدا الوصول للتوافق اليوم. ما هو واقع؟ طرح الدستور، هذا الدستور حل لنا مشكلة كبيرة جدا، وأعطيها الصحة للسلطة، حلت لنا مشكلة كبيرة. ما هي المشكلة؟ نزعت كل هذه العصبيات لحدها، هذه بتاع الصراعات الهويتية الأمازيغية، الإسلام، دين الدولة، العربية، نحتها ونحتها تماما، نحتها تماما. وبالتالي يبقى الآن النقاش في المستقبل هو تطوير هذا الدستور، ليس في هذه المواد أصبحت صماء. معناه في المستقبل بإمكان بهذا الدستور الذي يعارضونه الكثير لأسباب عصبيات وهوياتية، ليس لأنه ضعيف مثلا، ضعيف المسائل الحريات ومسائل، ليس هذا هو. اليوم ما دام الدستور يقول هذه المواد الذين تتصارعون عليها ولم تصلوا إلى توافق حولها، اليوم نحيا خلاص. وبالتالي ماذا بقي؟ بقي لنا أنكم طوروا هذا الدستور، طوروه، وبالتالي شيئا فشيئا حسب تطور المجتمع الجزائري، حسب دخوله في عالم السياسة فعلا، لأننا نمارس السياسة، شوف كل أحزاب لا تمارس سياسة هويات، الأحزاب مبنية على الدين، مبنية على الأمازيغية، مبنية على العربية، مبنية على الجهوية، غير ممكن. نحن نريد برامج لبناء، برامج اجتماعية اقتصادية لبناء المجتمع. وبالتالي أنا أعتقد نقطة الانطلاقة ستكون بعد الاستفتاء على هذا الدستور. لماذا؟ لأنه ستصبح كل هذه المسائل لا نقاش فيها، تم حلها، يعني حلتها السلطة، أعطيها الصحة، لأنه مستحيل نتفهموا عليها. والدليل ما تفهمناش أنه تيارات إيديولوجية ضد البعد الأمازيغي، هل هذا مقبول يعني؟ هل هذا مقبول أن نقصي مواطن جزائري ضحت ملايين من أجداده، ضحوا من أجل الجزائر، تقصيره، تقول له لا ما تكونش؟ وبالتالي اليوم السلطة فرضت عليهم جميعا أن يعترفوا بكل هذه، معنى نتجاوزوا كل هذه العصبيات وندخل في البناء الصحيح. هنا يجي البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء واسمه بالتدريج. أنا قلت لك السلطة هي الوحيدة التي بإمكانها أن تبني. صحيح، احنا السلطة، وشنو هو السلطة؟ احنا ننظر للسلطة كأنه شخص واحد، كأنه مش مليح. لا، في السلطة يوجد ديمقراطيين، يوجد غير ديمقراطيين. لماذا لا ندعم نحن الأطراف التي تريد التغيير بسلاسة، بالتدريج، بتأني، كي لا ندخل في الفوضى؟ البناء سيتم بعد هذا الاستفتاء. يمكن نعود بالتفصيل فيما بعد، نعود بالتفصيل إلى هذه المسائل. بطبيعة الحال راح نفصلوا في هذه المسائل أستاذ رابح يونسي. يعني بالنسبة لك نحن مجتمع عصبيات، وهذا اللي يخليه أنه أي مسار ما يجيش من عند السلطة ما يقدرش يكون ناجح، لأنه السلطة هي اللي فصلت في هذه العصبيات هذه. أستاذ رؤوف أرسلان، ماشي فصلت، لا بسمح لي، ما فصلش، حلتها نهائيا، ما تبقاش تهضر فيها كامل. أستاذ رؤوف أرسلان، اليوم
هل صحيح انه احنا كمجتمع ما نقدروش نروحوا للتغيير خارج مبادرات السلطه؟ مع احترامي سي رابح لونيسي، انا لو كان ناخذ بالامر هذا ونصدقه فهذا معناه، مع احترامي للجماعه اللي راهم قاعدين، باللي احنا في ربعه وانت شوقي وعثمان اللي ورانا من هيه، رانا كامل قصر وما زلنا تحت الوصايه. اذا كان الشعب هذا نقولوا عليه شعب واعي وفهم وخرج في حراك كبير باش يهبط النظام ويهبط الفساد، كان شعب واعي وكان حراك مجيد وكان قمة الحضارة، ونهار اللي ناقش جزئيات في النظام أصبح قاصر، أصبح ما نعرفش نتصرف، نصبح السلطة اللي طلبت أنا نغيرها تصبح هي الوصية علي. أنا عندي سؤال مهم، رأس السلطة أقسم بالثلاث أنه برنامج بوطفليقة ماشي، هل ما بين قوسين على سبيل النكتة، هل صام ثلاثة أيام قبل ما يؤدي اليمين الدستوري؟ على الأقل يتحلل من قسمه. نرجع أبعد من ذلك، خريطة الطريق اللي وضعها بوطفليقة قبل استقالته أو إقالته بالقوة ودارها استقالة ومش انسحاب، اسمح لي سينونيسي في هذا، خريطة الطريق أليست هي اللي تعمل حاليا؟ فلما نكيلوا مكيالين شعب مليح وكبير وقاري وفاهم وواعي ومتحضر ونحنا الفساد، ولما يطالب بحقه في جزئيات متعلقة بحرياته وحقوقه ودستور للقانون، مش كلامي أنا، للقانون والفقه الدستوري على مدى مئات السنين، وعلماء يقولون بأن الدستور لا يمكن أن يأتي من السلطة، الدستور هو قانون تأسيسي والتأسيس هو تأسيس دولة والتأسيس يأتي من الشعب، كيف نحي هذا كامل ونقول بلي لازمني سلطة؟ نروح أبعد من ذلك، كيف إفريقيا وآسيا الوسطى وبعض الدول مستحيل أنها تروح الانتقال الديمقراطي لأنها عندها عصبيات، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا حاليا، الأرجنتين، شيلي حاليا، كانت عندها عصبيات ولا لا؟ لا ما عندهاش. الحروب اللي قامت في أوروبا قبل ظهور الديمقراطية، قبل ظهور الثورة الصناعية، هي حروب واش؟ هي عصب عصبيات وإثنيات وعرقيات أم لا؟ حرب 100 سنة، حرب 99 سنة، حرب 60 سنة في أوروبا، علاش قامت؟ الثورة الفرنسية لما قامت وقتلت الناس كامل، هاي عاود طاحت بنابليون، رجعت السلطة والإمبراطورية وتنحات الديمقراطية، ورغم ذلك حتى وصلت الحرب العالمية الأولى باش رجعت الديمقراطية فيها. أنا اللي حبيت نقول أن الديمقراطية ما كانش فيها حاجة اسمها مستحيلة، الشعوب على مدار الأجيال على مدار التاريخ تتطور وتتوعى، وكل ما يزيد الوعي كل ما تزيد الحاجات. أنا شرحت زمان كنت نشعل الكارو نتاعي بارف زلاميت، لأنه يعني ما كنتش نعرف باللي كاين بريكا، لما ولات بريكا ما استعملش بارف زلاميت، العلم نتاعي تعلم بأنه كاين حاجة اسمها بريكا، فحاجتي ليها زادت، ما عادش نحتاج الزلاميت. هذا هو مفهوم بسيط في تطور الشعوب. أما نأتي بعد هذا، اسمح لي سيلونيسيو مع احترامي ليك، لأنه احنا في اختلاف أفكار فقط، شخصيات معنا ما دخلنا فيها. لكن أنا لم أقول مستحيل، أنا لم أقول مستحيل. من الاستحالة بمكان. الآن نعم، الآن الآن مستحيل، الآن. طيب. مستحيل. الآن مستحيل، فمعناها هالشعوب اللي كانت قبلها، سامحني، الشعوب اللي كانت من قبل فاهمة وواعية، فجأة تنهار ثقافتها ووعيها وترجع لعصبيتها وتصبح من الاستحالة؟ على بالك بأنه أول الحضارات في العالم بدأت ديمقراطية؟ أول حضارات ما قبل التاريخ 600 و900 سنة بدأت بالديمقراطية، وديمقراطية مملكة المدينة عند الإغريق بداية كانت ديمقراطية، وكانت أصلها عصبية، ولكن بدأت بالديمقراطية. أما باش نحس بأنه
أنا كمواطن جزائري عايش في منطقة اسمها إفريقيا، أنتمي إلى شعب يقول أنه نصف عربي، وأنتمي إلى دين إسلامي، أنه من المستحيل أن يكون ديمقراطي، في حين أنه بداية لم أقل من المستحيل. وأنا من كبار دعاة الديمقراطية، بتعرفت جيدا أنا من كبار دعاة الديمقراطية، لكن للديمقراطية شروطها، الثورة الديمقراطية عندها شروط، عندها شروط، نحن لم نوفر هذه الشروط. الديمقراطية لابد أن تكون في أرضية صلبة في المجتمع، احنا غير موجود هذا. طيب كل ما فتحنا لا سمحني سي فخر الدين، مع احترامي ليك ومع احترامي اخي، احنا حكينا قبل بانه لازم كل واحد ياخذ الكلمه ما يقطعش الاخر، ومن بعد لا حتى لي لانه قلت كلامي مش مشكل. انا بالفيديو، انا الفيديو نتاعنا راه موجود هذا ومسجل، انا سمعت كلمه من الاستحاله بمكان الان. نعم الان الان هاو المشكل لهنا، هاو المشكل. يعني انت قناعتك انه شعوبنا بما فيها شعوب العالم الثالث كامل وصلت لدرجة من الانحطاط الفكري والحضاري، أصبح من الاستحالة أنه تدخل في مسار ديمقراطي. مش ما تدخلش، توفر لها شروط، توفر لها شروط على 5 سنين 10 سنوات. دقيق. أنا معك في طرح هذا، أنا سامعه ونعرفه مليح، والكلام هذا تقال في الحقيقة اللي عاش، اني قلت لكم زمان اللي عاش فتره تاع اكتوبر وراح ويعرف الموضوع هذا. قالوا لنا من الشعب ماهوش مستعد نفسيا ولا حضاريا ولا فكريا في 89، قالوا لنا باللي انه يدير احزاب سياسيه ويمارس الديمقراطيه، واذا اعطيناهم الديمقراطيه راح تولي فوضى في البلاد. والدليل على ذلك ولات فوضى. نعم سامحني، اذا كان راح نحلوا الموضوع تاع التسعينات نحكيو التسعينات. احنا كم انت الله يبارك اكبر مني، وكنت حاضر وانا كنت حاضر وسي محفوظ كان حاضر وفخر الدين ربما كان حاضر، ويعرفوا اش صرا الوقت هذاك. بصح نبقاو شعب عمل ثوره مارسوا عليه القمع في عهد بومدين، بعد ما كملوا وصلوا معاه في شاذلي، بعد اضطر الشعب خرج. اخي متفقين على انه الشعب خرج في 88 اكتوبر سيد ونسي، لو كان غير ما خرجش باش نقولها لك. لا سامحني ما نحكيش على النتائج، نحكي على الاساس، هل خرج ام لا؟ لو كان غير ما خرجش يعني لو كان تحت كان تطور ديمقراطي طبيعي انا ذاك كان جناح داخل السلطه، كان جناح داخل السلطه كان يبني للديمقراطيه. احنا نعرفوا الجناح تاع الاصلاحيين، نعرفوا كان يبني للديمقراطيه. عفوا سي لونيس، اذا كان معنا زوج ضيوف ايوه راح نوليو لا لانه ومعنا منشط في الحصه. ايوه انا سمعتك وانا قاعد ارد، ولما تاخذ الكلمه بإذن لا انا نرد انك تقولني ما لم اقول، هذا هو ما هو ماهيش انا خديت كلامك بالحرف وانا عاودت فيه، هذا ما كان. أيوة. انا باش نوصل لنتيجه واحده، أنه من المستحيل أني أطلب من الجلاد اللي خرجت ضده أنه يبني لي ديمقراطية. إذا كنت تؤمن بأن انتخابات 12 قضت على النظام الفاسد تماما، أنا نخالفك جملة وتفصيلة لسبب واحد وبسيط، أنه الرئيس الحالي 30 سنة هو في السلطة، وأني قلت لك أعطيتك مثال بسيط أقسم ثلاث وهاي النتيجة. هل أنا نخرج ضد النظام فاسد ثم أطلب من النظام هذا أنه هو يساعدني باش نصنع ديمقراطيتي، اللي بحجة واش أني قاصر وأنه عندي عصبيات وعندي إثنيات وأني ما نقدرش نمارس الديمقراطية، وفي نفس الوقت ناقض نفسي ونقول هي ثورة مجيدة؟ مش كلامي كلام النظام، هي ثورة مجيدة وعلمت العالم، يا ثورة مجيدة وشعب عبقري ومن حقه يكملها للنهاية، يا تكذبوا علينا وتقولون أنا ثورة مجيدة وإحنا شعب قاصر وفي أيادي قاعدة تخلط فينا وإحنا ما عبلناش. وما زال النقاش. وشكرا. شكرا أستاذ رؤوف. أنت تردي الكلمة ولا لا؟ مش ما نحتكاش الكلمة. ما زالوا ضيوف. نعم خلاص معليش معليش. أستاذ لونيس رح نعود نرجع لك سي فخر. طبعا صح. اليوم طرح اللي رانا فيه هو انه
هل يمكن للمجتمع عبر الحراك أنه يوصل إلى تحقيق التغيير الديمقراطي، ولا حقيقة كما يقول الأستاذ دونيسي أنه الاستفتاء على الدستور، بعد الاستفتاء على الدستور راح يكون عندنا يعني الأرضية اللازمة باش ما ندخلوش في العصبيات اللي يعرفها المجتمع، ونقدروا نبنيو التوافق اللازم للديمقراطية في برأيك؟ شكرا. شوف اولا استاذ شوقيني، ربما راح نستفيض في الموضوع، مانيش حاب يقاطعوني باش تتسلسل الافكار. اولا هذا شرط. تفضل تفضل. شوف اخي الكريم، انا دوك نشرح لكم السي رابح اليونيسي حاليا واش راه يقول. اولا اذا احنا كنا من الشعب تاع ديمقراطيه الان كما راه يقول، وكان التغيير فقط من السلطه وهذه النظريه العظيمه اللي اكتشفناها اليوم، إذن لماذا خرجنا ضد بوتفليقة احنا في 22 فبراير 2019؟ وعلاش ما وافقناش على العرض اللي تقدم به السعيد بوتفليقة من أجل تمديد عام، من أجل أنه هو يدير لنا التغيير، إذا كان التغيير يجي من السلطة؟ إذا فرصة ضيعناها. لما قلت ما تقطعنيش، من بعد سجل عندك، من بعد سجل عندك. إذا نحن شعب غير واعي، السيد راه يقول لك بلي سعيد بوتفليقة عرض علينا فرصة، إذا نحن شعب غير واعي والتوانسة بحذانا خير منا، والأتراك بحذانا خير منا، هذو في 20 سنة الأخيرة داروا انتقال ديمقراطي، ما جاش من عند السلطة يا سي رابح. الحاجة الثالثة، كي تقول انت ما عندهمش حروب، ما عندهمش عصبيات، أمريكا الجنوبية كانت تعيش حروب أهلية، وجدت الحل في الديمقراطية عن طريق الشعوب. انت يا اليوم راك تردد في نفس الكلام اللي قالوا الاستئصاليين في التسعينيات، كي قالوا باللي الشعب هذا ماهوش تاع ديمقراطيه، وقمعوا الشعب الجزائري وعشنا عشريه دمويه. انا دوك نزيد نفهم الاخوه الكرام المنطلق اللي راك تنطلق منه يا سي رابح. لا شك ان عمليه الانتقال الديمقراطي والتغيير السلمي هي كل ما يطمح اليه الجزائري منذ 22 فبراير 2019، ولكل شخص نظرته للتغيير والياته، مثل النظريه اللي قلتها انت يا درك باللي احنا اليوم ما ناش شعب تاع ديمقراطيه. ابرز النظريات اللي اليوم راهي تخرج في الساحه السياسيه كاين نظريات التغيير من الداخل. واش هي نظريات التغيير من الداخل؟ كما اللي رانا نشوفوا بها في المسار الجديد، يعني اللي راك تنتمي اليه يا سي رابح، رحتوا درتوا مبادره اسمها مبادره المسار الجديد. بعيدا عن التخوين والتشكيك والتغننت، خلينا نديروا لها دراسه منطقيه، هيا ندرسوها من ناحيه الشكل. معليش يا سيدي، نبداو ندرسوها من ناحيه الشكل. اسمحوا لي من هذا المنبر نطرح تساؤلات يا اخي، معليش حنا نسالوا، كيف لنقابات الطلبه التي لم تقد ولو مسيره واحده منذ 22 فبراير 2019، ونقصد ليجيا، بل كانت ضد الحراك مع عهده خامسه لبوتفليقه ان تقود المجتمع المدني للتغيير في المسار الجديد، كيف لبعض عناصر المجتمع المدني أن تعقد اجتماعات في أفخم الفنادق مثل فندق سان جورج وفندق بولفخاذ في قسنطينة؟ من أين لبعض عناصر المجتمع المدني أن تدفع فاتورة بمئات الملايين؟ يعني نحكي على مبادرة المسار الجديد. كيف للمجتمع المدني أن ينتقل لفعل سياسي؟ وما هو مشروعكم للتغيير؟ ونزيد لك حاجة أخرى، المجتمع المدني احنا نعرفوا الجمعيات عندها أغراض إنسانية، اليوم المجتمع المدني أصبح جمعية كافل اليتيم، أصبحت تدير في السياسة وعندها مشروع سياسي. أخي الكريم، إذا كان اليوم بغينا نرفعوا المستوى، نحكيوا على شروط التغيير. شروط التغيير، احنا ماناش أول دولة في العالم يحدث فيها التغيير من الداخل. كاينين شروط أساسية. أول شرط هو التأثير المجتمعي. التأثير المجتمعي وش فيه؟ أن تكون الشخصيات التي تقود الانتقال الديمقراطي من الداخل، تغيير من الداخل، مثل ما تقول أنت يا ذركة، تقول بلي التغيير لازم يجي من عند السلطة، تغيير من الداخل، لازم تكون تقود شخصيات وطنية بعمق شعبي وتأييد واسعين. أظن أنه من شارك في مبادرة المسار الجديد ما عندوش وزن بوضياف والإبراهيمي وحمروش اللي حاولوا التغيير من الداخل وما نجحوش فيه. هذه كلها شخصيات. سي فخر الدين، اسمح لي برك، من الهياكل حد ذاتها ما عندناش اشكال، يعني احنا مع الهياكل. لا لا نطرح، لا نحكي، لا لا اخ شوقي، هو يطرح يعني افكار، هو الفكره المطروحه ايه انه ايه تكون، انا نحكي الان عن التغيير من الداخل تحت اطار السلطه، هذه هي من شوف داخل. انا حتى انا راني نحكي له على التغيير من الداخل. التغيير من الداخل قلت له لازم تكون هناك قيادات كفؤه، اليوم ما كانش. التغيير، هذه الشخصيات اللي تقود التغيير من الداخل لازم تنتمي الى هيكل حزبي او نقابي
ذو قبول وانتشار وسيعين، ماشي نقابات كانت تابعة للعصابة البوتفليقية وبعض الأحزاب المرفوضة شعبيا مثل الأرندي. ثالث شيء في التعذير المجتمعي، لازم تكون أفكار الهيكل الذي يقود عملية التغيير من الداخل معتدلة ونابعة من أفكار الأغلبية وقناعاتها. وقد لاحظنا أن المبادرات اللي طرحت مؤخرا من طرف بعض الأشخاص الذين يدافعون عن شتم الرسول، هذه مبادرات ما يمشيش معهم الشعب من أجل التغيير من الداخل. نزيد لك حاجة أخرى، القيادات التي تقود تغيير من الداخل ما لازمش تكون من رموز النظام القديم، ما لازمش تكون شاركة في الفساد، ما لازمش تكون شاركة في حملات الثورة المضادة، ورانا نشوفوا فيهم اليوم ينادون إلى التغيير من الداخل. هذا الأول، تأثير مجتمعي. نزيد لك العنصر الثاني، كي نبغاو نرفعوا المستوى الرؤية الاستراتيجية، لازم اللي يدعي إلى التغيير من الداخل لازم يكون عنده مشاريع سياسية اقتصادية تعليمية ثقافية جاهزة وقابلة للتطبيق، واليوم راهي ما كانش. أن تكون هذه القيادة ذات قناعات ذات مبادئ قوية، تكون عندها تريزيستي للجماعات المناورات للجماعات المصالح، اليوم ما كانش هذا الرؤية الاستراتيجية عند الناس اللي راهي تنادي إلى التغيير من الداخل. الحاجة الثالثة، لازم تكون هناك الاعتدال، يجب أن تسعى هذه النخب التي تقود التغيير إلى التعايش مع السلطة الفعلية، صحيح، ولكن تسعى إلى التعايش مع القوى السياسية بمختلف إيديولوجيتها وممثلين الشعب. ماشي يتهموا الشعب بأنه قاصر، يتهموا الشعب الأبي اللي جدود وداروا أعظم ثورة في القرن الماضي ودرنا ثورة الابتسامة في 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 منذ سنة، اليوم تدعي أنه هذا الشعب قاصر. يا سي رابح، اليوم لم أقول قاصر، لم أقول قاصر، لم أقول قاصر، لا 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 لم أقول قاصر. من بعد رد اليوم الناس اللي راهي تقول إذن ما قدروش الشعب هذا ما يقدرش تغير وتغير لازم يجي من الفوق، اليوم لازم عليك تصلح بنية الفكر المجتمعي اللي راك تنتمي إليه وتجددها. الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري مسلم، التغيير أنت اليوم إذا كان بغيت تدير تغيير ما تستناش يجي من السلطة، لأن عجزت على أنه تعطي منظومة تعليمية تخرج نخبة حقيقية في الجزائر طيلة 70 سنة. اليوم الشعب الجزائري عليه أن يسعى أنه يحدث الفكر الجزائري من أجل أنه يواكب جو الانفتاح الديمقراطي والتقدم التكنولوجي والحركة المجتمعية اللي راهي ماشية، ومن أجل أنه يتحضر إلى الازدهار الاقتصادي اللي رانا نطمحوا ليه. أنا يا ذكر أني قدمت لك بعض الشروط من أجل التغيير في الداخل، هذه الشروط أكاديمية، رفعت معك المستوى قليلاً لكي يبين لك باللي أنه هذه الشروط ما هيش متوفرة لتحقيق التغيير من الداخل. أنت الذي تهاجمون الحراك، تهاجمون جميع المبادرات من أجل الارتماء في أحضان السلطة ومن أجل القفز إلى قارب السلطة من أجل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية لا علاقة لها بمطالب الشعب وأمله. أنا راني اليوم نحكي معك بصفتي عنصر بسيط من عناصر الحراك، أنا مرفض جملة وتفصيلا على أنه تقول بلي الشعب الجزائري اليوم ما هوش وجد الديمقراطية. الخطاب تاع خالد النزار في التسعينات رانا نعود نسمعه فيه اليوم في الجلسة، وشكرا. أستاذ لونيسي، اليوم لو كان توضحنا أكثر هذا الرؤية تاعك بعد ما سمعنا آراء كل من سيف خدين وسي عبد الله وفارسان، بعد نرجع لك سي محفوظ بدرون. نعم، كيفاش راح يكون هذا التغيير هذا؟ كيفاش راك تشوف اولا شو تحت نعم. مع السلطه، نعم، عندما يقول لا يوجد مشروع، هذا المتحدث معك رابح لونيسي له مشروع كامل لجزائر الغد، ما عليك غير تحوس عليه وتقراه، مشروع كامل بل يقترح حتى نظام سياسي بديل للاستبداد، نظام سياسي اخر تماما يتجاوز حتى الديمقراطيه الغربيه. بالتالي تقول لي ما كانش مشروع، من اللي قال لك بلي ما كانش مشروع؟ يوجد مشروع، ما عليك الا تحوس عليه، حددته في عدة كتب هذا المشروع اللي نتكلم عليه، لكن هذا مش موضوعي، ما ديرش بليسيتي ليا. للديمقراطية شروط 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 شروط، ما هي؟ هو الآن ما نحتاجه الآن، ما نحتاجه مع السلطة أن نتعاون لإضعاف هذه العصبيات، لأنه للديمقراطية شروط لإضعاف هذه العصبيات طبعا بعدة أساليب، وأنا طرحتها في عدة مقالات. هذا كلامي لم يأتي بعد الحراك، هذا كلامي كتبته قبل الحراك في عدة مقالات، هذا الطرح معروف دائما ما أسميه شروط
الثورة الديمقراطية. هذه الشروط الثورة الديمقراطية تعتبر على عدة على مشروع كامل: تعليمي، ثقافي، اقتصادي وصناعي. مهم جدا، مهم جدا، لأن أوروبا، تكلمني عن أوروبا، كاع الشعوب مرت على العصبيات، لكن كيف قضوا عليها؟ قضوا عليها عندما أقاموا الثورة الصناعية، une révolution industrielle. هذه الثورة الصناعية سمحت لهم باش يديروا رأسمالية وطنية. قول رأسمالية وطنية، مش رأسمالية تابعة. هذه الرأسمالية الوطنية وهذه الثورة الصناعية، يعني تغيير البنية التحتية لقوى الإنتاج، هي اللي غيرت لهم البنية الفوقية، هي اللي غيرتهم الذهنيات، هي اللي خلتهم يوليوا يعترفوا بالديمقراطية، يحترم مبدأ المواطنة، يحترم الآخر وغيره. هذا غير موجود عندنا، غير موجود. بالله عليك، أنا والله غدا، غدا التوافق الوحيد، وأنا أقولها، التوافق الوحيد هو التزام الجميع، التزام الجميع بكل مبادئ الديمقراطية بكلها، خاصة احترام كل الحريات، كل الحريات، احترام مبدأ المواطنة، هو مرفوض الآن عند الكثير من الإسلاميين، ولا أقول الكل، لا أقول الكل، يوجد الكثير منهم ديمقراطيين. مبدأ المواطنة، التداول السلمي على السلطة، توازن السلطات، إبعاد الدين، إبعاد الدين عن الاستغلال السياساوي، هذه الكارثة على البلاد. إبعاد الدين، أنت بشخصك الآن كنت تستعمل في الدين، من مشكول انت هذه الجمعيات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن متدينين، تقول لجدرنا شكون دارها؟ شكون دار هذه الجمعيات؟ نحن متدينين ملتزمين بديننا وغيره، نريد إبعاد الدين عن الاستغلال السياسي. ما تخلطوش، الإسلام شيء والإسلاميين شيء آخر، بل أعتبرهم هم ضد الإسلام، هم ضد الإسلام، وليس كل الإسلاميين. لعلمك أنا لا أقصيهم، من حقهم أن يمارسوا السياسة، من حقهم، لكن يبعدون الدين من الاستغلال السياساوي. هم مواطنين، من حقهم أن يمارسوها، لكن يبعدون الدين من الاستغلال السياساوي. كلما حاولنا عملية انتقال ديمقراطي خرجوا لنا هؤلاء، كل مرة 88 خرجوا لنا، هم فسدوا لنا كل شيء. في سوريا نفس الشيء، في ليبيا نفس الشيء، في مصر نفس الشيء. ما هذا؟ ما تقول ليش أنه مش هما، ما تقول ليش، لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية، وبالتالي أنا من حق خاف. ولهذا قلت قبيلة الأخ رؤوف، قلت يا لو ما حدثت 88. لماذا؟ لأنه في 88. ألو؟ ألو؟ نعم تفضل سيلونيسي. لأنه في 88 قلت الجزائر كانت تسير الديمقراطية شيئا فشيئا، لأنه نعرفوا إحنا يا الجناح الإصلاحي تاع حمروش، الجناح الإصلاحي تاع حمروش كان يقدم الجزائر شيئا فشيئا نحو الإصلاحات، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات سياسية، وكان حتى مشروع لإخراج ثلاث أحزاب من داخل جبهة التحرير الوطني، واحد يمين يسار، يمين، واحد يساري، واحد في الوسط. لولا هذيك الضربة تاع 5 أكتوبر ثم ظهور الفيس وتضخيمه بخطابه التكفيري المخيف، المخيف، لكنا يعني حققنا خطوة كبيرة آنذاك، خطوة كبيرة. أليست العصبية هي التي حطمت هذا آنذاك؟ أليست العصبية؟ تقول لي أليست العصبية؟ العصبية. إذن طور الديمقراطية عندها شروط. نحن ماذا نفكر الآن؟ نفكر في وضع مشروع على 5 سنوات، 10 سنوات، مشروع هدفه الوحيد، يعني هدفه الوحيد هو إضعاف هذه العصبيات، معناه إدخال الشعب الجزائري في، يعني كما أوروبا في القرن 19، أوروبا في القرن 19 داروا الثورة الصناعية، الثورة الصناعية انتجت ذهنيات أخرى، انتجت تفكير آخر، انتجت شكل دولة أخرى. احنا ما عندناش هذه، احنا ما عندناش، دائما نعود إلى العصبية. طبعا بمشروع، هذا المشروع لا يمكن أن نطبقه، لا يمكن أن نطبقه إلا بالخيرين داخل السلطة. دائما نشوف السلطة هذه كأنه بعبع، كأنهم قاع مش من احنا، يوجد فيهم الكثير من الديمقراطيين مثل ما يوجد لغير ديمقراطيين، مثل ما هو موجود في المجتمع. هل بإمكاننا اليوم أن نقوم بديمقراطية والمدرسة يغرس فيها العصبيات، المسجد يغرس فيها العصبيات، الإعلام يغرس فيها العصبيات؟ هل بالإمكان؟ طبعا يجوا الناس يقول لك حنا الأغلبية، طبعا تولي أنت الأغلبية،
وتستخدمونا في الدين وغيره. ولهذا لابد من شروط. شوف احنا يا لابد من شروط. ما هو هذه الشروط؟ ستؤدي بنا الى بناء مجتمع فيه ارضيه صلبه للبناء الديمقراطي. معناها في ارضيه صلبه للبناء الديمقراطي. هذه الارضيه الصلبه للبناء الديمقراطي يسمح غدا للانتقال الى ديمقراطيه فعلا ديمقراطيه صحيحه مثل الدول الاخرى. تقول لي تونس، لا تونس لا، ليس صحيح ما يقال عن تونس. تركيا الذي قال لتركيا، تركيا لا يمكن ان نعيد النجاح في تركيا مؤخرا، لابد ان نعيده الى مدرسه كمال اتاتورك. تونس لابد ان نعود الى مدرسه بورقيبه، هي مدارس حداثيه قامت مودرنيزي لو بوبل تورك ومودرنيزي لو بوبل تونيزي. لكن حتى في تونس، هل تعتقد في تونس الان هي ديمقراطيه يعني عادت بالمصلحه على الشعب التونسي كله؟ لا، هو مجرد نخبه اخذت مكان نخبه اخرى وتستفيد وفاسده. لكن اغلب الشعب التونسي الان في ميزيريه، وبالتالي لا يمكن نجاح الديمقراطيه الا بمشروع كامل يخلصنا من مختلف العصبيات الدينيه، القبليه، الجهويه، اللسانيه وغيرها، يقيم عداله اجتماعيه. لانه مهم جدا، لانه واحد شبعان، واحد مش شبعان مش كيف، لابد من ارضيه اقتصاديه. هذا لمده تاع 5 سنوات، ممكن 10. هذا ليس معناه نقمع الحريات، لا بالعكس، مجتمع لازم يكون ليبرالي، ندعم الحريات، لابد نحتاج الحريات. خلي النقاش، خلي طرق الحريات. هذا مش معناه نقول لك القمع. انا اعتقد ان كل هذا سياتي فيما بعد، سياتي بعد الاستفتاء على هذا الدستور ان شاء الله. سياتي هذا لانه خلاص انتهى الحديث عن العصبيات، انتهى الحديث عن الدين، لانه راه موجود الاسلام دين الدوله، ولا واحد عنده الحق ينحيه، واللي يحاول ينحيه انا اول من ساقف ضده، انا اول من ساقف ضد هذا المطلب. الامازيغيه راهي مكانها، والعربيه راهي مكانها، كل واحد يريد ان يمس بهذا المثلث الذهبي اللي يسميها الناس التريونغل بور تاع الجزائر، هو المثلث الذهبي. هذا المثلث الذهبي اللي هو الاسلام كدين، الامازيغيه كثقافه، كبعد ثقافي وبعد ولغه وبعد تاريخي وعمق تاريخي للجزائريين، والعربية كلغة وبعد ثقافي للجزائريين. من حاول أن يمس بإحدى هذه الثلاث هو يحطم في الجزائر، وبالتالي هذا المثلث الذهبي سيبقى يعسود الاستقرار. سنبدي شيئا فشيئا، ما يبقاش الحديث عن هذه العصبيات. قدم مشروعك الاقتصادي، ماذا تبني، ماذا تقدم، ماذا؟ وإبعاد المدرسة مهم جدا، إبعاد المدرسة عن الأدلجة هو من أهم الأشياء الموجودة في هذا الدستور. إبعاد المدرسة عن الأدلجة، نعم خليني بك نوضح، إبعاد المدرسة عن الأدلجة ليس معناه لا وجود للدين، لا، الدين تعدى الإسلام، لكن الإسلام تحت نوير مش ايديولوجيه، ماشي ايديولوجيات اخي الكريم. اهدر على فصل السلطات، اهدر على الامور الاساسيه في كتابه الدساتير. اخي الكريم، انت راك تحكي على انتقال ديمقراطي، راك ومنحيتش عينك من الروتروفيزور، راك تحكي غير على الماضي، على القرن الماضي، على بورقيبه، على التسعينات. اليوم نخبه سياسيه جديده تمم بواش كاين جديد. احنا اليوم جيل اليوم، احنا يا اليوم ما نمنوش بالافكار الباليه اللي راك تحكي عليها. كيما كاين افكار باليه مزيفين، كاين ديمقراطيين مزيفين. لا لا، انا اليوم نحكي بواقع حراك 2019، ما نحكيش بواقع القرن الماضي. اخي الكريم، من قال لك اني لا اطالب بفصل السلطات والقضاء؟ خلونا نكونوا حضاريين، الشعب يسمع فينا. نعم سي رابح لونيسي، بالنسبه لك انت يعني الدستور هذا راه يفصل في عصبيات المجتمع. ندخل في البناء، هو اللي راح يكون يعني الارضيه الصلبه باش نقدروا نبنيوا عليه الديمقراطيه. سي محمود بدروني، هكذا يا اخي مانيش غلط سي لونيسي، انت قلتها. لا، الارضيه الصلبه تبنى في بضعه سنوات، تبنى في 8 سنين، 5 سنين، 10 سنين. الانطلاقات تكون ابتداء من الاستفتاء اللي راح يكون غدا. نعم. وابعاد هذا يمر بناء عام، لازم الاستفتاء يمر بناء عام، يعني ما يقدرش. نعم يمر بناء عام لانه امر خطير، ولا يمر بناء عام
لو لم يمر بنعم امر خطير اذا سمحت نوضحها لك الان ماشي دوكا من بعد نوضحها امر خطير اذا لم يمر بنعم لأن الناس تاع العصبيه دخلوا في مشكل يهدد الوحده الوطنيه اليوم سي رابح نونيس انت اللي كنت طلبت انه كلمه الواحد ياخذ الكلمه ياخذ وقته مع الكلمه انا عطينا لك وقتك تاع الكلمه خلينا نعطي الكلمه للاستاذ محفوظ بدروني اللي راه حاضر معنا اللي ما تحدثش لحد الان مازال ما عطيتلوش الكلمه سي محفوظ اذا اليوم ما نقدروش نبنيو ديمقراطيه خارج يعني تاثير السلطه لانها هي اللي تضمن اضعاف العصبيات وتضمن مبدأ المواطنة وإبعاد الدين عن الاستغلال السياسوي وتضمن أيضا تداول سلمي على السلطة حتى نتمكنوا من بناء مسار ديمقراطي على بعد 5 سنوات لا 10 سنوات. في رأيك سي محفوظ هل هذا الطرح هدايا يعني صحيح 100%؟ هذا الطرح غير صحيح البتة طرح يعني يخالف يعني السنة الكونية يخالف يعني حتى منطقة الديمقراطية ذاتها يعني كيف يعني هذا هو المنطق اللي كان يعني سائد عند الاستعمار الفرنسي نفس العقدة تاع الاستعلاء تاع التسلط تاع الاستبداد تاع العنجهية تاع الاحتقار للشعوب اللي احتلتها فرنسا يقول لك هذه الشعوب ماهيش أهل للاستقلال للحرية وبالتالي اللغة الوحيدة معها هي القمع هي القتل هي استغلال الثروات هي الاستعباد يعني وهذه النخب اللي شفناها 62 وراهي موجودة حتى اليوم وهذا الطرح اللي راهي مثله هذا الأستاذ يعني نفس المنطق نفس المقاربة يعني أن الشعب الجزائري 62 إلى اليوم من الناس هذا 60 سنة ماهوش مؤهل باش يمشي إلى 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 بناء نظام ديمقراطي حقيقي هذا منطق الطغاة منطق المتجبرين منطق الاستبداد والمفسدين في الأرض واش جبنا هذا 62 فساد وظلم وطغيان وتأخر وتخلف شوف يعني يقول العصبيات احنا عندنا في افريقيا ذاتها يعني هل هناك دوله وقع فيها حرب اهليه كيما رواندا ماتوا فيها 800,000 مواطن بفعل يعني كانت يعني بإعاز من الاستعمار الفرنسي هذا المجرم هذا يعني يفرق بين القبائل ووقعوا في حرب اهليه ماتوا فيها 800,000 ولكن اليوم عندما اعتمدوا النظام الديمقراطي يعني رواندا راهي من اكثر الدول تقدما في افريقيا يعني حتى نسبه النمو مرات توصل الى 8% من اعلى مستويات النمو في العالم في السنغال كان يعتمد النظام الديمقراطي راهي في تقدم وتحسن في الاقتصاد في جنوب افريقيا ذاتها يعني بين يعني حتى اللي تكون من عدد قبائل كثيره يعني متخلفه ولكن عندما يعني تم القضاء على نظام الميز العنصري واحلال الديمقراطيه والتداول الجنسي على السلطه راهي في تقدم يعني افريقيا جنوب افريقيا راهي في تقدم وتحسن حتى المجتمع التحمر يتحسن في يعني إثيوبيا كذلك إثيوبيا كانت يعني في السبعينيات القرن الماضي كانت يعني تضرب بها المثل في التخلف وفي المجاعة اليوم راهي من أكثر الدول المتقدمة في إفريقيا يعني كيف يعني هذا المنطق يعني الاستعلائي هذا المنطق تاع الاستعباد تاع الشعوب يعني واحتقار الشعوب يعني هذا باللي أن السلطة هي التي تقود المسار التغيير ومسار الديمقراطية ابدا هذه السلطه هي سلطه استبداديه يعني ديكتاتوريه تسلطيه منذ 1960 كيف يعني ياتي منها الحل كيف يعني اللي كانت هي السبب في الازمه سبب في التخلف سبب في السرقات سبب في الفساد في الديكتاتوريه في الظلم في القتل قتلوا 250,000 واحد في العشر يرحم كيف يكون هؤلاء الناس هم الذين يقودون التغيير مستحيل من كان سببا في الأزمة لن يكون سببا في الحل أبدا هؤلاء يهدفون فقط لإبقاء على مصالحهم وإبقاء مصالح الناس الذين يدورون في فلكهم وخدمة لأجندات استعمارية لأجندات المنظومة الاستكبار العالمي من أمريكا وفرنسا وغير ذلك هؤلاء يتابعون بالتالي احنا في التعديل الدستوري راهم يعني راهم يسخروا الجيش الجزائري باش يولي قاتل خارج الحدود خدمه لاجندات يعني استعماريه هذا المنطق غير صحيح الشعب هو الذي يبني يعني ديمقراطيه هو اللي يبني يعني دولته هو الذي يؤسس لدستوره ما كانش السلطه هذه توضح هذا السلطه جات بغير طريق غير ديمقراطي كيف توضح لي دستور ديمقراطي مستحيل ربما كانت يعني في بعض الدول يعني فيه تحول عن طريق الانتخابات ولكن عندما تحترم نتائج الانتخابات ممكن أن تكون الانتخابات حل
ولكن عندما لا تحترم كما في الجزائر وفي الدول العربية. يعني في الجزائر تم انقلاب على على على, على مسار انتخابي، في مصر تم انقلاب على مسار انتخابي من طرف العسكر، من في 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 غزة تم الانقلاب على مسار انتخابي، في كل في كثير من الدول العربية تم الانقلاب على مسار انتخابي كان يمكن يؤسس عليه للوصول إلى نظام ديمقراطي مستقر يتم فيه يعني التداول السلمي على السلطة، وفيه يعني إصلاح المؤسسات والمحاربة الفساد، وفيه يكون فصل بين السلطات واستقلال القضاء وتحقيق السيادة الحقيقية للشعب. هذا هو، مش ممكن on peut pas faire le bonheur contre la volonté des gens. هذا الناس يقول لك بلي لازم حنا نديروا لهم يعني الرخاء، وحنا نديروا لهم الرفاه، وحنا نديروا لهم السعاده، يعني ماشي هما. الشعب يعني قاصر، ما عنده حتى يعني مستوى، وبالتالي كاين لازم إليت إكليري، يعني كاين نخبه يعني متنوره هي اللي توضع لهم توضع يعني المناهج، وتوضع التصورات، وتوضع الحلول، وتقود المجتمع الى 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 الى, إلى بر الامان. هذا شيء خاطئ. هذا الشعب هو اللي يختار، الشعب هو الذي يقرر. هذا هو، اذا كان ما انطلقناش من هذا المنطلق، من هذه المبادئ الاساسيه، لن يكون هناك حل في هذا البلد، وسيغرق البلد في ازمات متكرره. يعني رانا مثل 89 هم يكرروا نفس الاسطوانه هم يكرروها اكثر من 30 سنه، وراهم يكرروا نفس الكلام باللي لازم الشعب ماهوش مؤهل، ولازم حنا نقودوا مسار التغيير نحو الانتقال الديمقراطي وإرساء العدالة وغير ذلك. ما حقق حتى شيء، حقق تفاقم الفساد، تفاقم الاستبداد، وشوفنا حتى وين وصل. يعني رجل مقعد كان يقود البلد، يعني هذه ونخب ساكتة على هذا الظلم، هذا الفساد. لولا الشعب اللي حرر هذه النخب، الشعب هو اللي خرج وحرر هذه النخب وضعها في الزاويه، باللي انتم ما كنتوش اهل باش تقودوا هذا المجتمع، ما كنتوش اهل. يعني وبالتالي الشعب هو اللي وضع من خلال عده شعارات معبره، يعني بسيطه ولكن معبره. الشعب يعني فيها ذات مضامين سياسيه، كي يقول لك الشعب بلادنا ونديروا راينا، هذا تعبير عن السياده الشعبيه، يتنحوا كاع معناها القطيعه البائنه مع والتغيير الجذري. الشعب تحرر، هو اللي يقرر، معناها الشعب هو مصدر السلطات، دولة مدنية ماشي عسكرية، إنهاء حكم العسكر وإرساء الدولة المدنية. يعني كثير من الشعارات التي نادى بها هي ذات مضامين سياسية، هذه تعبر عن الضمير الجمعي للشعب الجزائري من أجل إحداث القطيعة مع هذا النظام. مش ممكن الشعب عندما يقول لك يعني لازم يتنحوا كاع، ولازم يحنا ينتوما، معناه لازم هذه يروحوا، ما كاش هذا تتعامل معهم، ما فيش كلام مع هؤلاء مستبدين طغاة فاسدين، لازم يزالوا من المشهد السياسي. من كان سببا في الأزمة لا يمكن أن يكون سببا في الحل، وبالتالي الشعب حسم أمره، ولابد أن يواصل مسيرته لاقتلاعهم من مصدر القرار، من المشهد السياسي، ويعني إتاحة الفرصة للنخب الشابة الجديدة التي يعني انخرطت في العمل السياسي بمناسبة هذا الحراك المبارك، لوضع التصورات، وضع الرؤى، وضع الخطط، وضع البرامج لإحداث التغيير الحقيقي الجذري السلس السلمي والحقيقي. شكرا. أستاذ عبد الرؤوف، اليوم من السلطة هي اللي عندها يعني الإمكانيات والقوة باش تضمن أنه التغيير الديمقراطي يكون سلس، يمر بدون عنف، بدون عصبيات، والطرح هو أنه الدستور الذي يطرح للاستفتاء هو اللي راح يحط جانبين كل العصبيات الموجودة في المجتمع، حتى يتسنى للنخب بداية البناء للتغيير الديمقراطي. يعني هذا الطرح هذا يمكن يكون معقول صراحة؟ كيف يكون معقول؟ أنه لأن السلطة تملك الأدوات. أعطيك مثال بسيط، عندي حانوت في الحومة هو اللي يبيع لي سميد، ما كانش واحد اخو يبيع سميد، وما منعوا كل الناس كامل انها تبيع سميد. هل هذا معناه بانه هو عنده الحق، ولا هو اللي احتكر سميد؟ لنعطي في مثال بسيط باش نستفهم. السلطة محتكرة، ما عطتش الفرصة، طب تحب نحلوها شوية بشوية، ما نروحوش بعيد، نبداو من وش اسمه هذا
يحكم اللجنه الوطنيه اللي مش المراقبه الانتخابات تاع الاخر اللي يحكم لجنه الحوار الوطني كريم يونس. بغض النظر على انه شكون هو منين جا واش من طيار فيه وانتم كامل تعرفوه ما اختلفوش فيه. الحوار واش داير في الحوار؟ هو اللي وضع لي شروط الحوار وجاب لي سي رابح ونيسيا وكان حاضر لكننا كامل عايشين في الجزائر. جاب لي جمعيات. شكون هي الجمعيات؟ جمعيات لسند بوتفليقة في العهد الخامسة. المجتمع المدني الحالي والسابق ما زال ما تغيرش وهذه ما نختلفوش فيها. وضعت لي طريقة اللي راح نتحاور معها. وش قلت لي؟ عطيتي خطوط عريضة وقلت لي راح نتحاور في النقاط هذه. باك ما قبلتش فكرة أني نتحاور مع السلطة في موضوع تغيير السلطة. صح ولا لا؟ هذا واش دار كريم يونس؟ مطالب الشعب اللي تقدمت اخذوا واش بها؟ واش قال؟ قالوا راح ندير لكم دستور وبعد ندير لكم انتخابات ونمشيو البلاد. الشعب كي خرج قال لهم اعطونا دستور. يا اخي نحكيوا على الشعب. اسمح لي هنا احنا نرجعوا في لانه المسار تاع الحوار لازم تفهموا على واحد النقاط الاساسيه. شوف سواء سي محفوظ بدروني سواء سي فخر الدين سواء سي رابح لونيسي رانا كامل شخصيات كل واحد عنده قناعاته وعنده كيانه الخاص به وعنده قدراته ما نختلفوش فيها. وانا حريتي تحبس عند حرية الآخرين. ولكن لما نوض ونقول باللي الشعب الجزائري عنده عصبيات سي لونيسي انا نبصم لك مشي بالعشرة تعيدية بالعشرين كامل بكلها نقول حاجة باللي صح عندنا عصبيات حبينا ولا كرهنا صح بس قوية جدا أكثر من اللي ممكن تتصور. نعم أكثر من اللي ممكن تتصور وأنا معك. بس أنا عندي سؤال من 22 فيفري حتى سقوط بوتفليقة العصبيات كانت بالصيفة في تونس ولكن في الشارع اسمح لي بالكلمة هذه وين كانت؟ كان هي كانت شعب كامل هبط العصبيات نتاعو. وعندنا الصوره هذيك تاع المختلفه لواحد مجموعه باللباس الامازيغي باللباس الترقيب باللباس المزابي باللباس الشاوي وكذا هابطين نورمال وعادي. وين كانت العصبيات لما هذا كله لباس امازيغي باش نتفاهموا والعصبيات في الامازيغي والترقي وغيره. لا هذا كله امازيغي. ليش سيروني؟ لا لا هناك مغالطات. لا هناك مغالطات لابد ان تصحح. صح كلها امازيغي تلقي شاوي نايلي قبايلي كلها امازيغي. هذو كامل امازيغي. عرف لي اذا نعم امازيغي نعم. عرف لي اذا ما معنى العصبيه؟ تفضل اسمح لي. ما معنى العصبيه؟ والتعصب لطائفه هو التعصب للقبيلة هو التعصب للجهة هو التعصب للنسان هو التعصب ديني كلها عصبيات. إذا نحن في الجزائر عندنا عصبية قبلية. توجد عدة عصبيات. صح نعدوها أنا وياك نعددها أنا وأنت. الناس تسمع تتعلم. عندنا عصبية قبلية شاوية قبلية شاوية كذا. لا قبلية تلقاها في جهة واحدة تلقاها قبائل يتصارعوا. أولاد يعني أولاد بلول أولاد خليفة أولاد كذا أولاد أيوة كذا أيوة أيوة. صح. ايوه عصبيه هو تفضل. عندنا تعصب قبل هل عندنا تعصب ديني؟ طبعا موجود. وش هو؟ كاين تعصب طائفي مش فقط ديني. اعطيني مثال. يوجد طائفي انا يؤسفني واحد اليوم. واحد اعطيني واحد اعطيني مثال واحد اعطيني مثال واحد على تعصب. ما كانش تعصب ديني. لا موجود. لا قل موجود. لي قل لي علم الناس اللي بيسمعوا فينا اين التعصب؟ اعطيني مثال واحد على تعصب ديني. عايشوا فيه يومياً. أنا عايشوا فيه يومياً. مدام كيد بزاف. مدام كيد بزاف أعطيني مثال. شوف نقول لك أنا ما هو التعصب الديني اللي موجود عندنا. أنا نقولها لك. إحنا لحسن حظنا الحمد لله ما عندناش طوائف. ما عندناش طوائف الشيعة السنة وغيره كما البلدان الأخرى. إذن أين التعصب الديني؟ التعصب الديني هو أن الناس لا تريد أن تفهم أيوة. أن لكل إنسان له تأويل الدين وفهمه للدين. ما بغاش تفهم هذه. وبالتالي إذا لخليني أو كلامي أو الفرصة تاعي وأنا اللي أعطيت الوقت من تاعي ليك أنت باش تحكي فيه فعلى الأقل نفهم.
أنا لما فتحت النقاش في هذه طاس أنا نقول لك خليني نقول لك سمح لي هل أي واحد يقدر يشرح لي القرآن؟ ها؟ هل أي واحد قادر يأول لي القرآن؟ هل أي واحد يقدر يأول الحديث؟ نحن ما نعرفه شوف احكي لي على التعصب الديني العصبية الوحيدة اللي موجودة نرجع لكلامي الناس كانت تقتل بسبب الدين الناس كانت تقتل في التسعينيات في العشرية السوداء بسبب تعصب ديني هيه بالشيعة لا الترفيزر الحقيقة في التسعينيات قتلت 250 ألف اللي كنت تقول فيها قتلت بسبب تعصب ديني ثم السبب للاستحقاق لا كل الله عارفون كل كانوا يعيشوا معنا كفرونا معليش معليش اسمحوا لنا يعني اسمحوا لنا الكلمة راهي عند الأستاذ كانوا يكفروا في كل مجتمع في التسعينيات وكانوا يذبحونا فيه معليش سيلونيسي راح يجاوب هذه أكذوبة تاع الجيش ومن غير نحوها الجيش كان يعمل الجزائريين اللي كانوا يقتلوا هما الإسلاميين آنذاك واحد ما قال الجيش يا سيلونيسي هما اللي كانوا يقتلوا صح يا سيلونيسي ما اختلفناش معاك سيراؤوف بينوا التعصب الديني نعم سيراؤوف عنده الكلمة عند سيراؤوف صح هل عصبيات هذه أنا سألت مع الأول قلت العصبيات هذه لما احنا نهبطوا في بوتفريقة ما ظهرتش بعد ما طاح بوتفريقة ظهرت هل الناس كامل العصبيات هذه كامل كانت متفقة في ثورة مع العلمة أن الثورة هو خروج شعب كامل عنده نفس الألم الوجع وعنده نفس الهدف هوش يجمع نقطتين لتجمع أي شعب في ثورة أنه يعاني نفس المعاناة ويعنده نفس الهدف هل كان الهدف وش نفس الهدف؟ وليش خارج في ثورة؟ تفضل سامحني سامحني فاهم وضعك الناس اللي هبطوا شاه إيران كاين جماعة حبت هبط الشاه والأخت هبط العساس تاع القصر سمح لي بكلمة هذه إخي كم نهار خارجين ضد الشاه ومن بعد في الأخير ماذا وقع؟ ما تقوليش بالأخير نحكي عن البدايات ما نحكيش عن النهايات نحكي عن البدايات حتى ستحدث نفس الشيء عندنا الآن ستحدث نفس الشيء بهذا الأسلوب لازم نكون عندي الوحي باش نعلم لا التاريخ يعطينا الدروس هيك قلتها التاريخ يعطينا الدروس يعني اسمع ما خرجناش اسمع عندما خرجنا احنا مش متفاهمين على الهدف شوف خرجنا لكن لم نسأل ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ خارجين سياحة. كنا خارجين سياحة. لكن ماذا بعد؟ لم نتفق على ماذا بعد. هل كنا خارجين سياحة؟ قل لي ماذا بعد؟ هاو أسقط النظام. ماذا بعد؟ هل أي ثورة في العالم لما تنفجر تتخطط قبل انفجارها لما بعد قيامها؟ أعطيني مثال واحد في العالم. في التاريخ. وفي التاريخ. إحنا ما لناش متفاهمين. كاين اللي عنده حسابات اخرى والدليل بان في المنتدى تاع الحراك كاين اللي عنده حسابات اخرى الدول المنتدى ليهم واليوم قاعد يديروا الحراك يا سي غابح كاين حاجه اسمها خبطه عشواء اذا كان راح نغدكوا خبطه عشواء هانا نفرشوا نبداو بخبطه عشواء بصح الحوار يمشي باساسيات نتفاهموا على تعاريف لما نناقشوا التعاريف نناقشوا النتائج تاعها العصبيات لما حكيت أنا على موضوع العصبيات أنا راح نوصل لنقطة واحدة أوكي أنا نتفق معك نهز كلام لونيسي جملة وتفصيلة صحيح عندنا عصبيات والشعب عنده عصبيات هذا كوتي نهز الكوتي الأخر تاع النظام وجاوبني بصدق في عصبيات النظام ولا ما فيهش فيه أجنحة ولا ما فيهش فيه مجرمين ولا ما فيهش جاوبني بصدق والشعب يسمع فيك شوف كما يوجد السيء الحمد لله الحمد لله في النظام يوجد الديمقراطي كما يوجد اللي مش مليح يعني اللي موجود في المجتمع موجود في السلطة كيفاش أنا واحد لعلمك أنا لا أستخدم مصطلح النظام لعلمك لأنه هذه كلمة النظام كلام هلامي السلطة كلام هلامي أنا عندما أنا أتكلم عن النظام أقول آليات عمل النظام لا هل نستعمل السلطة في بلاصة النظام؟ أنا أستخدم السلطة
نعم خلاص. استخدم السلطة النظام كلام كامل لو نبحث نعم لو نبحث تجد أنت أيضا من النظام النظام عندك الحق فيه احنا حاليا ما عندناش نظام لانه اسقط سواديزون وقت بوتفليقه وما قاعدين نبنيه في نظام فحاليا عندنا سلطه انا معك في هذا متفقين ولكن لما نوض نجرب لا مش هذا هو لا معليش خليني نكمل سينو ما تقوليش اللي ما قلتوش صح بعدين قول انت اللي معليش خليك معليش الفكره تاعو شوف سيدي ونيسي اذا كان سامحني هذا منتدى هذا فكره نتناقشوا فكره للفكره نسمع بعضنا انت ممكن يكون عندك جزء من الحقيقه وانا عندي جزء من الحقيقه ولا واحد فينا يملك كل الحقيقه صحيح صح ولا لا صح اتفقنا في هذا صح فكرتي انا الناس اللي سمعوك اقتنعوا بفكره العصبيات ولكن قولوا لي علينا ولا لينا والنظام هذا اللي راهو فاسد هل يكفي تغيير شخص بوتفليقه اللي هو حاليا في زيرندا ويرفض رئيس الجمهوريه متابعته قضائيا بحجه انه سليم وقالها في 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 ندوه صحفيه مع فرانس 24 مش كلامي يا مش كلامي قالها تبو تقول عليه رئيس المنتخب قال بوتفليقه ما غلطش والناس اللي معاه هي اللي غلطت ولذلك لا يحاسب إذن الشعب هذا اللي أنت واحد منه خرجت باش تنحي بوتفليقة تبون قال لك غلط ما قلتش أنا قال ما هوش كلامي والله ما هو كلامي يا سيدي ونيسي هو أرجع اللقاء تاعو مع الآخر مع فرانس 24 كي قالوا أنت كنت مع العهدة الخمسة قال له ما كانش منها ومن بعد قال له على ما تحاسبوش بوتفليقة قال له بوتفليقة خاطي هو ما يتحاسبش ما جبتش حاجة من عندي أو كلامه وشو كلامي خليني كم اللي تبون داخل النظام دي فعاليه مجرد موظف في عهد بوتفليقه هو موظف او قال هو رئيس قال هو رئيس قال هو رئيس قال هو رئيس كلام قال هو رئيس سامحني كمل لك برك انا اللي حبيت نص نتيجه واحده تفضل يا اخي تؤمن بالمبدا هذاك ويقولوا انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا ما اعتقدش انه كما تكون يولى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اؤمن به خلاص وكتبت عدة مرات كيف ما كنتم يولى عليكم يا سيدي ونيسي وعدة انت فاهم وعدة وعدة فاهم وعدة وعدة يا اخي تؤمن بها اوكي طبعا اؤمن لكن صح بما انطلاقا من مبدا اؤمن هذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام انطلاقا من مبدا هذا او من الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كنا احنا ذات عصبيات فولي الامر حتى هو عصبيات صح ولا لا يكون ممكن يقولوا لي عندهم اكتذب الرسول اكتذب الرسول وكتقول طز العكس لازم تكون واضح تسمح لي نفتح قوس باش نجاوبك انا مثلا نعم عصبيات كي نقول على العصبيات مش كلنا عندنا عصبيات انا ما عنديش عصبيات انا عندك نسبه تاع ناس اللي ما عندهاش عصبيات عفوا بيان سور كاينين هو اللي خذ الكلمه في بلاصتي هو حسب المستوى حسب هناك عده عوامل هناك مش قاعد عندهم العصبيات بنفس النسب بنفس الاخر انا عندي سؤال اخير انا عندي حاجه اخيره حبيت نقولها باش نختصر الامر هذا هل يمكن للشعب هذا ان يدير جمعيه تاسيسيه او نظام تاسيسي لبناء دولته خليني جاوب لا هذيك سقسي شوقي اسكو يعطيك الكلمه لانه فخاره ويسنى ومحفوظ يسنى شكرا معلي شد عندك استاذ رابح لونيس هذا السؤال هذا تاع 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 عبد الرؤوف ارسلان اللي يخص هل يمكن للشعب انه ياسس للسلطه تاعو سي فخر الدين اليوم يعني رانا في حوار جد شيق بأطروحات متضاربة ومتخالفة والحمد لله دخلوا في رحمة اليوم هل يمكن لنا احنا كجزائريين انه نخرج بمشروع سياسي واضح المعالم وواضح واضح الطريق تاعو بلا ما نخدموه مع السلطة ولا بلا ما نشاركوا السلطة في هذا في هذا الخطة هذه في هذا الطرح هذا شكرا على السؤال الممتاز سؤال في محله هذا هو الموضوع اللي بغيت نحكي عليه شوف باش نرجع فقط الكلام تاع الاستاذ لونيسي نقول له شوف لو أستاذ يا استاذ معليش خليني نجاوبك تفضل يا معنا. استاذ مشكلتنا بدون مقاطعه من فضلكم شوف يا استاذ مشكلتنا حنايا راهي مع الاستبداد وليس مع العصبيات العرقية والقبلية التي أزالتها ثورة نوفمبر
حين اختلطت دماء الجزائريين. شوف مشكلة الجزائريين اليوم أنه تعرضوا للظلم في مختلف المناطق وبجميع أصولهم. الشيء الوحيد الذي تم توزيعه بعدل في هذه البلاد هو الظلم يا سيلونيسي. لذلك اليوم ما عندناش مشكلة عصبية عرقية وقبالية، المشكل الوحيد هو مع الاستبداد. نزيد نقول للأخ لونيسي اللي يقول أنه العصبيات، نقول لك أنا بلي السلطة في حد ذاتها هي اللي راهي تصنع في العصبيات من أجل سياسة فرق تسد، وشفناها بعد جزء من السلطة بعد وشفناها بعد سقوط بوتفليقة وقصة الرايات الأمازيغية إلى غير ذلك. يا سيلونيسي نزيد نقول لك شيء آخر، انت راك تلوم في الفكر الإسلامي وفكر الإسلام السياسي، وأنا يراني مانيش من أصحاب الفكر الإسلام السياسي باش تعرفني مليح، إلى أنك تقدم في نفس الطرح المدخلي في كما تكون يولى عليكم ووجوب إصلاح العامة قبل الخاصة وقبل الحكام، أنت راك تقدم في نفس الطرح بلا لحية. يعني أنا راني مستغرب، حارف فكر الإسلام السياسي وتقدم في نفس الطرح. بالعودة إلى كلامك أيضا على الدستور، وهنايا أنا كنت مانيش راح نناقش الدستور، لكن بما أنك فتحت أنت يا المجال ممكن نرد على كلامك. قلت الدستور راح يكون بداية لانتقال ديمقراطي، وبعد هذا الدستور سيذا يكون هنالك عملية تغيير. أنا نقول لك هذا الدستور هو بمثابة لا حدث في طريق التغيير في الجزائر. ومعليش ندير لك نعطيك أسباب، نقدم لك حوصلة بسيطة. الملاحظة الأولى أننا بصدد تغيير آليات وبعض قوانين الدستور السابق دستور بوتفليقة، وليس بصدد وضع دستور جديد الجزائر الجديدة كما يقال من طرف بعض الأطراف، وهو ما أكدته ديباجة مسودة الدستور، أكدته اللجنة في ديباجة مسودة الدستور إذا كان قريتها من قبل، حيث تم التصريح علانية فيها على أنه تم تعديل بعض المواد حسب الطالب، وهو ما قيد عمل اللجنة في مواد ومواضيع محددة، حتى أنها وصفت بعض التعديلات المطلوبة أنها قد تغير من شكل النظام، وحسب تصريح اللجنة ذاتها أن هذا كان ليكون خروجا عن المهمة المكالة لها. وهنا نفهم كل شيء بخصوص هذا الدستور الجديد. الملاحظة الثانية اللي نقدمها لك، أننا شعب واعي وشباب واعي ونعرف كيف تتم إعداد الدساتير أو كيف تتم تعديل الدساتير. إذا كان بغيت نروح للجانب التقني، يجب أن يكون هنالك اتفاق على المؤسسات والأفراد المنظمين للحوار والذين سيكتبون المسودة، ومن بعد يجب أن يتم إعداد الناس للتشاور وندير توعية مدنية حول وضع دستور جديد، ومن بعد نروحوا للتشاور مع الناس وكل فعاليات المجتمع، ومن بعد نروحوا للتشاور مع الخبراء. يا أستاذ الكريم النقطة الرابعة، النقطة الخامسة استخدام التجارب المقارنة لتنوير عملية صياغة الدستور. مثلا في تونس الشقيقة 3 سنين وما يقارنوا بين الدساتير الأخرى، ومن بعد جي تحليل الآراء خاصة في جوانب مثل قضايا الهوية اللي طرحتها أنت، ومن بعد جي إعداد مسودة الدستور. شوف منين انطلق نحن، من منتصف العملية، ومن بعد جي عقد مناقشة علنية حول مسودة الدستور وهذا الأمر لم يكن، ومن بعد باش جي إعداد نسخة نهائية للدستور، ومن بعد سن قانون خاص بسن نسخة نهائية من الدستور، ومن بعد عقد الاستفتاء الشعبي، ومن بعد إنفاذ الدستور وتطبيقه. احنا اليوم رانا ما حناش الشعب الجزائري اللي راك من الصباح تقول ماشي واجد الديمقراطية، احنا يا رانا حافظين كيف تتم كتابة الدساتير والطريق نحو الديمقراطية. السلطة هي من منعت وصول الشعب إلى تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي. أنا نزيد لك شيء آخر، أنت كي تقول الدستور هذا هو تمهيد لانتقال ديمقراطي حقيقي، نطرح عليك سؤال، هل هذا الدستور هذا هل فصل ما بين السلطات؟ هل الدستور هذا حد من صلاحيات الإمبراطورية والفرعونية اللي عنده رئيس الجمهورية؟ نذكرك أنه في هذا الدستور، معليش نزيد ونفصله به، الدستور رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة هو من يعين القضاة، رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية بما أنه هو من يعين رئيس الحكومة ويعين أعضاء الحكومة، رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع، هو وزير الأعلى للدفاع، رئيس الجمهورية هو وزير الخارجية بما أنه
هو اللي عنده الحق الاستئثاري في من يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها. رئيس الجمهورية هو المتحكم في قطاع الأمن لأنه من يعين كل مسؤولي الأمن. رئيس الجمهورية يمارس السلطة التشريعية بموافقته على القوانين الدولية التي تعتبر فوق قوانين الجمهورية وفوق قرارات المحكمة الدستورية. رئيس الجمهورية يسيطر على الإدارة المحلية بتعيين الوالي وشاف الدائرة. رئيس الجمهورية يسيطر على سلطات الضبط. رئيس الجمهورية يسيطر على أجهزة الرقابة. رئيس الجمهورية يا أخي عنده صلاحيات فرعونية بهذا الدستور. أنت مصباح تحكي لنا على قضايا الهوية الأمازيغية والعربية والإسلام مفصول فيها. أنا رانا نقولوا كذا ناقش هذا الدستور ونرفع المستوى. لا شوف كي تقول باللي هذا الدستور سيكون بداية الانتقال الديمقراطي هنا راك تغلط في الناس يا سي ربح لونيس. وباش نعودوا الى كلام الطرح اللي طرحه بالعودة الى سؤال الاخ شوقي كي قال هل هنالك خارطة طريق او هل هنالك نقدر نوضع خطة بعيدا عن السلطة من اجل الانتقال الديمقراطي حقيقي. شوف الاخ شوقي هنالك طرحت عديد من الخطط من الانتقال الديمقراطي حقيقي. نعطيك أنا نوع من الأمثلة اليوم بالسلطة الحالية بدون ما نروح المجلس التأسيسي. اليوم الناس تقول كيفاش السلطة الحالية تعطيك من فتحت على المرادية وتروح وتقول لكم ديروا مجلس تأسيسي. احنا نقول لهم لا، مجرد لازمنا نديروا حوار، هذا الحوار ينتج عنه كيفية تعديل الآلية الانتخابية، نعدلوا الآلية الانتخابية بجميع مراحلها، الكتلة الناخبة، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات إلى غير ذلك. مباشرة نروح إلى انتخاب برلمان حقيقي ممثل للشعب الجزائري، مهمته كتاب دستور لجميع الجزائريين. هذا البرلمان يعتبر برلمان تأسيس الجمهورية الجزائرية. بعدها نروح إلى انتخاب مؤسسة الدولة الجزائرية من السلطات المحلية الولائية والبلدية إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن بعد إعداد حكومة وبناء مؤسسات حقيقية. أنا نقول لك باللي اليوم خطط الانتقال الديمقراطي الناس اللي يسفهوا فيها ويقولوا بأنه لا يمكن أن تتم حاليا نستطيع نديروها، فقط تكون إرادة، تكون إرادة ولو 1% من عند النخب السياسية في الجزائر من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي بعيدا عن الارتماء في أحضان السلطة وفي مسارات جديدة قد تؤدي إلى إجهاض الحراك الشعبي الذي انطلق منذ سنة ونصف. الشعب عاقد كل آماله على هذا الحراك من أجل تحقيق التغيير، إلى أننا نرى أنه بعد عام ونصف اكتشف بعض النخب السياسية في الجزائر أنه لا يمكن أن يكون هنالك تغيير بعيدا عن السلطة ومساراتها وأحضانها وفنادقها للأسف الشديد. شكرا سي فخر الدين على التدخل تاعك. سي ربح المنيسي تحب نعطيك الكلمة دوكا ولا معليش من الكلمة سي محفوظ بدروني من قبل؟ كما تحب، كما تبغي، ما هوش كما تبغي انت، انا ما عنديش مشكل. لا فقط بغيت نقول له فخر الدين، بغيت نسالو فقط في الحراك علاش ما توصلتوش للتوافق؟ لماذا فخر الدين بخصوص ماذا في الحراك في الافتاء داخل المنتدى الوطني للحراك علاش ما اتفقتوش؟ اتفقتوا لمده من بعد بغيتوا تسرقوا لهم تدوا لهم هذاك المنتدى. معليش دوك كي بغيت انت تعود الى قضيه المنتدى. لا ليس لك يعود هذا الموضوع. لا باش نقول لك المنتدى الجمعي، انت طرحت لي سؤال اسمع الاجابه تاعي. المنتدى فيه اليوم في الجمعيه العامه نتاعو فيه 24 شخص، انسحب منها شخصان، احد الشخصين هو الكرياتور تاع لاباج فيسبوك، اعلن من خلال الصفحه عن حل المنتدى. 22 شخص ما زالوا في المنتدى وحلوا صفحه جديده وما زالوا ماشيين في نفس الخط. وعندنا في المنتدى حاليا من بين 22 عندنا العلماني الاسلامي الديمقراطي، وعندنا اللي ما يعرفش كاع الايديولوجيه كما يسموه في الشارع النورماليون، الى انه عندنا شخصين وبارازار الشخصين راهم معاكم حاليا في المسار الجديد. إذا كان سمعتني مليح كي كنت تكلم من قبيل عندهم نفس الطرح تاعك أنه الحراك وأحدهم وش كان يقول؟ كان يقول ده طلق هاشتاج منذ يومين.
لا السيد لا ما كانش لا 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 ما كانش. خلينا من السيد، الناس راهي تقول يا الحدثه ولا نهبطوا الريدو تاع الحراك، وراو على باله بهذا الامر السي شوقي. هنا نطرح سؤال، من هم الاشخاص اللي راهم يفككوا في الحراك حسب الايديولوجيا ويسعوا الى عدم التوافق يا سي ليونيسي؟ هم الاشخاص اللي بغاو يرتانيو في حضن النظام يا سي ليونيسي. هذا جواب السؤال تاعك. فخر الدين سالك سؤال، سالك سؤال فضل. ما هو مفهومك للديمقراطية؟ الديمقراطية عندك واش هي؟ الديمقراطية أولاً الديمقراطية أخي الكريم هي ثقافة مجتمع. حنا دوكا كي نعودوا في تلافة باغي نروحوا للبحر، واحد باغي يروح العنابة، واحد باغي يروح الوهران، نديروا القرعة، ماشي نديروا القرعة، نديروا شكون اللي اثنين اللي باغيين يمشيو نمشيو. هذه ثقافة مجتمع. اثنين هو خيار دولة، لأنه شفنا دول حلت مشاكلها الداخلية كانت في حروب أهلية، حلت مشاكلها عن طريق الديمقراطية. رقم ثلاثة، الديمقراطية هي تقبل الآخر يا سي ليونيسي. احنا اليوم عندك انت جميع عندك الجزائريين. لا عندك انت، انت سألتني، انت سألتني سرابة خليه يكمل الجواب، معليش خليه يكمل الجواب. سرابة تفضل. انت طرحت علي سؤال بصفتي عضو من المنتدى، راني نجاوب فيك. اليوم الديمقراطية هي تقبل الآخر. انا يا اليوم نسمع للعلماني ونتقبل الفكرة تاعو ونناقشوا، ونسمع للإسلامي ونتقبل الفكرة تاعو ونناقشوا، ونسمع لأي شخص جزائري ما دام الفكرة تاعو ما تضرش المصلحة العامة للوطن وما تضرش بالأفراد، لأنه حريتك تنتهي عند حرية غيرك. النقطة الرابعة وهي النقطة الأساسية، الديمقراطية يا أخي الكريم هي مجموعة من القوانين. القوانين هذه من يضعها؟ تضعها سلطات عندها شرعية شعبية. اليوم إذا كان تشوف بأنه اللجنة اللي وضعت الدستور الجزائري اللي هو يمثل القانون الأعلى في البلاد عندها شرعية أنها تحط قانون أسمى للدولة الجزائرية، نمشي معك في الطرح نتاعك أنه نقدر نبني على الدستور الحالي ديمقراطية حقيقية. شكرا على الإجابة تاعك. لا لأنه تعرف على سألته أنا شوف، أنا والله الإسلاميين ما نخافش من قياداتهم، نخاف من القواعد. شوف نقول لك، أغلب الجزائريين أغلبهم يعتقد أن الديمقراطية هو أن الأغلبية. ألو تسمعوا لي؟ نسمعوا فيك سي رابح، نسمعوا فيك. أغلبهم يعتقدون أن الديمقراطية هو الصندوق وتحصر في الانتخابات وانتهى. أغلبيتهم يعتقدون هكذا، وبالتالي إذا كان صافي حسم ربح في الانتخابات معناته يدير واش يبغي. هذا هو المفهوم عند الكثير من الجزائريين. ماهيش نقول لك أنت لو كنت تقول له الحريات يبدأ يتكلم لك، لا هذه يبدأ مبدأ المواطنة ما يستعرفش به أصلا. مبدأ المواطنة أصبحوا يعتبرونه كفر الآن، أصبحوا يعتبرونه. أنا كنت عدت مقالات حول دولة المواطنة، يقولوا لي جبت دين جديد. هذو أصحاب الإسلاميين. اليوم ما تشوفش عندك، ما تشوفش عندي، حنا بالك ممكن تفهموا، لكن نشوف ما هو السائد في المجتمع، ما هو السائد. سي رابح أنا دوك عندي سؤال، والله ما مش من طبيعي نطرح الأسئلة هكذا بصفة مباشرة، بس حنطرح لك سؤال بصفة مباشرة. هل أنت اليوم عندك يعني أرقام علمية توضح شحال كاين في الشعب الجزائري من الناس هادية اللي ماهيش فاهمة واش معناتها الديمقراطية، ولا اللي راهي فاهمة الديمقراطية باللي اللي يدي الصندوق يدير وش يحب؟ عندك أرقام تقول باللي كاين طون من الشعب الجزائري 30% 40% 60% 50% 25 10 15؟ عندك أرقام في هذا الشيء هذا اللي تقدم به؟ لكن معروفة في المجتمع. لا، أنا ما نعرفهاش. بين شوف سي رابح، لا سي فخري والله، ما بين هذه اللي معروف في المجتمع وبين لو كونسيرفاتيزم تاعنا حنايا اللي كبرنا عليه، وبين انه نروحوا حتى نقولوا باللي هادو ما يقدروا يديروا كلش، هذا كاين فوارق كبيره سي رابح. نظن انه اليوم احنا الحديث تاعنا مع الناس اللي محاضرين في هذه المجموعه هذه رانا شويه يعني فوق هذا الشيء، هذا تاع التاويلات على الناس كيفاش راهي تخمم ولا كيفاش ما يتخمم. انا نطرحوا امور تكون أكاديمية في غالب الأحيان، نحاول نتناقشوا على أمور حقيقية سياسية، طروحات سياسية. ما ناش نقولوا على أنه نص الشعب يعرف ما يعرفش، يدي ما يديش، ما ناش في هذاك الشيء سيرا. ما نحوش نحكمه
على شعب خاطر عندنا فكره حنايا باللي دايرها هكذا ولا دايرها هكذا. مادام ما عندناش ارقام واضحه ما كان لا نحكموا عليه. قال يا ودي نعم هناك ناس متعصبين في المجتمع صحيح، هناك ناس متعصبين دينيا صحيح، انا نعرف ناس متعصبين من جهه اخرى، نعرف ناس متعصبين من جهه اخرى من جهه اللائكيه ولا من جهه اللائكيه نقولوا يعني اللائكيه ليست كفر، الناس حاسبينها كفر. قلت كفر. اسمع انا اعرف الكثير من العلمانيين في قبول الدين. يا سي رابح لا وجود ولا يمكن وجود ديمقراطيه في اي بلاد الى هذه الديمقراطيه ما تنبعش من اراده شعبيه وتتماشى مع الاراده الشعبيه وتتماشى مع تراكمات المجتمع. ما نقدروش نفرضوا ديمقراطيه على مجتمع، نحكموا مجتمع وين نحبوا في نيمبورت كان بلاصه في الدنيا هذه، نفرضوا عليه نمط ديمقراطي ما يمشيش. النمط الديمقراطي ينبع من المجتمع، لازم يجي من تحت ويعاود يطلع للفوق، نديروه من تحت تجي السلطه ديرو قدامنا. هذا رانا نتناقشوا فيه واش يقدر يكون واش ما يقدرش يكون. نعود نوليو للموضوع تاعنا. من فضلك انت قلت انه كي قلنا انه في تشنيد العصبيات انه السلطه قامت به، انت جاوبت قلت جزء من السلطه استعمل هذا الجانب هذايا. هل اليوم انت متاكد في الطريق اللي راك تمشي عليه في القناعه ديالك باللي السلطه اللي راك تتعامل معها هي الجزء الديمقراطي من السلطه، ولا راك يعني سيو المهم الى نجحت اللهم بارك، ولا ما نجحك تقول باللي هم ليك هادو ما راهمش ديمقراطيه؟ شوف انا احتكاكي بالسلطه، احتكاكي برجالات السلطه، صدقني توجدت الكثير منهم عندهم رؤية أبعد، أكثر ديمقراطية، أكثر مما هو السائد في المجتمع. صدقني باش نقولها لك، يعني أنا نقولها لك صراحة، لحتكيت بهم وجدت الكثير، والله لا أكثر، يعني تلقاه إليزائيلي طافونسي، يعني متقدم علينا احنا في رؤيته، في طرحه، في بعده الديمقراطي، تلقاه ديمقراطي وغيره. لكن لازم تعرف باللي هو راه داخل السلطة. الآن يجيني المسألة تاع الدستور. الآن مثلا علاش الدستور هذا ما خرجش بالكامل؟ لأنه تبون ربي يشفيه، كي جا هو جا وجد وضع منهوك، لقى وضع ملغم، لقى عدة أشياء، وجد أصحاب مصالح وغيره. كيفاش راح يدير؟ لابد أن يوازن، لابد أن يعني كي اللي يمشي باش ما ينفجرش الوضع، وبالتالي هذا هو فن الممكن. لكن بعد ما تتصفى الأمور وغيره تشوف كيف سنقوم بانتقال ديمقراطي فيما بعد، لكن بشروط، بتوفير الشروط التي قلتها آنفا، وأعتقد هو بدأ فيها، بدأ يتكلم عن نوع من الصناعات ستارت اب، بدأ يتكلم عن أشياء يبدو لي عن المدرسة، عن عدة أشياء. وبالتالي أعتقد أنه يلزم واحد يعاونه يعني يعاونه بدل لأنه ما هو موجود. أنا بدل ما نعاون اللي ممكن يكون معايا أصبحت محطم اللي ممكن اللي هو معايا لصالح من هو ضدي. يلزم يعرف الحراك، يلزم يعرف كيف يناور، كيف يمشي وغيره من أجل خدمة المسار الديمقراطي. ألو راكم تسمعوا لي ولا؟ وي فنسمعوا فيك كيما نقطعوكش، مش معناها ما نسمعوكش. ايوا لا بالك واسمع المسار الديمقراطي. الان نولي للمجلس التاسيسي. قولي المجلس التاسيسي، شوف انا والله عندي موقف واضح باين. شوف اي تغيير لنظام او تغيير لدستور في الفقه الدستوري القاعدة هو مجلس تأسيسي. نعم هذا مجلس تأسيسي يخرج بالك في فرنسا، بالك في بريطانيا ما عندهمش دستور، بالك في ألمانيا، بالك في دول أخرى، لكن إحنا لا، إحنا شفنا تجارب. وأنا شوف أنا اللي خلتني تجربة اللي ما يقدرش نفوت هي تجربة إيران. شوف التجربة الإيرانية أنا قعدت لي في مخي. لماذا؟ لأنه في إيران ماذا وقع؟ وقع توافق بين الثوار الإسلاميين
الشيوعيين آنذاك، الوطنيين تاع سنجابي، حتى مجاهدي خلق اللي هو سيلا غوش إسلاميس، هو يسار إسلامي، اللي هما يتبنوا فكرة تاع الشريعات، يعني قرب من الإسلاميين مجاهدي خلق. يعني كل هذه القوى توصلت إلى توافق، توصلت إلى توافق واتفقوا على قائد اللي هو الخميني. نحن نعرف عند الشيعة عندهم نوع من قداسة للإمام، يعني كقائد يعني. لكن ماذا وقع فيما بعد؟ قالك انتخابات مجلس تأسيسي، مليح. كي داروا انتخابات مجلس تأسيسي يخرج لك بهشتي بالحزب الجمهوري الراديكالي الإسلامي، يديو كاع المقاعد تاع المجلس التأسيسي، يأخذ مش كل المقاعد لكن 80% من المقاعد. فيما بعد فرض دستور، فرض دستور غير هو الدستور اللي قابلوا اللي حوس عليه تاع التوافق. احنا كنا متفاهمين وبعد خدعوهم الإسلاميين، خدعوا الشيوعيين واليساريين والوطنيين واليساريين الإسلاميين اللي هم مجاهدي خلق، خدعوهم. وأكثر من هذا علقوهم وقتلوهم وسجنوهم. أنا هذه ما نمشيهاش، ما نمشيش أنا في مجلس تأسيسي يخرج لي على هذه. أنا ما نعاودش الحرب تاع التسعينيات. هل تعلم لماذا في التسعينيات أوقف المسار الانتخابي ولا لا؟ أوقف المسار الانتخابي لأن أنا ذاك الفيس الدستور يسمح له، يسمح له الدستور آنذاك تاع 89 يقول لك إذا عندك دوتيار في البرلمان بإمكانك باش تبدل الدستور. وبالتالي هو كان يقدر يبدل الدستور وكان خلاوه ويدير لنا دستور واحد آخر اللي ممكن يلحقنا كاع الحريات وممكن يقضي على الطابع الجمهوري للدولة. أنا لست مستعد في هذا المسار، وبالتالي أنا أتفق مع السلطة بالعقل بالعقل نمشو كي نكون كلنا. أنا لست مع الإقصاء، أنا لا أقصي ولا أحد بما فيها الإسلاميين، أنا مقصيهمش بالعكس، بشرط أن بشرط واحد هو الالتزام بكل مبادئ الديمقراطية كلها بدون استثناء، معروفة خاصة الحريات، كل الحريات. ما جيش تبدأ تعلق لي هنا وتعلق لي لهنا، ومبدأ المواطنة وخاصة عدم استغلال الدين في العمل السياسي، مش فقط الدين بما في حتى المكونات الأخرى تاع الهوية المفروض يكون ممنوع. وهذا هو، إذا اتفقنا على هذه نمشي، لكن أنا نشوف هنا ماشية. وبالتالي لابد من المسار مع السلطة، مع الوطني، مع الديمقراطيين اللي في السلطة. يوجد ديمقراطيين اللي في السلطة يريدون التغيير، يوجد من يريد إنقاذ الجزائر، لأنه يعرف أن الجزائر لابد أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية تتطلب تغيير. الناس قاع بغي التغيير، شوف نقول لك كل الجزائريين بغيين التغيير، لكن الخلاف بيناتنا إلى أي وجه هذا التغيير. هل نغير باش نعيش في القرن 21 ونتقدموا للأمام، أم نغير كي أعود إلى الوراء وأذبح الناس على جال معتقداتهم وعلى جال بلك تأويلهم للدين؟ نولي المسألة تاع التأويل قبلك، نولي المسألة تاع التأويل. سيلونيسي أنا عندي لك سؤال، عندي لك سؤال سيلونيسي. أنا طرحت علي سؤال بك أنا اللي نسألك، خليني نشرح فكرة تاع التأويل تاع الدين. لا اسمع لي نشرحها لك. المشكل عندنا اليوم سي رابح دقيقة باش ما ندخلوش في موضوع واحد آخر اللي هو تفسير الدين وكذا. سي فخر الدين خلي السؤال تاعك من بعد لخاطر سي محفوظ مقبيطة ويستنى باش نعطي له الكلمة، مازال ما عطيتلوش الكلمة. خلينا نحبسوا هنايا في الطرح، الفكرة اللي راه وصلنا ليها مع سي رابح الونيسي واللي وصلنا ليها مع الجماعة باش ما يهربناش للحديث، لخاطر رانا نروحوا لعدة. تسمح لي كلمة فقط سي أمين سي شوقي كلمة. سي شوقي كلمة. هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي تشوف فيه اللي ديمقراطي، أنا ديمقراطي من يعرفوني كاع الناس من دعاة الديمقراطية. أنا شوف في كتاب النظام البديل الاستبداد، في كتابي أسس وميكانيزمات لجزائر مسلمة مسلمان معاصرة وديمقراطية، شوف جبت A plus B بل الإسلام، تأويلي أنا للإسلام لا يناقض إطلاقاً المبادئ الديمقراطية ولا أي شيء. لكن يجيوا الناس يقول لك لا أنت يا هذه الديمقراطية كفر، أنت هكذا. شفت يقدر يكفرك
حنا مشكله سيرابة. عندنا في التاويل تاع الاسلام سيرونيس يا اخي تقول انك ديمقراطي نعم خلي سي محفوظ يهضر خلي سي ماكس ديمقراطيه وخلي سي محفوظ يهضر يا عم اش كان تعرفني بالديمقراطيه انا خلي محفوظ يهضر يا سيلونيسي واحد فينا ما قال عليك ماكش ديمقراطي راني برك نقولوا لك دقيقه نعطي الكلمه للسي محفوظ ومازال مازال انا رانا والله غير عندنا الوقت والله ما عندي مشكل انا نورمال نقعد معك حتى للصباح والله ما عندي حتى مشكل سي محفوظ بعد جدا طويل نعاود نرجعوا في الكلمه والله غير راه ربي الخير اليوم هناك تخوف يطرحه السي رابح الونيسي هو تخوف موجود في الساحه السياسيه وعند جزء من الساحه السياسيه الجزائريه من عودة يعني التيار الراديكالي تحت الغطاء الإسلامي واللي يقدر يعاود يقلب موازين القوى في الدولة الجزائرية وينحي حتى الطابع الجمهوري هذا التخوف هذا لو يعاود يخرج اليوم من الساحة في رأيك انت يا اليوم إذا نمدوا للشعب القرار في تقرير مصيره هل راحين نروحوا لهذا الشيء هذا يعني لأنه نمسحوا الجمهورية تماما من الوجود هذا الطرح غير صحيح يعني كل أطياف المجتمع الجزائري اليوم راي تؤمن بالطابع الجمهوري للدولة ومن خلال الشعار الذي رفع يعني في بداية الحراك ذاته يعني جمهورية ماشي مملكة ولكن الناس اللي راهم يقدسوا اليوم هذا الطابع اللي يستعملوا هذا الطرح هذا هم اللي كانوا يقدسوا يعني ويسبحون بحمد بوتفليقة ويقدسون له لأنه هذا وهذا كان رمز من رموز يعني الملكية المقنعة يعني بقي في الحكم 20 سنة لا معقب لقراره ولا رد لحكمه وبالتالي إحنا نعتقد باللي هذا الأمور قاعد تجوزها المجتمع والمجتمع الجزائري دا ينكر هذا الأمر يعني فيه من القوة والقدرات الذاتية اللي تمنع يعني هذا التحريف والتزييف لهذه المفاهيم يعني احنا شفنا يعني ومن خلال يعني مسار الانتقال ولا التحولات السياسيه سواء حتى منذ الاستقلال يعني كل يعني شكون اللي كان شكون اللي فرض الدكتاتوريه والاستبداد والطغيان هذا النظام الغير شرعي هذا اللي كان يتغنى بالحداثه وبالتطور والاشتراكيه ويجعلها يعني يجعلها يعني من المواد الصماء التي لا رجعه فيها واليوم راهي اشتراكيه اليوم كما هذا يعني فرض قناعات تاع افراد قليلين على بقيه المجتمع انا نظن باللي اليوم راه في حوار داخل الحراك وداخل المجتمع لتجاوز هذه الكليشيهات وهذه سوء التفاهم وهذه الـ يعني بعض المخلفات تاع النظام الدكتاتوري هو الذي يحصر الناس في الزاويه ويريد يعني تسميتهم وتسفيههم من خلال للبقاء اطول مده ممكن في الحكم قال هذو لانهم هؤلاء يعني يرفض يعني ممكن يهددون الجمهوريه وممكن يرفضون الديمقراطيه شكون اللي راه يرفض الديمقراطيه هو التداول السلمي على السلطه هو والسياده الشعبيه والتداول ودوله القانون والانتخابات الحره النزيهه شكون اللي يرفضها هو النظام والاتباع تاعو من الناس المنتفعين يعني سواء من هذا الجانب او ما فيش يعني سواء كانوا اسلاميين مزيفين او ديمقراطيين مزيفين كما يسمونهم في الجارغون هذا لي ديموكرات نو براتيكون الذين يؤمنون ببعض الديمقراطيه ويكفرون ببعض يعني احنا نظن باللي يعني من خلال الحراك الشعبي هذا حتى في الثمانينات يعني الناس ما كانوا مستعدين يعني يمشوا لو كان استمرت يعني العمليه الانتخابيه يعني وتيحت الحريات للشعب الجزائري من خلال تداول السلمي على السلطه من خلال تراكم العمل التراكمي في الانتخابات الحره النزيهه يعني تزول هذه الشحناء وتزول هذه العصبيات وتزول هذه يعني التعصب وهذه تزول تدريجيا حتى لو كانت تزول لانه الناس يولوا يشوفوا يولوا يحكموا على 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 المنتخب الذي يصل الى السلطه من خلال ادائه
وليس من خلال أقواله أو قناعاته أو تصوراته، من خلال أدائه في المجتمع في تسيير الدولة في تسيير الشأن العام، وثم إما يزكونه في مرة ثانية أو يقصونه في من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وهذا الأمر الذي لم يتم. أما يعني أنا بغيت نزيد نوضح قضية ربما اللي راهي طرحت، يعني على أنه يمكن إحداث التغيير من خلال برلمان، يعني برلمان يكون يعني يعطى له صلاحية تعديل الدستور، هذا غير ممكن يعني، وهذا خروج على الدستور. علاش نقبل لنا يا دوك نرفض هذا الدستور، مسار الدستوري هذا، مسار إقرار الدستور، ثم نروح نقول لا لازم هذا الدستور نعطلوه ونديره برلمان يعني ذو طبيعة دستورية، ذو طبيعة أساسية؟ إيش ممكن يعني؟ يعني هذا إحنا نرفض قال عملية إعداد الدستور وإقراره، هذه عملية غير ديمقراطية بالأساس. نحن نعتقد باللي تأسيس الدولة من جديد على قواعد صحيحة يتم عبر انتخاب جمعية تأسيسية يعني من طرف الشعب الجزائري، إما بطريق مباشر أو طريق غير مباشر، يعني انتخاب ذات صلاحية واسعة لإعداد لصياغة وكتابة الدستور، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يتم مناقشة مشروع الدستور من طرف كل الفعاليات، كل الشعب الجزائري. On prendra le temps qu'il faut. ممكن 6 شهور، ممكن عام ونحن نناقش فيه. وتروح هذه الاقتراحات والملاحظات إلى الجمعية التأسيسية ويعاد صياغة الدستور وفق هذه الملاحظات وهذه المقترحات. ثم يتم يعني إقراره من طرف الجمعية التأسيسية مادة بمادة، وربما توضع قواعد، بعض المواد ممكن ولا بعض المفاهيم ولا بعض المضامين يشترط يعني أغلبية معينة، هذا ما فيش مشكل. وثم ثالثا يتم إقراره من طرف الشعب الجزائري. ممكن دروك احنا عندنا الإمكانيات اليوم، ممكن أن يتم إقراره مادة مادة، حتى يعني يكون هذا الدستور دائم، يعني دائم للدولة الجزائرية، ماشي يكون رئيس يجي يعني يخلط في الدستور ويجي يدير تعديلات، لا، هذا الدستور لازم يستمر إلى 100 سنة ولا أكثر. احنا بهذه الطريقة لازم نسير فيها. أما هذا أن النظام غير ديمقراطي ينتج لك يعني مسار ديمقراطي، هذا مستحيل. ويقولوا باللي كما قال الأستاذ باللي كان هناك أشخاص داخل النظام ديمقراطي، ما كانش داخل النظام ناس ديمقراطيين أبدا. واحد اللي راه يأمر بالديمقراطية مش ممكن يجلس مع هؤلاء الظالمين، هؤلاء الدكتاتوريين، هؤلاء القتلة المفسدين، مستحيل. كيف يعني أنا إطار خدمت في عدة مؤسسات، إطار عالي، خريج مدرسة وطن الإدارة، ما قدرش نتأقلم معهم، كل مرة يطردوني من الخدمة لأنني نديت في الفساد. لو كنت تسكت أنت تكون شريك الفساد، هذا اللي يواكب الفساد، يواكب الاستبداد، كيف يكون ديمقراطي؟ كيف يرضى يعيش في مؤسسات تكرس الاستبداد والفساد والظلم والطغيان والمحسوبية والزبائنية ويقول هذا ديمقراطي؟ مستحيل. يعني نشوفوا احنا كل النخب النظيفة استقالت وهربت، إما هربت إلى الخارج أو استقالت يعني وأصبحت مهمشة. مستحيل يعني كما يقول الآية الكريمة، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. شكرا. شكرا أستاذ محفوظ. أستاذ عبد الرؤوف راك معنا؟ أنا معك منذ دائما، موجود معك. اليوم يعني عندنا طرح يدافع عليه الأستاذ رابح لونيسي، واللي هو أنه مسار التغيير يكون بالتعاون مع السلطة لإضعاف العصبيات، ويكون مبني على مبدأ المواطنة، إبعاد الدين عن الاستغلال السياسوي والتداول السلمي على السلطة، من بين شروط لبناء أرضية صلبة للبناء الديمقراطي فيما بعد. عندنا الأستاذ فخر الدين اللي يطرح نظرية أخرى، واللي هي تكون يعني عبر إعادة النظر في القوانين الانتخابية بكل ما فيها، يعني بكل قانون انتخابي بجله، وإعادة انتخاب برلمان شعبي حقيقي اللي هو راح يعاود يكتب الدستور. وعندنا الطرح تاع المسار التأسيسي اللي أعطاه لنا الأستاذ محفوظ بدروني. أنا نظن أنك تارك مع المسار التأسيسي على ما أظن سي رؤوف، لكن معليش نطرح عليك السؤال. مش مشكل، أنا مش قضية أني مع المسار التأسيسي لأنه قناعة ولا مؤمن به ولا حاجة، أو قبل هذا وذاك، أي قواعد الأشياء تمر هكذا، أو مش كلامي ولا تفلسيف تاع ناس مخاخ ولا ناس قاعدوا خرجوا لنا بالفكرة هذه، ولا هذه قانونا وفقها وتاريخا
في تاريخ النظم في بناء الدول. وهذا ونرجع وننسيستي ونسطر على كلامي باللي ما هوش كلام. هذا العلم القانوني وش راوي يقول وتاريخ النظم وش راي تقول. قال لك دولة باش تبني دولة مجديد لازم تأسس لبناء دولة. نشرح المصطلحات مصطلحات هكاك يعني تعريفا ما باي اصطلاحا. تأسيس معناها نأسس راح ندير ساس ونطلع. راح ندير ساس ونطلع وش معناها؟ معناها راح نحضر كل الايديولوجيات، كل الاختلافات، كل العصبيات إن وجدت، كل الآراء، كل الإثنيات، ونقعدوا أجمع عن الخارطة الجغرافية هذه احنا قاعدين فيها تقسموها ولا نعيشوا مع بعضنا؟ أكيد راح نعيشوا مع بعضنا. فنتفقوا على مشروع مجتمع. مشروع مجتمع هو العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي هذا كامل نرجع ونقول ما هوش كلامي، هذا القانون والفقه الدستوري اللي قاعد يهضر. أنا ما زلت ما قلتش رأيي لحد الساعة. هذا ما يتلموا ويوضعوا قواعد تجمعهم، والمتفرقات يخليوها جزئية حتى نجوز الدول. الفكرة اللي تقول بأنه لازم يكون فيه سلطة قائمة، هنا نشذوا على القاعدة نتاعنا، لأنه لما نتفقوا في المفاهيم الأولى اللي كنت نحكي عليها مع الأول، الشعب هذا خرج في حراك شعبي اللي اسمه ثورة شعبية، ما عندوش اسم واحد آخر، سموهن حراك شعبي. كاين واحد الناس في السلطة ونقولوها ونعودوها خافت من كلمة على الثورة فاسمه ثورة. الثورة اصطلاحا تعريفا وش يقول؟ هو الكفر بما سبق. سطر زوج سطور ما هوش كلامي، حلوا أي ديكسيونير تلقاوه. هو الكفر بما سبق. لما قلت بأن الشعب اتفق وخرج، معناه عنده نفس الألم معاناة ونفس الهدف. الهدف هو الكفر بكل شيء وبناء دولة، والمعاناة اللي عاناها من نظام فاسد مش نظام تاع 20 سنة، ما نكذبوش على بعضنا، لأنه اللي جاب بوتفليقة حكم فيها 20 سنة هو النظام اللي حكم في التسعينات. قبل ما ندخل فيما قبل التسعينات وش كان. طيب المسار التأسيسي، احنا قلنا باللي لازم نأسسوا دولة. راون قاعد معايا الملحد والمتعصب في الإلحاد والمتعصب في الإسلام والمسيحي إن وجد وتعلموا باللي عنا، واليهودي وإن وجد وتعلموا باللي عنا، مقابرهم كاينة والحمد لله، ما يجيش واحد يكذب عليا ما يقولش خلاها الاستعمار وجاور على حي. وعندنا أسماء معروفة باللي هذاك مسيحي وهذاك يهودي، لما ندخل في التفاصيل هاي النسيج الاجتماعي تاع الجزائر. فأنا لما نروح باش نأسس لازم ندير تأسيس. بقات الفكرة وش هي؟ بدل، لأن القانون وش يقول؟ يقول لك عندك خياري، يا هيئة تأسيسية منتخبة ينتخبها الشعب، أو هيئة تأسيسية معينة. المعينة هذه وقتاش تكون؟ وأرجعوا للتاريخ وأرجعوا للدول، هي المعارضة لاتفقت مع السلطة على اقتسام السلطة، فاختاروا جمعية تأسيسية معينة تحت إشراف سلطة. هذا نرجع ونسطر ثلاثة سطور، ما هوش كلامي، هذا القانون وتاريخ النظم وتاريخ الشعوب. ذوك احنا إذا كان اتفقنا على فكرة أن الشعب هذا خرج في ثورة وحب يبني دولة جديدة، فمعناها يأسلها من جديد. وباش يأسلها بهيئة تأسيسية أن نفهمها شعبية، كي نقول شعبية أو مش الإنسان البسيط والشعبوي والفيلم هذاك، شعبية معناها ناس كامل، يعني دكتور ديطا والكوردوني وعامل النظافة والعساس والإطار الجامعي والطالب الجامعي، كل الأطياف، كل الأطياف تكون في الجمعية التأسيسية. واللي يقول لكم باللي الجمعية التأسيسية تضم غير نخب أو غلط أو ما فهمش حاجة في القانون، أنه كاين هيئة تقوم بكتابة الدستور التأسيسي اللي تجي من عند شكون؟ من عند الجمعية اللي تقترح. جمعية تقترح مجموعة مفاهيم، مجموعة أفكار، مجموعة اقتراحات، تقوم اللجنة تاع المخاخ الأكاديميين بصياغتها في دستور. أو لا باش ما يهفوش الناس يقولوا لهم لا ما نقدرش ندير جمعية تأسيسية لأنه لازم نمخاخ فيها والشعب هذا راهو قاصر وما يقدرش يفوت عليهم لأنه ما يعرفش الناس هذو.
هذه الجمعية مش الجمعية، الهيئة اللي راح تكتب الدستور هي تكون معينة لأنه مخاخ حتمين. أما اللي راح يوجد لنا الدستور واللي يتفق عليه هو الشعب. وكيف الشعب؟ هي هيئة تأسيسية شعبية تبدأ من القاعدة. راح تقول لي كيفاش؟ يقول لك تنتخب على البلديات على الأحياء، تبدأ من هي في كل حي كان الجامعي وكان الإمام وكان الخضار وكان البطار. لو تخرج من كل ولاية مثلا، هذا رأيي ما عندي ما هوش رأي جوزافي، لو نخيو خمسة من الناس من كل بلدية، فالخمس من الناس راح يكون فيها الإطار الجامعي القانوني ولا الاقتصادي والعامل البسيط والفلاح والبطال. هذا كي نقول هذه مش معناها المرأة ما كانش، يعني تقدر تكون الإطار الجامعي مرأة أو يقدر يكون الإطار القانوني مرأة، مش مفرقش ما بين الاثنين. هذا يتم انتخابهم يا سي عبد الرؤوف؟ طبعا يتم بانتخابه، وتسمعوا انتخاب هذا ما يكونش وطني باش نتفاهموا، يتم على مستوى البلديات أن تخرج الناس هذوما، بعد باش نشكلوا بهم هيئة وطنية تأسيسية، جمعية تأسيسية. فكرة أن الجمعية التأسيسية يشرف على هذه الانتخابات، يشرف عليها هي الفترة الانتقالية باش تكون فترة انتقالية. من يعين هذه الفترة الانتقالية؟ هو الشعب، هو بعد هو هذه تم، هذه تم في حالة واحدة بعد سقوط النظام. وكيف يتم تعيين هذه القيادة التي تقود الفترة الانتقالية؟ كيفاش يتم تعيين القيادة هذه بعد سقوط الشعب يخرج نخابه لتشرف على الأمر؟ كيفاش يخرج الشعب نخابه يا سي عبد الرؤوف؟ مجرد أسئلة، والله طرح جد محترم معك. عليها راني نسأل فيك. أني معك في هذه، لأنه الإشكالية اللي صارت لنا مع السلطة، احنا قلنا أنتم ما تقدوش تخرجوا نخبكم خطأ ما تعرفوهمش وما تقدوش تنتخبوهم، وأني بسطتها لك مع الأول على مستوى كل حي خرجونا الناس تاعهم. أنا الحمد لله عندنا وسائل التواصل الاجتماعي. لاني قلت لك أنا قلت لي الانتخابات على مستوى الحي والمدينة تنظمه السلطة اللي تقود المرحلة الانتقالية. احنا اذا كان شوف تفقوا على حاجة، اذا كان انهار النظام والشعب تحكم في المؤسسات تكون هيئة انتقالية لتشرف على الامر هذا وتكون ظرفية. اما في حالة كما انتعنا احنا اللي رانا فيها احنا، مستحيل نعطي الامر هذا للسلطة باش تعينه، لانه لا اثق فيها انا شخصيا، وبالتالي راح تعيني الناس كما مولفين بالكوطات. هي بسيطة، نطلب من كل الناس على مستوى بلدياتهم على مستوى احيائهم يخرجونا وش عندهم، وهذه تتشكل هيئة تلقائية ما تحتاجش للعلم كبير، ونوقده ونواجهه بها النظام وتتشكل هيئة. ربما لما يكون في إجماع، هذا ربما ذاك مع آخر بعيد شوية، لما يكون في إجماع ما بين النخب على مؤتمر وطني أو حاجة كما هذه ممكن يتحقق الأمر هذا، لكن في انتظار ذلك يقدر، وهذه خدمة نخب باش نتفاهم باش نكونوا صراحة، ماهيش خدمة ناس بسطاء، على مستوى القاعدة يخرجوا الناس هذو. كما قلنا احنا واحد الوقت وكان تشفى سي فخر الدين انه كنا نحكيو خرجونا من الاحياء من الولايات نتاعكم شكون يمثلوا فيكم. جات واحد الوقت هذه بعد 4-5 أشهر كان تشفى من بدايه المسيرات، وفي اقتراحات وكذا، وكانت اقتراحات بسيطه وتمت عن طريق البلديات وكذا، هاو فلان او فلان او فلان، لانه ذاك الوقت واش كان؟ كان اثناء المسيرات كان ما يسمى بمنابر الحوار اللي كانت تتم في كل الولايات بعد كل المسيرات كانت تشفى. وكان تم ظهرت النخب وظهرت الناس هذه، وبدأ التفكير في عقد اجتماعي تم، ولكن النظام قمحها ليقمحها لأنه على باله وين راح توصل. ففكرة كأرضية لإنشائها أي مش مستحيلة، ما نروحش الجزئية تاع شكون وانتخابها وكذا ونقيد نفسي النظام ينتظر منك هذه باش تطرح له الإشكالية هذه، وبالتالي راح يطرح عليك الأمر الثاني يقول لك أنت ما عندكش الأهلية باش تمارس الأمر هذا، وراح تدخل في اختلافات ومشادات، وهي بسيطة جدا. واش عندكم يا جماعة على مستوى القاعدة أعطونا؟ مش واعرة، والله ما هي واعرة. فهمتوني واش نقصد سي فخر الدين بالموضوع هذا؟ يعني لا 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 راني فاهمك، وكي ما حبيتش قاطعك فقط كي تكمل. انا عندي تدخل في المجال هذا تاع المجلس التاسيسي. شوف انا من الناس، انا من الناس اللي يؤمن بحاجه. لا لا طرحتك جد محترم يا سي عبد الرؤوف. لا انا معاك سامحني، انا معاك، انا مش المشكل تاعي ماهوش هذه. انا عندي فكره نطرحها، ماذا بيا تكون عندك فكره افضل مني، ماذا بيا سي محفوظ يكون عنده فكره افضل، ماذا بيا يكون سي لونيسي فكره افضل، مهمش. المهم كنت نتحاوروا كيما هكذا راح نوصلوا النتيجة، والنتيجة وش هي؟ هو خدمة وطن وبناء دولة وحماية الشعب هذا من الانهيار، لأنه فهموه بأنه بعد ما دار شيء عظيم، فهموه بأنه لا شيء وما يقدر يدير حد شيء،
صح انا مع ناس بزاف لما يجي يقول لي باللي هو ما يفهمش الدستور، طبعا عنده الحق ما يفهمش الدستور، لانه النظام ما عطاش الاليات لفهم الدستور، ما سمحليش انا وانت وناس بزاف يشرحوا للناس الموضوع هذا والواقع الاجتماعي واش راهو يقول، اللي حل فمه يحطوه الحبس ولا لا، ما اختلفناش في هذا تحت اي تسميه. كاين ناس ما اهانوش رئيس الجمهوريه، كاين ناس ما اهانوش لقياده الاركان، ولكن راهم في الحبس لمجرد افكار. وما نساوش مع عنده واحد شهر برك نطق رسمي باسم رئيس الجمهوريه، قال واحد الكلمه خطيره، قلت لي عنده راي خليها عنده، خير قالت هذه في التلفزيون ولا لا؟ هذه السلطه، هذه السلطه اللي فيها رجال طيبين ونيرين، واللي سكتوا على بوتفليقه مده 20 سنه وهو يفسد في دوله، وبقاو محافظين الحمد لله لحد الساعه كما تقول بعض الناس، مازالوا محافظين على وطنيتهم وديمقراطيتهم ونقدروا نعملوا معاهم. وما نساوش بانه الساكت على المنكر شيطان اخرس، وفعلا فجاه كيتحرك الشعب اصبح هذا الديمقراطي ونقدروا نتعاملوا معاه، ولما حبينا نتعاملوا معاه قال خليه يتعاملوا معاه هو وحده بك، خطا الشعب هذا ماهوش ديمقراطي ماهوش قاصر، او قاصر ما يقدرش يمشي معاه. المفاهيم اللي غير موجوده في الواقع هذه، علاش تعظم شعب لما يكون فيه مصلحتك ثم تقزمه لما يعارض مصلحتك؟ نرجع لنقطه بسيطه قالها أي تحمد في 91، هو الوحيد اللي ناض ضد السلطة. وش قال؟ قال إذا كان الصندوق عطال الفيس عطوه، ما عجبوش الشعب هذا يعاود ينحيه. قالوا له أها واحد يرنا حرب أهلية، قالوا له شكون قال لك في النوايا؟ اللي قال باللي راح يدير حرب أهلية كان يعرف النوايا، والنوايا يعلمها الله عز وجل، ودارت الحرب أهلية، والحمد لله أن الشعب ما دخلهاش كامل، كانت صراع جزئي. فلازم نسميه الأشياء مسمياتها، وما نقلبوش الحقائق على الناس، وما نكثروش الحس بغيان. لازم نفهم الناس تاريخنا كيفاش مر، وقتلانا كيفاش مرت. من أتى ببوتفليقة؟ هما نظام الحاكم تاع التسعينات. ومستحيل نظام الحاكم تاع التسعينات هذايا اللي حمال الجمهورية يجيب لي شخص كما بوتفليقة يدمر الجمهورية، وكامل هنا قاعدين ومتفقين بأنه دمر الجمهورية. اللي جابوا كما قلنا كنا حكيوا ذوك أرى بوتفليقة خاطي، أرى من اللي معاه من الكلام هذاك المسؤول الكبير أو خاطي أو مجماعة اللي تخدم تحته، نساو بأنه المسؤول الكبير هو اللي جاب المسؤول الصغير بوتفليقة وصناعة الناس اللي قبله، والشي اللي عاد فيه فسادا وما الناس اللي جابوه وقعدوا معاه واللي قتلوا. وما نساوش حاجه، كنقولوا بوتفليقه كنقولوا باللي النظام لم يقتل في التسعينات، علاش في قانون المصالحه قال بوتفليقه ما كانش حساب ما كانش عقاب؟ لمن الكلام هذا؟ مش ما نعاقبش اللي راه في الجبل، ولا ما نعاقبش اللي عطى الامر باطلاق النار؟ كاين حقائق نحكي وما نكذبوش على شعبنا. لما نرجع دوك تسمح لي سينونيسي لاني نحب نكون صريح وصريح جدا، لما اقول أني مع النظام أقولها صراحة ولا أبحث عن مبررات، وما نهاجمش الشعب، وما نقولش راهو قاصر، وما نقولش راهو ما يعرفش، وما نقولش راهو ما عبلوش، لأنه هو نفس الشعب اللي خرجت معاه أنت كتفا إلى كتف يدا ليد حامل نفس الشعار يسقط النظام. بعد 12-12 أصبح الشعب هذا لا يمكن أن نعتمد عليه. علاش؟ لأنه ما زلنا في واحد طيار الإسلامي الداخل هذا قادر يتغلغل فيه وقادر. وش معناها الكلام هذا يا؟ هل ما تعلمناش من تجارب الناس؟ نذكركم في الحراك وفي المسيرات تغلغلوا الإسلاميين وطردهم الشعب من الشارع أكثر من مرة، ومنحهم وقال لهم أنتم سبب خرابنا زمان، ما نسمح لكمش باش يستغلكم الشيء نظام مطية ويطلع عليكم. بعد هذا كامل والأوضاع مستقرة يجي يقول لي راني خايف أنه يجيني مجلس دستوري يحكموه ناس متطرفين. أنا حبيت نسأل سؤال، إذا كان 42 مليون جزائري متطرف تسألوا 42 مليون جزائري متطرف تسألوا حبي يدير دستور متطرف، هل تسألوا؟ هاي قواعد الديمقراطية وشروط الديمقراطية، هل في استثناء لشروط وقواعد الديمقراطية؟ إذا اختار الشعب ديكتاتور تسالوا؟ إذا ناض الشعب وصوت وقال أريد نظام ملكي بحت تسالوا؟ ما تسالوش، هذا قرار شعب.
إذا كان الشعب فيه الأصولية وفيه الإسلاموية موجودة، بصح إذا كان نعممها أنا أروح لك أبعد من ذلك، هي هاو بعد هاو 39 مليون مش 42، 39 مليون أصولي متطرف داعشي بعد سالوا حتى حق قناعته، كما كنت تحكي كل واحد عنده قناعته. إذا كان أنتم عندكم قناعتكم تمشي مع النظام، وناس عندها قناعة تمشي مع فرنسا، وناس عندها قناعة تمشي مع الإسلام، وناس عندها قناعة تمشي مع الإلحاد، وش يمنع لو كل الناس هذه كامل تحت مصطلح واحد اسمه جزائر نقعد ونتفاهم وكل واحد يتنازل على جزء من حقه جزء من حريته من أجل مصلحة الوطن، اللائك يمارس جزء من لائكيته، والإسلامي يمارس جزء من إسلاميته، والمتطرف يمارس جزء من تطرفه تحت حماية القانون، ونبنيه في دولة وش يمنع هذا؟ أما منطق الإقصاء تاع المجموعة هذه لا أريدها، لأنه هي اللي راح تحتل بحجة أن النظام هو اللي حاكم السلطة، هو اللي يعرفنا منطق اللي تعرف اللي ما تعرفوش. كل التجارب تاع الشعوب والحضارات القديمة والحديثة أثبتت عكس هذا الكلام. هذا النظام يريد البقاء كلب سوى إكس، وإحنا نريد استمرارية الدولة والحرية وطالبينها على يد الشعب وبسيط إقامتها، لأن الطرح اللي رأى موجود حاليا في الطرح رأى ماشي للانتقال ديمقراطي عن طريق مبادرات عديدة موجودة في الساحة، بدأت باللولة وعي الثانية ورايحين مبادرات واحدة أخرى، والطرح هذا في انتقال ديمقراطي هو حتمي، لأنه انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهذا انتقال حتمي، ولازم كل الشركاء تاع الوطن هذا يكونوا حاضرين من الفوق للتحت. أنا رحت رأيي، أنا رحت أبعد من ذلك، ومش رأيي في الحقيقة، هذا رأي دستورنا اللي أغني فيه أنا، إلا إذا خلفوني الزملاء الرأي، أنه لازم يكون هيئة تأسيسية شعبية تبدأ بالتأسيس لنظام دولة من بلديات وإحنا طالعين، وما تحتاجش لعلم كبير. ما فصلتش كثير لأن الوقت ما يسمحناش، وسامحوني أنه طولت عليكم، وشكرا. شكرا أستاذ عبد الرؤوف. أستاذ فخر الدين، كان عندك يعني ملاحظات حول هذا الطرح هذا تاع المسار التأسيسي مبدئيا من باب الانتخاب، كيفاش يكون الانتخاب ولا تعيين ولا غيره، على ما أظن على حسب واش فهمت من التدخل تاعكم قبيلا. تفضل إلى تحب تزيد تفصل فيها شوية. شوف، حقيقة طرح تاع المجلس التأسيسي هو طرح هام، شوف هو قريب نوعا ما من الطرح اللي طرحته وانا قبيله، الى انه انا اقترح برلمان تأسيسي. دوك نفصل في الموضوع ربما من خلال حديثي. شوف باش نديروا ان بيتي فلاش باك باش نعرفوا قصة المجلس التأسيسي في الجزائر المستقلة. أول من طالب بمجلس تأسيسي كان بن خدة وفرحات عباس وبعض الشخصيات الوطنية في سنة 1976 على ما أظن في مارس 1976 في 1933 في الحركة الوطنية. لا، نتكلم على الجزائر المستقلة، نتكلم على تاريخ الجزائر المستقلة. أي تحمد هو الأول؟ أي تحمد؟ في تاريخ الجزائر المستقلة. سمح لي برك سي فخر الدين، نحكي على تاريخ الجزائر المستقلة. نعود نذكره باللي في 62 بعد الأحداث اللي جرات بين الجنود قيادة الجيش أنذاك اللي كان يسمى بالمجموعة وجدة، وقيادة الحكومة المؤقتة اللي كانوا جي بي ار في العاصمة. بعد الأحداث هذه وتم تصفية يعني سياسيا الاختلاف اللي كان موجود، رحنا نحو مجلس تأسيسي اللي كان تحت رئاسة فرحات عباس. ومن بعدها يعني تم انقلاب على المجلس التأسيسي بسينما ريكس، بحادثة سينما ريكس وتأسيس الجمهورية. اللي معروف اليوم بلاطلاس ماجستيك ماجستيك سينما ماجستيك اللي هو قاعة الأطلس حاليا، وتأسيس الجمهورية الجزائرية في السينما بحضور غير مندوبي العاصمة أنذاك، وخرجوا لنا دستور وبن بالله ولا رئيس. ومن بعد مر موراها انقلاب اخر حتى عاودنا لحقنا الفكره هذه تاع 76 اللي لحقت برك باش نعاودوا نحطوها في الاطار التاريخي برك. نعم، هو كان مجلس تاسيسي تشكل، لكن انا نتحدث على اول من طالب بتشكيل مجلس تاسيسي في ظل وجود نظام حكم قاعد يحكم هو الجزائر. هو اول من طالب فخر الدين هو يتحمد. شوف
أنا أول من طالب بمجلس تأسيسي أيت أحمد. شوف أيت أحمد ما طالبش بتشكيل مجلس تأسيسي. أيت أحمد طالب أيت أحمد وبضياف ومن قبل الحكومة معليش في سنة أنا اللي نعرفه أنه نداء الشعب كان في سنة 1976 كما قلت لك على ما أظن في مارس 76 المبادرة اللي أطلقها بن خدا وفرحة عباس إلى غير ذلك حسين وحسين الأحول والشيخ خير الدين خير الدين حسين الأحول الشيخ خير الدين بن خدا وفرحة عباس وفرحة عباس أثناء أثناء مناقشة الميثاق الوطني وأصدروا بيان ديكلاراسيون اللي داروا نداء للشعب. شوف على هنا حكيت على نداء الشعب هذا لأنه في الجزائر في سنة 1976 كانت تقريبا في نفس الظرف الحالي حيث أنه بعد الانقلاب العسكري لسنة 1965 البعض يسميه تصحيح ثوري ثم تعطيل العمل بالدستور جميد عمل للبرلمان ولكن في سنة 1976 تم فتح ورشات ورشة لكتابة الدستور جديد ورشة لتشكيل برلمان جديد أيضا ولهذا نقول أن الظروف في تلك الفترة والفترة الحالية ربما هي متشابهة. ثاني شيء أظن أنه بن خدة وفرحة عباس هنا ربما راح نختلف مع الإخوة أظن أنه بن خدة وفرحة عباس ربي يرحمهم ما كانوش نية لكي يطالبوا من بومدين ومجلس الثورة آنذاك بالتخلي عن الحكم والذهاب هكذا لكي يتم تشكيل مجلس تأسيسي يقود البلاد خاصة أنه في تلك الفترة ما كانش كاين حراك ما كانش كاين بأي شكل من الأشكال ثورة شعبية بل كانت السلطة جد متحكمة في الوضع يعني بالخدة وفرحة عباس ما يستناوش من بومدين وجماعة يعطيهم المفاتح ويروحوا يروحوا. يعني ثالث شيء إذا قرينا جيدا البيان اللي أطلقوه سنجد أن الموقعين في البيان كتبوا حرفيا بالكلمة الواحدة استشارة الشعب بانتخاب مجلس وطني تأسيسي ذو السيادة. وهنا جت كي نقولوا انتخاب نضع تحتها ألف خط. عملية الانتخاب نذكر أنها تقوم به سلطة موجودة أصلا وبالتالي أنا أظن أن المطالبة نظرا لكل ما ذكرته سابقا ونظرا للظروف العامة باش ناخذ الحدث في سياقه باش نفهموه تم كتابة هذا البيان من أجل المطالبة بانتخاب برلمان تأسيسي يكون سلطة مضادة للسلطة الفعلية آنذاك المتمثلة في بومدين ومجلس الثورة. نداء الشعب ما كانش من أجل أنه بومدين والجماعة يعطيهم المفتاح ويروحوا يخليهم يديروا مجلس تأسيسي. هذا اللي باش نرجعوا للتاريخ فقط. دوكا باش نحكيوا على الظرف الحالي بعد سقوط بوتفليقة في أبريل 2019 السلطة الفعلية سعت إلى مسار نتج عنه انتخابات لدوزدوز التي عرضها أغلبية أطياف الحراك الشعبي ولكن هذا الرفض السياسي اللي مارسه الشعب الجزائري طيلة عام كامل لم يؤدي إلى العزل السياسي للنظام. أعتقد أنه بعد كل هذا الجهد اللي دارته السلطة الفعلية من أجل جديد الواجهة المدنية أعتقد أنه من الصعب أنه يروح هكذا ويقدموا مفاتيح المرادية لمجلس تأسيسي يسير حاليا فترة انتقالية. يعني إحنا لازم نكون واقعيين كما قال سيلونيس قبيله السياسة هي فن الممكن ممكن نختلف معاه في كل شيء إلا في الكلمة هذه. يعني الآن في الجزائر منذ فبراير 2019 كان هنالك ثورة إصلاحية خلينا باش نضبطوا المفردات كما يقول سي عبد الرؤوف ما كانتش هناك ثورة راديكالية لأن الثورة الراديكالية تتوجه إلى تعطيل آليات السلطة هي لم تعطل آليات النظام وليس لديها ثورة بديل جاهز كانت ثورة إصلاحية وبالذات هذا ما يمهد المجال لفتح المجال الديمقراطي تدريجيا. ذركا هنالك ظروف معينة يجب ندرسوها بدقة يعني خلينا نكونوا شوية نفتحوا مخنا وندرسوا الظروف الحالية. الظرف الاقتصادي والصحي لا يسمح بفترة انتقالية ومجلس تأسيسي. نحكيوا على اليوم احنا رانا ولاد اليوم نحكيوا على الطريقة اليوم من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي. اليوم دور الجيش ومدى تسييسه وعدم وجود أجندة سياسية سيكون عامل حاسم في أي انتقال ديمقراطي في العالم. هنا لا يجب الاعتماد على حسن نية الجيش وإنما يجب اختبار حسن نيته. إذا كان عنده أجندة سياسية من الصعب جدا الحديث عن انتقال سلمي. ثالثا
الأهمية الجيوستراتيجية للبلد للجزائر، الموقع نتاعو في العالم والثروات اللي فيه هو عامل حاسم أيضا في أي انتقال ديمقراطي. يعني الدول في أوروبا مش راح تقبل اليوم بمرحلة انتقالية تدخل فيها كل الظروف. نزيد لك ظرف رابع، الدول السلطوية تصبح أكثر قوة وأكثر قدرة على الصمود أمام الديمقراطية بعد كل تجربة. نعطيك مثال، تجربة ثورة الفيسبوك في تونس. الآن فيسبوك أصبح أداة في أيدي الأنظمة من أجل التشهير بالمعارضين، من أجل نشر البلبلة، نشر الأكاذيب، ما عادش وسيلة في يد الشعوب. نزيد نشوف بعض الظروف الخارجية، نشوء معسكر دولي يعمل على مساعدة الدول السلطوية في الصمود في وجه الديمقراطيات بقيادة روسيا والصين، وكاين ثاني محور إقليمي رجعي خليجي بقيادة السعودية والإمارات يعمل على القضاء على الانتقال الديمقراطي. نزيد لك أمر آخر، أنه حتى الدول الديمقراطية العظمى تقبل فقط الإصلاحات الديمقراطية التجميلية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا نظرا للخوف من الإرهاب الإسلامي، وكذلك من أجل نهب ثروات النفط وثروات المنطقة بصفة عامة، وكذلك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. إسرائيل اليوم مش راح تقبل أنه يكون ديمقراطية في المنطقة وتبقى كل 4 سنوات هي تستنى وش راح تفرز الانتخابات، النظام اللي راح يجي راح تعقد معه اتفاقيات. يعني احنا نحكي وكان ظروف داخلية وظروف خارجية تجعل من انتقال ديمقراطي سريع عن طريق مجلس تأسيسي صعب تحقيق، إن لم نقل مستحيل. هنايا أنا الفكرة على المجلس التأسيسي كما قلت لكم أظن أنها فكرة مستحيل التحقيق، لكن عندنا طريقة أخرى من أجل التأسيس لدولة جديدة. كما قلت سابقا، إذا اليوم قدرنا أن نروح في حوار حراك حوار أفقي من أجل أن نوضع خارطة الطريق واضحة، خارطة الطريق تشمل إصلاح الآلية الانتخابية من أجوس كازات، ذكرت سابقا وش لازم نصلحه، إصلاح الآلية الانتخابية برمتها. من بعد مباشرة نروح إلى انتخاب برلمان، هذا البرلمان كما كان يقول السي رؤوف احنا نختاروا ممثلين في البلديات ومن البلدية تعود البلدية. احنا اليوم عندنا برلمان، عندنا شكل لبرلمان فيه 400 شخص. أنا نعطيك مثالا من ولاية أم البواقي، ولاية أم البواقي عندنا 8 ممثلين يطلعوا إلى البرلمان. لو يكون الانتخاب نزيه، كل آلية الانتخابية صحيحة، يكونوا عندنا 8 ممثلين عن ولاية أم البواقي، كذلك من جميع ولاية الجزائر، يعود عندنا 400 ممثل حقيقي للشعب الجزائري. هؤلاء الممثلين يشكلوا برلمان يكتب دستور للأمة الجزائرية، برلمان تأسيسي. أنا معك في الفكرة التأسيسية، أنا معك أنه كل انتقال ديمقراطي كل بداية جديدة لازم لها تأسيس. أنا أفضل أنه أنا أتكلم ببراغماتية، أتكلم بفن الممكن. اليوم الممكن أنه نشكله برلمان. اليوم لو كان ثورة تم إسقاط النظام من خلالها نروح معك في مشروع المجلس التأسيسي، لكن اليوم أنا قلت لك اليوم نحكيه على اليوم، اليوم إحنا شرعين نقعدوا في ديارنا ونقولوا خلاص نستناو يسقط النظام باش نحقو انتقال ديمقراطي. إذا بغينا نقعدوا ناضلوا اليوم لازم لنا نروحوا إلى إصلاح الآلية، نضغطوا. إذن قلت لك الحراك يتفق على خارطة، نضغطوا على السلطة من أجل أولا إصلاح الآلية الانتخابية. إذا أصلحنا الآلية الانتخابية وافتكينا السلطة التشريعية راح نفتكوا الدستور اللي راح يكون دستور للأمة. من بعد ننتخبوا رئيس الجمهورية اللي هو بمثابة، لأنه تكون الآلية الانتخابية صحيحة، بمثابة سلطة تنفيذية، وكذلك من بعد نروح إلى إصلاح السلطة القضائية. إذا أصلحنا السلطات الثلاث ويكون عندنا دستور يفصل بين هذه السلطات الثلاث خلاص حلينا المشكل السياسي، نروح إلى إصلاح المؤسسات، نروح إلى انتخاب مجالس المحلية البلدية والولائية، نروح إلى تشكيل محكمة دستورية، نروح إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء. يعني اليوم أنا يراني مع الجماعة في أنه التأسيس يجب أن يمر عبر الانتقال الديمقراطي، يجب أن يمر عبر التأسيس لنظام جديد، لكن نختلف فقط في النقطة اللي ينطلق منها التأسيس. هما اليوم يطرحوا طرح
اللي انا اظن انه بن خدة والجماعة كما قلت في الاول ما طرحوهش، لانه ولا واحد كان يتخيل انه بومدين ومجلس الثورة يروح ويسلمهم المفاتيح، حتى هما في احلامهم ما يتخيلوهاش، ولا اظن انهم يطالبوا بها. كيما احنا اليوم لازم ما نكونوش نوايا، كيما نقولوا لازمنا اليوم نكونوا براغماتيين، نروحوا الى المطالبة بالممكن، وهو برلمان تأسيسي. وهذا هو الطرح اللي عندي، واظن انه انا وبعض، هذا مش طرحي فقط، أنا وبعض الإخوة في المنتدى الوطني للحراك الشعبي عندنا مشروع سياسي هو قيد التأسيس، يحمل خطة لانتقال ديمقراطي تدريجي، والأهم أنه هذه الخطة هي خطة ممكنة باتفاق جميع فعاليات الحراك وباتفاق حراكي أفقي إن شاء الله. شكرا سي فخر الدين على الطرح تاعك، لكن عندي برك انا حاجه نزيد نقولها. الطرح تاعك يعني يستلزم انه يتم تعليق الدستور، لانه انتخاب برلمان في اطار الدستور الموجود، سواء دستور 2016 ولا الدستور الجديد اللي راح يتم عرضه للاستفتاء غدا ان تم قبوله، راح ما يمدش صلاحيه، راح ينتخب برلمان. البرلمان هذا يعمل في اي اطار؟ شوف البرلمان في الدولة، كان مؤسسة الدولة. شوف البرلمان في الدستور الحالي، في الدستور الحالي البرلمان يقدر يقدم أي مشروع لدستور جديد، يعني يقدروا البرلمان يقدموا قوانين، يقدروا يعدلوا ما يريدون. المشكل أنه البرلمان الحالي ما عندوش الكفاءة، وما كانش إرادة سياسية من أجل كتابة دستور الأمة الجزائرية. راني نقول لك إذا كان هناك إصلاح آلية انتخابية، إذا راحوا ممثلين الشعب، ماشي نقول أنت راك تقول لي تعطيل الدستور، معليش الدستور خليه يمشي، وحنا نعدوا دستور جديد. الدستور الجديد إذا كان أعدوا ممثلي البرلمان وعرض على الاستفتاء وافق عليه الشعب الجزائري، نبدأ من هذا الدستور الجديد. اليوم ما لازمش الشعب الجزائري يا اخويا مبادره بالتاسيس، مبادره بالتاسيس في الدستور تاع 2016 ولا في الدستور الحالي اللي راح يتعرض عضو الاستفتاء، في الحالتين مبادره بالتاسيس تجي من عند رئيس الجمهوريه، ما تجيش من الدستور الا بتجميع الدستور تاع الدستور، والرئيس يقدر يوقفها يا اخي الكريم. ماشي والله السي فخر، انا شوف انا الفكره تاعك تعجبني، يعني راني نظر كيما انت راك تناقش طرح المسار التأسيسي، أنا نناقش لك في هذا الإشكال هذا اللي راح يكون إلا مشينا على في إطار انتخاب برلمان، راح يكون هناك إيه. شوف أخي الكريم، أنت كي تقول لي السلطة قدمت مشروع لدستور جديد أو لتعديل دستور، شوف أنا راني نحكي على توافق أفقي، حراك من خلاله السلطة تقوم بتعديل الآلية الانتخابية. إذا وصلنا إلى تعديل الآلية الانتخابية، على بالك واش معناتها تفتك من السلطة التشريعية؟ السلطة التشريعية هي السلطة المخولة قانونا بكتابة قوانين الأمة الجزائرية وأي أمة أخرى. اليوم مونتيسكيو كي دار الدولة الجديدة في كتاب وروح القوانين، دار ثلاث سلطات. السلطة التشريعية هي المكلفة بكتابة القوانين. احنا اليوم اذا كان فتكينا من عندهم السلطة التشريعية، فخلاص الدستور راح نكتبوه احنا. هو شوف اليوم رئيس الجمهورية كما قلت انتايا يقدر يعرض مشروع قانون، هذا مشروع القانون لازم له موافقة من البرلمان. احنا اذا كان فتكينا السلطة التشريعية، قانون ما راح يمر قوانين الشعب. انا هذه النقطه اللي ركز عليها، حنايا اليوم لازمنا نلعبوا على فن الممكن، لازمنا نروحوا الى برلمان تاسيسي. هذا الشيء اللي طالب به بن خدة ورفاقه في سنه 1976. حنا لازمنا نركزوا على نفس الامر ونمشيوا في نفس النهج الى غايه تحقيقه. اما انه ننتظروا سقوط هذا النظام من اجل تشكيل المجلس التاسيسي، يعني هي ما نقولوش مستحيلة، ولكنها صعبة جدا جدا جدا، خاصة أني قلت لك بعد سيناريو تجديد واجهة النظام في لودوزدوز. شكرا سي فخر الدين. سي رابح لونيسي، هل يعني هنا راهو الطرح هذا يمشي؟ إذا كان هناك توافق حراك، السلطة لازم تمشي على مطالب الحراك. التوافق هذا ما يقدرش يكون إذا ما كانش هناك حوار مفتوح حقيقي،
ويكون يعني حرية حقيقية في المنافسة الديمقراطية. يعني مادام كاين سجناء الرأي، مادام الإعلام مغلوق أمام الآراء المختلفة، ما نقدروش نلحقوا لهذا التوافق هذا. هل اليوم انتم راكو تعملوا في إطار المبادرة تاعكم على هذا الفتح هدايا، تحرير معتقلية الرأي وفتح مجال الحوار لجميع الأطياف؟ نعم، أنا والله لعييت على بالك، ما قدرش نتبع تماما. أنا عييت صح، لكن معليش معليش. شوف، أولا عندي زوج ملاحظات. شوف، أنا سمعتكم سقاط النظام، إسقاط النظام وغيره. لا، شوف، هذا كلام والله العظيم خطير جدا جدا. شوف، تري دونجورو. شوف، إسقاط النظام معناه فوضى، وهذا مصطلح غريب وخطير جدا جدا. اللي طرحته وسي شوقي أمين قبيلة، ولا كنت تطرحوا فيه، يعني طرحته، هذا وقعت في ليبيا وقعت في سوريا، فقط وقعت بدون انتخابات. داو المجلس الوطني الانتقالي، هذاك المجلس الوطني بالانتقالي حتى الجأ للعنف، ولا في حرب مع جماعة على القذافي، وشفنا ولحقت ليبياوين. يعني ما تقدرش تخدم بمعزل مع السلطة، يلزم تخدم معاها. في سوريا نفس الشيء، واش وقع؟ نفس الشيء، هو داو مجلس في الأخير، هذاك المجلس كان يترأسه برهان غليون، فيما بعد جاءوا الإخوان دولوا كل شيء، بغين يتخبوا براه، وصفوني أن الإسلاميين يريدون أن يختفوا وراء واحد ديمقراطي حداثي حتى تحين الفرصة، يعني يفوتوا البروجي تاعهم. لكن فيما بعد ماذا وقع في سوريا؟ ويبدو لي نفس الشيء في الجزائر، ويبدو لي في سوريا نعرف ما وقع واللحقة سوريا، ونحن لا يمكن أن نقبل بهذه. لا يمكن أن تجي تنتخب معناتها تخدم بمعزل عن سلطة. هذه كاين بوفوار، كاين سلطة يلزم تخدم معها، ويلزم تناقش معها، ويلزم تدخل معها باقتراحات وكل شيء. احنا رانا نخدموا في هذه. شوف، رانا نطلبوا بإطلاق سراح المعتقلين بالحريات التامة. شوف، لحقنا اقترحنا شيء بلك تخلع فيه، طرحنا مجلس أعلى للإعلام، مجلس أعلى للإعلام اللي راح هو يمشي الإعلام، يعني يمشي كل شؤون الإعلام، باش قاع الناس بإمكانها تفتح لها مجالات الإعلام. العمل كله مع السلطة، العمل كله مع السلطة. لكن باش تقول لي مجلس تأسيسي انتخاب، بالله عليك، الجزائري كيف ينتخب الجزائري؟ الجزائري لحد الآن حبينا ولا كرهنا، الجزائري ينتخب على أساس هوياتي، مش كل جزائريين، مش قاعة، لكن جزء كبير نتاعهم، جزء منهم ينتخب على أساس هوياتي. شوف، ينتخب الإسلام، الأمازيغية، العربية، لك صح ولا لا؟ ينتخب على أساس ديني، ينتخب على أساس جهوي، ينتخب على أساس قبلي. وبالتالي واش من مجلس هتخرج لي؟ لابد من تحضير الأرضية، وهذه تحضير الأرضية كما قلت لكم قبيلة، اليوم راه جاي دستور، هذا جاي دستور اللي راح يفوت غدوة إن شاء الله، يفوت في مصلحة الجزائر. تسمح لي أن نفتح قوس، الناس دخلونا في مشكل، بعض التيارات الإسلامية دخلتنا في مشكل الآن على حول الدستور، لأنه رفضت الدستور بسبب بعد من أبعاد الهوية الوطنية. قدوة لو ما يفوتش الدستور هذا، ما معناه؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث في منطقة القبائل؟ ماذا سيحدث في منطقة الأوراس؟ ماذا سيحدث في منطقة غردايا؟ ماذا سيحدث؟ وش سيحدث ولا لا؟ هؤلاء رفضنا حقوقنا المواطنية، هؤلاء الانفصاليين في منطقة القبائل هم اللي هم يشجعوا في هذه، هم فرحانين جيدا ولو أنهم أقلية، لكن فرحانين بالطرح تاع حمص وتاع جبل الله وتاع، هم فرحانين بها طريقة، يا لأنه غدوة وش راح يقولوا لهم؟ هاوليك الناس ما صوتتش لأن الدستور هذا مش مليح، ما صوتت لا بسبب البعد الأمازيغي. هذا الأمر خطير، سي راهي لعب، راه لونجو ستنونجو خطير جدا. معناها الناس، شوف نقولها لك صراحة، أنا ما نامنش بهم، شوف أنا ما نصدقهمش، هذه مناورة، صدقني نقولها لك كما تبغي. شوف، أنا نعرف ناس، كاين مشروع، كاين بروجي دوبي لي زاني 90، هذا المشروع يقول بعد ما فشل مشروع تاع الفيس، باش نقولها لك المشروع وراه، بعد ما فشل المشروع تاع الفيس في التسعينيات، دبروا ناس من المشرق
ومن هم أحمد الراشد، دبروا عليهم قالوا لهم إذا بغيتوا ديروا دولة إسلامية فصلوا منطقة القبائل. نفس المشروع طبقوه في السودان. هل تعلم أن حسن الطرابي اللي هو إخواني ولو أنه صار عليهم إخوانية محلية طبق نفس الفكرة، قالوا فصلوا الجنوب كي يطبق الشريعة في الشمال. هذا المشروع موجود عند بعض الإسلاميين، ما يجي يقول قاع، وبالتالي هم يخطوا في هذه مدى بيهم. شوف هذا العداء ضد منطقة القبائل، ضد الأمازيغية. الأمازيغية مش تاع منطقة القبائل فقط، تاع كل جزائريين باش نتفاهموا، لكن يركزوا على منطقة القبائل. يقول لك هذه المنطقة هي اللي وقفت ضد المشروع تاع الفيس في التسعينيات، هم يقولوا هكذا. سيلونيسي سيلونيسي عندي سؤال من الصباح بغيت نطرحه عليك يا اخي الكريم. لا خليني نكمل فكرتي. مشروعكم ما هو؟ ها عندي سؤال برك وكمل فكره ومن بعد جاوبني. من بعد ما هو مشروعكم للانتقال؟ شوفوا الجماعه قدموا مشروعهم، مجلس تاسيسي، انا قدمت مشروعي يبقى النظام نديروا برلمان تاسيسي وننطلقوا منه. انت يا ما هو مشروعكم للتغيير؟ تفضل نورنا الله يعيشك. لا شوف نحن الان لقاء مشاورات راهي وقع. انا المفروض ما نهضرش في حاجه اللي واسمه هو لقاء مشاورات مع كل فعاليات تاع النخب تاع المجتمع المدني تاع السلطه، هذا كله في لقاء مشاورات لنتوصل الى مشروع، الى مشروع بناء ديمقراطي. اليوم الدستور غدوه كيفوت ان شاء الله راح يجيو القوانين العضويه تاع القانون العضوي تاع الاعلام، القانون العضوي تاع الانتخابات، القانون العضوي تاع الاحزاب. ومن هنا يجب ان يضغط الانسان من اجل تكون قوانين وضعيه فعلا من اجل الحريات. الان ما نحتاجه ليس ديمقراطيه في الجزائر، ما نحتاجه هو ليبراليه. ما معنى ليبراليه؟ معناه تكون الحريات، الناس قاعده تتكلم، الناس كل شيء. ونحتاج ايضا مشروع اقتصادي باش تغير، لانه غدوه بوتفليقه درنا الليبراليه اخي الكريم. بوتفليقه في وقت بوتفليقه كنا عايشين ليبراليه، اهدر حتى في التسعينات كنا تهدر تموت، وفي وقت بوتفليقه اهدر حتى تموت، اهدر حتى تموت ليبراليه تامه. لا كاين فرق بين ليبراليه اقتصاديه وليبراليه سياسيه. انا نتكلم عن ليبراليه سياسيه، شوف مانيش نتكلم عن ليبراليه اقتصاديه، انا نتكلم عن ليبراليه سياسيه. ما نخلطوش، ما نخلطوش. فرحات عباس مصباح وانت تتكلم عليه، فرحات عباس اشتراكي، الناس ما على بالهاش باللي اشتراكي، لكنه يؤمن بالليبرالية السياسية، معناها الحريات وغيره، خلي الناس تناقش، خلي تتكلم وغيره بالعقل بالعقل. لكن يلزمنا نقضي على هذه العصبية. طول ما قضيناش عليها مستحيل نتقدموا، وهذا لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يتم إلا مع النيرين داخل السلطة. أنا السلطة هذه عندي ما همش قاع شريرين كما كنت تشوفوا فيهم، ما كانش منها، شوف والله ما كاين منها. والدليل، الدليل دوك نقول لك الدليل. هل الآن في الجزائر يعني منعوك باش تترشح؟ هل منعوا واحد باش يترشح؟ هل منعوا واحد؟ هل سمحوا الواحد يهدر كما يحب؟ شوف هل سمحوا الواحد يهدر كما يحب؟ شوف الحريات هو مطلب من المطالب الأساسية. يهدر بك يهدر. أنا شوف. عندي كليون، عندي كليون حياته كامل وهو يشيت للنظام، كتب 3 سطور على تبون على زيادة الأسعار وعام ونصف الحبس. شوف احنا نطالب بالحريات، راني معاك. هذا من النيرين اللي في السلطة، هذو من النيرين اللي خموا علينا في السلطة، اللي يشتيوا لنا الخير. هاو مش يديروا النيرين. قولك السلطة كيفاش يحبونا؟ هم كيفاش يحبونا؟ اسمع اسمع، السلطة، السلطة ماهوش شخص، باش نتفاهموا. السلطة ماهوش شخص، نراهم النيرين مالا ونراهم النيرين باش يعاونونا. السلطة السلطة فيها مجموعة تاع مجموعة كاين اللي عاقل، كاين اللي يبغي يكسر مشروع مثلا تاع تبون مثلا، وبالتالي واش يدير هذه الأساليب؟ هل تعتقد أن تبون عنده المفاتيح كاملة في يده؟ مستحيل. ما يملك شيء. لا 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 يملك، لا يملك، ومدعوم ومدعوم، لكن لا يمتلك كل المفاتيح. علاش ما يمتلكش كل المفاتيح؟ لأن الآن نعيش مرحلة انتقالية نوعا ما داخل النظام. ما نحش واحد الصباح ورجعوه له العشوة. جاوب نقول لك. لا لا ما تقوليش أنا نحضر واقع سيلونيسي، أنا تعبنا من الهضرة بزاف ولكن نحضر واقع. رئيس الجمهورية يعين واحد الصباح يرجعوه له العشوة وتقولي عنده الأدوات؟ تعال الجمارك، تعال الجمارك، إذا ما عبالكش وفكر. لا لا
قلت لك لا يمتلك كل المفاتيح. هذا في فترة اسمع ما تنساش أنه جماعة بوتفليقة أو هاي جمهورية منتخب باه ومدعوم كما تقول أنت. اسمع جماعة بوتفليقة لا شوف هناك توازنات تسمع جماعة توازنات. أنا نعين رئيس جمهورية نعين واحد ينحيه لي واحد العشوة. أنا رئيس جمهورية عيب قدام الناس. هذا وقع في بداية تاع الرئاسة وبدايتها ورئيس الجمهورية عطاو دعمناه وكذا وكذا وانهم النيرين اللي تحكي عليهم وانهم الطيبين اللي في السلطة اللي تحكي عليهم. هاوي صافي كاع مش مليح يعني ولا كيف نعدي هاوليك هاو واقع معاش واش تقدموا لي النيرين هذا مش قدموا لي عطيني حاجة واحدة عامل لي دستور اسمح لي تحكي على الدستور عامل لي دستور البرلمان ما عندوش حق اقتراح والله ما يسعاه ونقش فيك من العدوى الصباح كاين ماده واحده قال لك انت قال لك اقترح في حالتين ويحددها القانون العضوي ماشي ما قالتش قال لك قال لك رئيس الجمهوريه لا يسال علاش لانه لما تكون الاغلبيه نتاعو هو لا يسال وتقعد مشي الاغلبيه نتاعو يعين رئيس حكومه وهو يسال ما تمسخروش تكونوا واقعيين وجهوا شعبنا بالحقيقه هل شعبنا بالحقائق اذا كان في نيرين يعطيني نير واحد اعطاني حاجه ماده في الدستور أنا تاع قانون قاعد نقول لك القوانين العضوية اللي راح تتكتب راهي تكتبت والدستور قاعد يتخدم أين نحكيك بالواقع يا سيلونيسي هل تحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه وتكريس مبدأ حرية الرأي والأخ شوقي معنا صحفي كل أسبوع يروح يدير وقفة من أجل تحرير وسائل الإعلام من الضغط هل هذا يحتاج إلى دستور؟ هذه راهي من أساسيات من الانتقال الديمقراطي من نبدأ بها هي الأولى راهي ما كانش راك تشوف التلفزيونات تاعنا كي تاع كوريا الشمالية عن كفرة تحكي فهمنا المشروع تاعكم خليني أنا قلت لك بعد ما يفوت هذا الاستفتاء تاع الدستور نشوفوا واش يكون ما طيح الفاس في الراس لا والله ما كاين منها يا سيلونيسي شوفوا واش يكون كيما بعد 12 نخليو نجوزوا الرئاسيات ونشوفوا بعد واش يكون اللي يقدر كيف انا عاودنا ولينا كان حتى ضمانات ما كان حتى ضمانات الضمانه الوحيده هي حسن النيه كيما كنا حسن النيه لا شوف 1962 الضمانه الوحيده حسن النيه ما هي حسن النيه شوف يلزم تامن بشيء التطور الطبيعي للانظمه والدول والشعوب يجب تأمن بها. شوف كامل الدول اللي حاولت تغير بتغيير ثوري جذري ولات للوراء وكامل الدول اللي مشات طبيعيا اللي مشات طبيعيا تمشي اوتوماتيكيا بالعقل تلحق للديمقراطية. طبعا هذا مش بالسكوت مش واسمه يجب حريات يجب شوية ضغط يجب أشياء كل هذا. شوف كاين دول تطلع طبيعيا وكاين دول تتكسر. انا قلت لك نحن مأساتنا وقلتها لك ونعاودها لك. شوف نعاودها لك لولا 88 لممكن الجزائر الان دارت انتقالها الديمقراطي وانتقالها دارت انتقالها تماما وخرجت لولا 88 وبالتالي وبرينسيبي تاعنا الشعب ما يعرفش مصلحته ودائما يخرج ضد النظام الصالح الطيب اللي كان يخمم عليه ولكن كان الشعب يفسد يعني مستقبله في آخر لحظة كما 88 كما في 12 وهي ماشية. هل هذا منطق سيلونيسي؟ كيفاش؟ هل هذا منطق هذا؟ انت في الحصة هذه لو كان تعرف قبل 3 أسابيع جبنا مستشار رئيس الجمهورية شادلي بن جديد وأول وزير اقتصاد في الجزائر في حكومة حمروش قال حقائق الوقت هذاك أرجع لها تعرف المقصود تاع كلامي وش حبيت نقول لك هذا من عندهم. اسمع شكرا. الإصلاحات ألو؟ أنا حكيش على الإصلاحات ما حكيش على الإصلاحات نعم أنا مش قاعد نحكي على الإصلاحات. أسمع كل ما أنا أحكي على حاجة بيضة وحاجة كحلة ما فيهاش أبيض وأكحل. لا شوف هذا ما السياسة ما فيهاش أبيض واحد مخبص بالسلطة من سنوات ما تقوليش باللي يعرف خير مني ويعرف صلاحي قال لي حياته كامله وهو يقول لي أصبر عليا خليني نخدم وأصبر عليا كما زلت قاصر بعد 15 سنين هني نعطيك السلطة وعن صلاحه في 90 وأنا نعطيك حاب نحكي وحقائق إذا تحاب نحكي وش صار في التسعينات أنت ما عشت جزائر في التسعينات ولا ما عشت ما عشت في التسعينيات حضرت 88
حضرت شكون حضرت الميليشيات اللي كانت تقتل في العاصمه؟ عشت في العاصمه ولا عشت في العاصمه؟ عارفها ولا ما تعرفهاش؟ نحكيو قدام الناس واش صرا؟ ماني كنقولش على الشعب، ماني كنقولش على شعب يا جماعه. اذا كان الصغير بنفسه قال لك عندي استعداد نقتل، رديت وانت ما قتلش، هو قال لك اني قاعد نقتل، تقول لها ما قتلش، تكون ملكي اكثر من الملك؟ مش منطق. نزار شخصيا قال لك قتلت، رضا مالك شخصيا قال لك يجب نقل الرعب الى الجهه الاخرى، بعد كلامه بثلاث ايام ناط من طلحه والرئيس. نحكيو في حقائق. يا الشعب هو يا الشعب هو اللي ما يعرفش، وانت عندك الحق، والنظام هذا راه مبشر بالجنه وهبه الله من السماء، وحنا ما عبناش هذيك حاجه واحده. اسمع انا شوف ماذا انا ولا ما بغيتش ندخل في الموضوع هذا، شوف ما بغيتش ندخل في الموضوع هذا، لكن نعرف حنا ما وقع في التسعينيات. شوف ما وقع في التسعينيات، درنا ديمقراطيه، درنا ديمقراطيه. أنا كل سمانة كنت ندفن واحد من أصحابي في التسعينات وفي العاصمة وعلى بالي كنا قاع ندفنوا، كنا نعرفوا شكون كان يقتل فيهم. الإسلاميين هما اللي كانوا يقتلوا، هما اللي مهدوا للقتل. خطابهم، اسمع خطابهم، شوف 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 ما تقوليش أنا ما نحاسبش الجنرالات، أنا في قانون مصالحة قال لك ما نحاسبوش المسؤول. اسمع اسمع أنا نقول لك روحوا نوليو للجرائم، نتكلموا عليها. اسمع خطاب التكفيري، الخطاب التكفيري لمجموعه تاع الفيس، ماهيش نقول كاع الفيس، خطابهم التكفيري. تسمع برابطه الدعوه الاسلاميه ولا ما تسمعش؟ تسمع برابطه الدعوه الاسلاميه في 89 ولا ما تسمعش؟ قلت لك عندهم خطاب تكفيري ولا لا؟ تسمع رابطه الدعوه الاسلاميه الشيخ عبد الله السلطاني الشيخ سحنون، تسمع بيهم ولا ما تسمعش بيهم؟ لما نحكي عن الدعوه بيهم، هذو ما كانوا ضد الفيس ولا ما كانوش ضد الفيس؟ المشكل انه الفيس دقيقه برك من خليكم اما ندخلوا في اي كلام ماشي حصه باش نعاودوا نرجعوا على 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 التسعينات نخصوا لها حصه واحده اخرى نحكيوا على التسعينات انا ما كاينش من شوف حتى الجرائم كان يرتكبوها الارهابيين تتصور انت الجيش الجزائري كان يقتل بارك لا للاسف انه البعض من الديمقراطيين بين قوسين هما اللي كانوا يعاونوا فيهم معنويا وكانوا ينشروا لنا فكره كيتوكي وهي ما كانش منها مع المخابرات الفرنسيه انذاك. هذا مشكل كبير واليوم يوم يريدون التبييض. هل تعرف لماذا الجرائم هل تعرف المجازر؟ اسمع المجازر اللي وقعت، هل تعرف سبب مقتلها شخصيا؟ قالوا يا جماعه الخير قالوا قالوا اورس في الاستماع حاول هل المتشاسر؟ هل المتشاسر؟ تفضل شوقي تغيروا كلمة على المتشاسر؟ لا 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 ماشي حصة اليوم، تحب نتكلموا على المجازر نتكلموا عليها في حصة واحدة أخرى، صافي تلتوا احنا نحكيو لا لأنه هذا الكلام نحكيو نوليو على المجازر نحكيو على المجازر، أنا ما عندي حتى أدنى مشكل نحكي على المجازر منين تحب من الفوق للتحت في ترانسفيرسال نحكيو عليها. أنا بالنسبة لي كاين فكرة واحدة ووحيدة اللي نقدروا نحلوا بها المشكل تاع التسعينيات واللي هي العودة إلى عدالة انتقالية. سيلونيسي الميكرو تاعك وطافي ما نسمعوا فيك. سيلونيسي راك طفيت الميكرو تاعك خلاص التليفون دونك سمعت خلاص انا مادا بيا وكان شوف سيلونيسي برك بخاطر صافي ثلاث سوايع احنا نحكيو عييت انا عييت على بالك انا جي بيغ دو شويه علاش انا نقول لك علاش انا نقول لك دوكا سيراريا نبداو دوكا نجبدوا مواضيع واحده اخرى جانبيه اليوم في رايكم نتوما اليوم في رايكم نتوما المسار اللي راكم تبعوا فيه اللي تبنيو فيه مع السلطه وفي رأيكم توما ما يقدرش يكون هناك بناء ديمقراطي خارج التعامل مع السلطة. إذا اليوم السلطة هذه الناس تراك تقول كاين جزء من السلطة ملاح وجزء من السلطة اللي ماشي ملاح، أنا نفترض أنه جزء تاع السلطة اللي ماشي ملاح يجبدوا بكم الحصيرة، هل ممكن أنت مستعد هل أنت مستعد أنه مور ما يجبدوا بكم الحصيرة تخرجوا للناس وتقولوا لنا شكون هادو ما يجبدوا بكم الحصيرة وشكون الناس اللي كانوا ملاح واللي خدمتوا معاهم؟ كي تصرى نتكلموا، كي تصرى نتكلموا، لكل حادث حديث، لكل حادث حديث. احنا نتمناو يعني تكونوا انتوما على حق، مادام انتوما راكو حابين الجزائر تتبنى، نتمناو تكونوا انتوما على حق لانكم في المسار راكو بديتوا، راكو قراب للسلطه هذه. ان شاء الله صح يتم هذا المسار على حساب واش راكو حابين
ونمروا للانتقال الديمقراطي باذن الله ان شاء الله نوع هذا الشيء هدايا بتحضير ارضيه الصلبه بتحضير الارضيه الصلبه في المجتمع. وي يا خويا ان شاء الله انا يعني شخصيا مانيش مصدق هذا الشيء هذا الصراحه العامه قبل الخاصه نظريا انا هذا ما نظنش انه راح يكون مع السلطه هذه ولكن يا خو نتمنى ان نتوما اللي راكو هنايا تقولوا حنا انا نثق فيك انت كديمقراطي سي رابح نونيسي نثق في بعض الناس اللي معاكم قلت لك انا نثق فيك انت شخصيا كديمقراطي نثق فيك ونثق في ناس انا نشوفهم في معاكم نثق واثق منهم عرفتهم من قبل نقول باللي الفكر تاعهم يعني ديمقراطي صح ان شاء الله ربي يقدركم على هذا الشيء هذا ولو انه انا شخصيا ونتحمل هذا الكلام هذا ما نامنش باللي السلطه هذه راح تفتح المجال للديمقراطيه وهذا قناعتي الشخصيه يعني ما نقولش باللي انتم اللي ما تعرفوش وانا احترمها وانا احترمها نعم شكرا لك سي رابح لونيسي اللي كنت حاضر لكن بغيت نقول كلام فقط يعني توافق في الحراك يعني يقول لك حراك توافق حراك شوف يا عمي مش راح يلحقوا التوافق انا قلت لكم في بدايه الحصه اذا كان هذا الدستور الذي يطرح الاستفتاء اعتبره الكثير من تيار ايديولوجي مانيش نقول كاع يوجد اسلاميين ديمقراطيين ويوجد اسلاميين غير ديمقراطيين اذا كانوا يقولون انه دستور لائكي معناتها غدوه في التوافق داخل الحراك ما هو الدستور اللي راح يقترحوه ما هو الدستور التوافقي اللي راح يقترحوه هؤلاء وتبقى حراك والله بدون السلطه ما تقدر تدير ولا شيء المفاتيح في يد السلطه لابد ان تقنعها لابد تهضر معها لابد في حوار شوف لابد من حوار بين الجميع شوف فعاليات تاع التشاور بين الجميع السلطه احزاب فعاليات مجتمع مدني نخب وغيرها هذا وفروا لنا ارضيه للمشاورات للخروج من هذه الازمه ان شاء الله الو معليش هذه قناعتك استاذ ونحترمك ويعني انا قلت لك انا شخصيا ما ماشي مقتنع بهذا الشيء هذايا مادام انا شخصيا مادام في الوقت الحالي ما انا يا رحت باش نوقف في الوقفه الاحتجاجيه الاسبوعيه لاطلاق سراح الصحفيين المسجونين واطلاق سراح سجناء الراي ما خلونيش ندخل لدار الصحافه بحجه انه ما عنديش معايا كارت دو براس ما زلنا بعد على هذه السلطه هذه اللي راح نتحاوروا معاها باش تمد لنا مفاتيح الديمقراطيه هذا من باب واحد اخر انت السلطه راهي قويه بكل واش عندها من قوى الى موازين القوى ما تتقلبش السلطه ما عندك ما تنيغوسي معها مادام موازين القوى ما تتقلبش وموازين القوى باش تتقلب غير بالقوى الشعبيه ما تتقلبش بحاجه واحده اخرى يعني غير القوى الشعبيه السلميه اللي تقدر تقلب موازين القوى هذه قناعه شخصيه دوك الطريق اللي نديوها مسار تاسيسي مسار برلمان نيغوسيو مع السلطه ما نيغوسيوش هذه امور واحده اخرى مادام موازين القوى راهي كيما راهي ماشي السلطه اللي راح تمد لنا مفاتيح والله العلي العظيم والله غير احترم واش راكو ديروا والله غير احترمو كل احترام يعني ماشي زعما نقول عليكم بلي نتوما خنتوا القضيه ولا درتوا علينا والله ماني نقول هذا الشيء هذا يا سي رابح ما تفهموش كلامي غلط قناعه شخصيه عندكم قناعتكم الشخصيه راكم تمشيو في القناعه الشخصيه تاعكم ان شاء الله نكون انا اللي غلط والمهم يتحقق البناء الديمقراطي الصحيح نعم سي لونيسي باش نختموا بام بوتي نقولوا نكته برك علاش الناس اللي شاركوا في ندوة المسار الجديد سموهم أصحاب الملفاي والله شوف نقول لك والله أنا على بالي من خرج هذا الكلام يعني شوفوا نعرفه خلي واحد لا هو التيار هو التيار بصح كيفاش عرفوا الملفاي هما جابوا لهم الملفاي ولا وشي لافير يعني ولا حبي يقول كانت فترة تاع كاشير ثم تقلوا تطورت إلى فترة ملفاي ولا شو الحكاية والله ما
قال لك على حساب خطأ كانت فئات بسيطة يشريوا فيها، لا فئات بسيطة كانوا يشريوا فيها بالكاشير، ولما على مستوى عالي ومستوى أسد وكذا فرفعوا المستوى بالفائدة. يعني ممكن لو كان يجيبوا دكاترة راح يجيبوا لهم المصري يعني مستقبلا، يعني أقول لك يعني والله لو كان دير دراسات العليا في الخارج يعني ممكن يجيبوا لي مرسيدس. يعني أنا والله شوف نقول لك، والله لم أهتم بها تماما. شوف أنا ما اهتميتش بالقضية، ما اهتميتش. شوف اسمنا عارفوا عايش مشكلة، لا والله لم أهتم كامل الشعب، هذا كامل يعني تماما، هذا كامل ضمير الشعبي اللي هو اللي يتصرف. شوف واتبعني والله ما رديت على واحد ولا رديت عليه، وأنا من طبيعتي هكذا. شوف نقول لك، أنا كي نكتب أنا رديت بمقالات بدون ما نتكلم، رديت أنا فهمي مقالات قديمة كتبتهم نفهم باش نبني على أساس علمي مقالات كنت نشرتها مقبل، يعني باش نرد باش نقنع الناس ماذا يجب أن نفعل بدون ما ندخل في مهاترات، بدون ما ندخل في أي شيء. أنا على بالي واش راني ندير، على بالي واش راني ندير. وشوف نقول لك، شكون اللي ما خونوش في الحراك؟ شوف نحكي لك حكاية. حشاك واحد ركب على حمار مع وليده، حشاكو ما عرفوها، بعده ركب هو وفي الاخر قالك ما عجبهم حد شيء، شوف نقول لك المأساة تاع الحراك انه ما عجبو حتى حاجة، ما كانش حاجة. وشفنا النهار كانوا كان الشعب عاجبه كلش قبل اوروزبا ولا ما يعجبو حد شيء. ايوه اللي ديرها ما يعجبكش. وشفنا كيفاش ناس يتكلموا على الممثلين، كيفاش كانوا نهار يتكلموا على الممثلين، اللي طرحوا هذا مش مليح، اللي طرحوا هذا مش مليح. ومن بعد مشينا مبادرات، لا طرحتوا حلول. أنا نجاوبك علاش ما حبوش يديروا ممثلين، لأنه الناس اللي راهي واعية وفاهمة على بالها في كل الثورات اللي مرت عبر التاريخ ضد أنظمة طاغية، كاين خلايا نائمة موجودة دائما داخل الثورات هذه تعمل لمصلحة النظام. فالنخاخ تاع الحراك فهموا بأنه خلي بدون تمثيل مش باش يتشراو، هذا كامل كانت حجة برك. أما كانت على عروسه، ما الدولة داست على عروسه. خليني نهضر. داروها بالعاني باش في الطريق يبانوا الناس هذوما اللي راح يعياو، ولأنه الناس تاع المصالح دائما زاربة ما عندهاش نفس طويل باش تدي مصلحتها. قالوا لهم نديروا حتى تمثيل، دوك كل واحد يخرج يضرب صدره يهزوا النظام ديريكتو مو تبان. كي نتخلصوا من الناس هذه كامل نقدروا نقعدوا مع بعضنا وحدنا كحراك ونوصلوا لخريطة الطريق ونديروا حاجة. هذا هو السبب باختصار شديد يعني. شكرا. سي شوقي انا في اللايف ما عادش قادر نزيد اكثر منك. انا عييت، نظن انه رانا كامل عيين، راح عييت حتى ولي بالعرش نهضر يعني مانيش. لا 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 معليش ممكن انا كامل عيين سيرة بحصة في اكثر من 3 سوايع وحنا نتحاوروا ونتجادلوا. نمد كلمه الختام سي محفوظ بدروني اللي راه يتبع فينا مقبلته وما قال حتى كلمه. نعطيك الله يحييك سي محفوظ على صبرك يعني. صح شكرك الله فيك. انا نتمنى ان شاء الله يكون نقاش مستمر، تفاعل شعبي مع الأطروحات، مع الأفكار، مع التصورات، مع الرؤى، وإن شاء الله يعني تبلور يعني في إطار يعني هذا النقاش يعني من خلال هذا الحوار. الحوار هو يعني مبدأ وقيمة يعني عظيمة لازم نؤمن به، ولازم نؤمن كذلك باللي يعني الحكم أولا وأخيرا يكون للشعب، يعني ما يكونش للسلطة. هذه السلطة غير شرعية، ما عندها أدنى مستوى من الشرعية. هذه لا يمكن اللي كان سببا في الأزمة، في الفساد، في الظلم، في الطغيان يكون سبب في الحل، في الديمقراطية، في التعددية، في احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. مستحيل هذا الشيء. احنا نتمنى يتواصل هذا النقاش وتتبلور يعني رؤى كثيرة وتبر خارطة طريق يمكن تحوز وتنال يعني غالبية الفاعلين على مستوى الحراك، يعني تكون وقبل ذلك يعني يكون كما قال الأخ شوقي هو يعني خلق ميزان قوة يعني شعبي يضغط بقوة لإرغام السلطة هذه إلى الرحيل يعني، ويبقى فقط يعني جانب واحد وهو الحراك اللي يفرض يعني التغيير الجذري. شكرا. شكرا لك أستاذ محفوظ بدروني، شكرا لك سي رابح الونيسي، أستاذ رابح الونيسي اللي شارك معنا، السلام عليكم. شكرا لك أستاذ فخر الدين سال على المشاركة تاعك، شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف أرسلان. إن شاء الله الحوار تاعنا يعني كان
بالناس شكرا لك بزاف شوقي انك نفسك طويل وربي يكون في عونك، يعني نحييك من اعمق صراحه. الله يسلمك، هذه المهمه، هذه هي 10 سنين انت تخدم في الاعلام، بعد ما تدخلش دار الصحافه خاطر ما عندكش كارت دي بحث، هذه هي سي نورمال. وليك شرف حقك يصرى لك كيما هكا بعد الدستور الجديد، بعد الدستور الجديد تدخل. ندير دوموند، راح ندير دوموند، راح نتفحى. هاك ما عرفتش تفاهم مع السلطه، لو كان قلت بلي السلطه ما خل ما يتعرفش حتى انت والله العظيم. لا لا معليش، كل ما صارت احنا شوف مادام الناس نيتها، احنا ما نقدرش نشوف واش كاين في النوايا. مادام الناس تقول باللي نيتها راهي نيه خدمه الوطن وخدمه يعني مستقبل افضل لاولادنا، احنا ما نطعنوش في النيه تاع الناس، احنا نشوفوا الافعال ونشوفوا هذه هي النيه، نشوفوا نحكموا على الافعال تاع الناس، ما نحكموش على النوايا تاعهم. المهم احنا كلنا طرحنا افكارنا في هذه الحصه، هذه طرحنا الرؤيه تاعنا، ولو انه هناك تخالفوا في امور كثيره، والاختلاف رحمه من عند ربي سبحانه. ان شاء الله برك المسار هدايا اللي راهم يتمناه كل الجزائريين، واللي هو انه نوصلوا للتغيير ونوصلوا للممارسه الديمقراطيه، نوصلوا لها ونعيشوا منها ان شاء الله، ونتنعنعوا فيها ان شاء الله. شكرا للجميع، يعطيكم الصحه وبقوا على خير. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. سلام. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. ¡Gracias!
الرويضة باش ديروا لنا خشبة في الرويضة خشبة في الرويضة. روحوا 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 خير ليكم تروحوا مع دوك الأئمة اللي محرشين على الأمة وضيف الدين في صالح الحكومة سرى بسبارتو في كل مؤسسة لا خدمة لا ردمة وعنيهم غير العزة وفي كل فطنة قولوا هذه فتنة حتى كل شفتنا وما لقيناش اللي فدنا خلاص الديار وعدينا طار العاس ولادنا جاو يغلقوا عليكم الأواس خرجوا 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 لزالجيريا خرجوا يا القماعين يا الحابسين المكرشة البلاعة المدغة والحسادة بيتون من هون بكتون ولاد احتنش برواد وبلا سمير ديو المدير ديو الواني ديو المير شوية كاشير